بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين عندنا بكرة مباراة مهمة جدا 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 للنادي الأهلي في سلسلة المشوار اللي عامله الحقيقة النادي الأهلي بداية من شهر فبراير وحتى الآن. الحقيقة مباراة مهمة ومباراة صعبة جدا بكل المقاييس، الحقيقة من الناحية الفنية ومن ناحية الأجواء ومن ناحية الملعب أيضا، وان هو مش طبعا مش ليس ملعبا طبيعيا ولكنه ترتان. الحقيقه الملعب الترتان عنده او النادي الاهلي بيقابل دائما فيه مشاكل كثيره جدا جدا، لانه الملعب الترتان يا جماعه احنا هنا زي ما حضراتكم عارفين كل ملاعبنا هي ملاعب نجيل طبيعي، وبالتالي هناك فارق من ان انت تلعب على النجيل الطبيعي وفارق كبير ان انت تلعب على النجيل الصناعي اللي هو الترتان، وبالتالي مباراه صعبه، مباراة فيها أمور كثيرة جدا جدا، ولكن في النهاية النادي الأهلي يستطيع أن هو يتعدى كل هذه الأمور، النادي الأهلي يستطيع أن هو يعبر كل هذه الأمور، لأنه النادي الأهلي في مبارياته الأخيرة في الدوري العام المصري حصل حاجة الحقيقة خلتنا كلنا كأهلوية مبسوطين، خلتنا كلنا كأهلوية قاعدين واثقين من هذا الفريق ومن الجهاز الفني اللي متواجدين. إذا كان هناك حصل حاجة خلال مباريات الدوري أو حتى المباريات الأفريقية الأخيرة أن المستوى نزل شوية، ولكن المباريات الأخيرة تحديدا مباراة الجونة وبتروجيت في الدوري العام المصري النادي الأهلي رجع بشكل مختلف، بقى شكله مختلف، الناس كلها ابتدت بالفعل تقول أن ده النادي الأهلي، ابتدت بالفعل تقول أن ده الجهاز الفني، كيف يستطيع أن يفكر الجهاز الفني فيه أن هو يعمل تغييرات تغير من شكل المباراة بشكل كبير. في مباراة بتروجيت لعب اللعيبة اللي كان من المفترض ان هي تلعب من وجهة نظر الجهاز الفني، وبالتالي 11 لعيب جامدين جدا وتقال جدا، 7 لاعبين بره قاعدين جامدين جدا وتقال جدا، اي واحد فيهم ينزل يغير المباراة، وبالتالي جمهور الاهلي بقى عنده ثقة في فريقه، بقى عنده المقدرة وان هو عارف كويس جدا ان هو يقدر يكسب ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية كل الفرق اللي هنلعبها. ولكن دائما نضع في الحسبان او بنقول لحضراتكم الاجواء، احنا كلنا لعبنا في افريقيا وكلنا عارفين ان البطولات الافريقيه بيبقى فيها بعض الامور، منها التحكيم مثلا، منها الرطوبه الزياده، كل ده احنا عارفينه طول عمرنا بنلعب في البطوله الافريقيه، ولكنها عوامل مؤثره بشكل سلبي على اي فريق ما تعودش على هذه الامور. انت رايح تلعب مباراه مهمه في الكونغو، المباراه دي انت ما بتلعبش كل يوم في الكونغو، بتلعب هي مباراة أو مباراتين في السنة كلها، يعني لو لعبت مباراة هناك، فعشان كده بقول لحضراتكم هي عوامل بتؤثر بشكل سلبي على لعيبة خصوصا شمال أفريقيا. لما بتلعب في أدغال أفريقيا زي ما حضراتكم عارفين بتبقى الأمور مختلفة شوية، فخدوا بالكم بس من الأمور دي، الطقس، الرطوبة، الملعب، الجمهور. من وجهه نظري ان الجمهور مش هيفرق كتير، لانه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي متعودين طول عمرهم ان هم بيلعبوا قدام 60 و70 الف متفرج سواء مع او ضد، وبالتالي موضوع الجمهور ده مش فارق، بالعكس موضوع الجمهور ده هيديك حماسه اكبر، هيديك مقدره اكبر ان انت تقدر تطلع كل اللي جواك علشان تكسب المباراه، وبالتالي مباراه مهمه، مباراه صعبه جدا، مباراه فيها مباراه مفصليه، مباراة مفصلية. عشان كده احنا طالعين مع حضراتكم النهاردة من الساعة 9 للساعة 1، من الساعة 9 للساعة 1 هنكون مع حضراتكم، عندنا فقرات كثيرة جدا هقولها لحضراتكم خلال الفترة اللي جاية، عندنا فقرات كثيرة جدا، هنجيب لكم ايه اللي بيحصل في معسكر النادي الأهلي، هنجيب لكم مراسلنا من هناك هيقول لنا الموضوع ماشي ازاي، الدنيا ماشية ازاي، الأمور ماشية ازاي، مباراة بكرة ايه موضوع هشام محمد، هل هيكون متواجد بكره ولا لا، هنتكلم مع حضراتكم في كل الامور. عندنا حلقه تاريخيه الحقيقه، هنتكلم عن تاريخ النادي الاهلي، اول فقره الحقيقه هيكون عندي المعلق الكبير الاستاذ طارق الادور هيكون معايا، وهنتكلم عن البطولات الافريقيه ومشوار البطولات الافريقيه وتاريخ النادي الاهلي في البطولات الافريقيه. بعد كده عندنا فقرات اخرى هتكلم عنها في وقتها، ولكن قاعدين مع حضراتكم النهارده من الساعة 9 للساعة 1 هنقول لكم كل ما يخص النادي الأهلي في مباراته المفصلية. الحقيقة هي مباراة صعبة جدا، بس خدوا بال حضراتكم برضو لأن الكلمة دي دايما بتوجعني جدا. احنا دايما متعودين إن احنا نكسب، دايما متعودين إن احنا كجمهور النادي الأهلي أو أي حد بينتمي للنادي الأهلي متعود إن هو يكسب دايما، ولكن كرة القدم فيها كل شيء. كرة القدم فيها كل شيء، كرة القدم بالمناسبة ثلاث حاجات: مكسب، تعادل، هزيمة.
مش مكسب بس، مكسب وتعادل وهزيمه، الثلاث حاجات دول موجودين. ولكن جمهور الاهلي طبعا متعود على المكسب دائما، ولكن كره القدم فيها الثلاث حاجات. انت ممكن تعمل كل حاجه في الكوره، ولا قدر الله يخش فيك جون، تخبط في مش عارف في المدافع، وتخبط في المدافع الثاني وتخش جون. هي دي كره القدم، هي دي حلاوه كره القدم. ولكن دايما لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي مستنيين من لعيبتهم ان هم يبذلوا اقصى مجهود خلال ال 90 دقيقه او ال 95 دقيقه اللي بتتلعب بالوقت الضايع. هو ده المهم، هو ده اللي الناس مستنياه من لعيبه النادي الاهلي. وربنا دايما ما بيسيبش حد بيبذل مجهود، وما بيسيبش حد عايز يكسب. فاللي عايز يكسب دايما بيبذل مجهود، بيركز كويس في الماتش حتى لو كانت المباراه صعبه من الناحيه الفنيه او من ناحيه الملعب او من ناحيه الاجواء والطقس. وانا لا ابرر اي شيء، ولكن انا بقول لحضراتكم اشياء واقعيه بتحصل. ويمكن يعني الحمد لله الواحد حصلت معاه كتير جدا في البطولات الافريقيه، ان احنا كنا بنروح بس كنا بنكسب، او كنا بنتعادل، كنا بنقدر ناخد البطوله الافريقيه. فاللي عايز اوصله لحضراتكم هي مباراه صعبه بكل المقاييس، وفيها كل ما يخص كره القدم، وفيها حلاوه كره القدم. حلاوه كره القدم في ايه؟ في ان انت تبذل اقصى مجهود والناس تقعد تسقف لك، حتى لو لا قدر الله حصل نتيجه اخرى غير المكسب، الناس هتسقف لك، لان جمهور النادي الاهلي هو جمهور واعي، جمهور عارف هو بيعمل ايه، وعارف هو قد ايه بيحب فريقه وبيقف في ظهره في كل الامور. فعشان كده خدوا بالكم، هي مباراه ليست بالمباراه السهله وليست بالمباراه الهينه، ولكن لعيبه النادي الاهلي دايما قدها وقدود. وبالمناسبه واحنا بنتكلم برضو حاجة مهمة جدا أنا عايز أقولها للعيبة، لأن أنا سمعت الكلام ده من لاعبين ومن جمهور، الحقيقة من جمهور النادي الأهلي. دايما بيقولوا لي إيه؟ إن المعلقين بيبقوا لهم تأثير في الحالة النفسية للاعب أو الحالة النفسية للجمهور والكلام ده كله. الحقيقة برضو بما إني بتكلم على المعلقين وعلى اللاعبين وعلى الكلام ده كله، عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا. زمان 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 كان عندنا معلقين الحقيقه ما كانتش تفرق هو بيشجع ايه، ما كانتش تفرق خالص هو بيشجع ايه، ما كانش يعني كل مصر عارفه ان الكابتن ميمي الشربيني ده نجم النادي الاهلي وتربى داخل النادي الاهلي وهيفضل طول عمره داخل النادي الاهلي. ولكن الزملكاويه لما كانوا بيتفرجوا على الكابتن ميمي الشربيني وهو بيعلق على المباريات كانوا بيبقوا مبسوطين، كانوا بيبقوا مبسوطين. انا بقابل ناس زملكاويه كبار في السن شويه يقولوا لي احنا نفسنا الكابتن ميمي الشربيني يرجع يعلق تاني على ماتشات الزمالك، نفسنا الكابتن ميمي الشربيني يقول كلمة حلوة من الكلام اللي كان بيقول، ولا في تعصب، ولا كان في حد بيعمل فتنة، ولا الكلام ده كان موجود خالص. وعلى الجانب الآخر الأهلوية، أهلوية حد كان يتذكر مثلا الله يرحمه، والله يرحمه يعني الكابتن حمادة إمام نجم مصر ونادي الزمالك السابق، الحقيقة لما كان بيعلق على ماتشات الأهلي كنت دايما تحس إن هو أهلاوي أكتر من الأهلوية. ده زمان، المعلقين زمان كان بيبقى معروف ان هو طالع من جوه من تراب النادي الاهلي، ولكن لما يعلق لنادي الزمالك بيبقى زملكاوي زملكاوي، ما عندوش اي مشكله لانه في ملايين بتتفرجوا عليه. حماده امام الله يرحمه، كابتن حماده امام طبعا الله يرحمه، كان بيبقى معجون من تراب الزمالك وطالع من تراب نادي الزمالك، ولما بيعلق لمباراه النادي الاهلي الاهلاويه لو كان بس كان زمان ما كانش فيه قناه صوتيه الاولى والقناه الصوتيه الثانيه والقناه الصوتيه الثالثه. دلوقتي في قناه صوتيه الاولى والقناه الصوتيه الثانيه والقناه الصوتيه الثالثه. فالكابتن حماده امام لما كان بيعلق على الماتشات انا متخيل الله يرحمه كابتن حماده لما كان بيعلق على ماتشات الاهلي مثلا لو كان في قناه صوتيه اولى وثانيه وثالثه كانت الناس هتدور على كابتن حماده امام، الاهلاويه كانوا هيدوروا على كابتن حماده امام، الزملكاويه كانوا هيدوروا على كابتن ميمي الشربيني. عارفين ليه؟ لانه الراجل كان بيعلق مباراه، بيعلق على مباراه، ما بيعملش اي حاجه ثانيه، لا يثير فتن، لا يثير تعصب، لا يثير اي شيء. الله ينور عليك يا سمير، ويا ريت طبعا تحط لنا النجم الكبير العظيم الحقيقه ميمي الشربيني. طبعا اشكرك. فدي امثله مهمه جدا تعرفوها. الموضوع بالنسبه لكم ما يبقاش اكتر من ايه؟ ان انتوا تتحسروا على الايام السابقه، الحقيقه الايام السابقه ايام كانت جميله جدا. الله يرحمه كابتن الله يرحمه كابتن حماده امام، الله يرحمه كابتن محمود بكر، واحد من الكبار المعلقين الكبار جدا جدا في عالم كره القدم، اللي يقول لك اللي عايز يشرب كوبايه شاي يطلع يشرب كوبايه شاي. كانت حاجات كده لطيفه وجميله، وكانت الناس بتبقى دايما مبسوطه بيها. فما تحطوش يا جماعه اي حاجه بتحصل قدامكم، كل واحد من حقه ان هو يقول ميوله او تبان ميوله على الشاشه،
الفارق ما بين زمان وما بين دلوقتي؟ اتفضل كابتن حماده امام بيعلق على مباراه النادي الاهلي في مباراه الصفاقس. اسمعوا اسمعوا يلا. ويطلع يلعبوا كرة تاني على طول وتترد وهوبا جول 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 ابو تريكة جول 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 يا ابو تريكة يا جول يا فلافيو يا ابو تريكة يا مش ممكن. كرة حلوة وتقدر تشوف شوف لعبها له ازاي وحلوة يا من قرب ابرة. ايه رأيكم؟ ايه رايكم؟ هنجيب لحضراتكم حاجه برضو للنجم الكبير العظيم ميمي الشربيني. الناس دي يا جماعه انا عارف ان هي جواهر جواهر بالفعل والناس كلها هتفضل تتذكرها دائما. فانا دايما بقول لحضراتكم ليه الكلام ده؟ بقول لحضراتكم لان في بعض اللاعبين بيتاثروا بشكل سلبي بكلام معلقين، لان المعلق الحقيقه معلق اي مباراه في اي رياضه مش في كره القدم بس بالمناسبه في اي رياضه، دايما لما اي معلق للمباراه بيجي يتكلم ممكن جدا جدا تلاقوه رفع لعيب للسماء للسماء، وممكن ينزل بلعيب تاسع ارض لو في تاسع ارض يعني. فمعلق المباراه له تاثير طبعا على كثير من الجمهور. احنا بس بنحاول نقول لحضراتكم قد ايه ان في زملكاويه محترمين الحقيقه كانوا دايما بيعلقوا على مباريات الاهلي. شوفوا كابتن حماده امام هو بيعلق على ماتش الاهلي، ايه ده يا جماعه؟ ده تحس ان هو الراجل قلبه زي فاكرين زي افلام توم وجيري زمان لما يطلع لك قلب القط ولا قلب الفرو وهو بيعمل كده. كابتن حماده امام كان تحس ان قلبه طلع يعمل كده من الفرحه، كان في احترام للكلمه، كانت الناس عارفه بتقول ايه فين وازاي وامتى، كان في احترام لكل شيء الحقيقه يعني. فعشان كده انا دايما بقول لحضراتكم الناس دي بالنسبه لنا جواهر. انا سمعت الناس دي، معرفش في جيل ما سمعش الناس دي او المعلقين الكبار دول، ما ينفعش اقول الناس دي، لكن المعلقين الكبار دول في ناس ما سمعتهمش. من فضل حضراتكم افتحوا اليوتيوب واسمعوا كابتن حماده امام وهو بيعلق على مباراه الزمالك او على مباراه الاهلي، هو بالطبع بيعلق على مباراه الزمالك اكيد بيعلق دايما بشكل كويس. ايضا الكابتن الكبير الكابتن ميمي الشربيني، افتحوا واسمعوا الكابتن ميمي الشربيني، افتحوا واسمعوا الكابتن محمود بكر الله يرحمه، افتحوا واسمعوا الكابتن ابراهيم الجويني، افتحوا واسمعوا معلقين كبار جدا جدا كانوا بيخلوا لكرة القدم طعم جميل وليس طعم تعصب. انا لا اقصد شيء ولا اقصد اي حد، انا بتكلم بشكل عام في الرياضة عموما، لانه انا اتكلمت مع 3-4 لاعبين بيقول لي اصل المعلق الفلاني بيقول كذا كذا على فلان او على علان او على ترتان. انا نفسي ساعات لما كنت بلعب كان في بسمع حاجات كده من معلق ببقى متضايق من جوايا، طب انت ليه بتقول كده او يتجاهل اسمي او يعمل كذا او كذا او كذا. فكانت الناس بتزعل، اللعيبه بتزعل لما انت بتلعب ماتش وتيجي تعمل اوفر كويس كباك رايت مثلا، تيجي تعمل اوفر كويس فيقول لك اصله اللي جاب الجون فلان. طيب انا برضو بعرف الشباب او بعرف الجيل الحالي بواحد من العظماء في التعليق، خلينا نسمع. وبعت الكوره حلوه وبيحطها جول جول جول، ايمن شوقي يصحح على وضعه ويجيب جول جميل جدا. لسه بقول لحضراتكم ان اسامه عرابي هو ماكينه او موتور النادي الاهلي. اخر ماتش في المستوى عصام مرق، رضا عبد العال بيفوت بمهاره كويسه قوي، رضا اهو ده رضا اللي احنا عارفينه بيفوت كويس وفتح سكه ولعبه حلوه جدا ناحيه اليمين والغندور انما وترول رضا يقدر يجيب جول 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 رضا عبد العال والله. الله، على فكره ده ماتش اهلي وزمالك، واللي بيعلق ده مين؟ العظيم وكابتن النادي الاهلي السابق كابتن ميمي الشربيني، وده جول للزمالك. سمعني كده تاني قال ايه وعمل ايه؟ سمعني كده سمير معلش. يلا هتعرف تسمعني؟ وطاهر وبيشوط كورة حلوة وطاهر جول جول، مش ممكن مش ممكن، في الوقت القاتل في الوقت القاتل طاهر أبو زيد يعيد اكتشاف نفسه النادي الأهلي. آخر ماتش في المستوى عصام مرق، رضا عبد العال بيفوت بمهارة كويسة قوي، رضا أهو ده رضا اللي إحنا عارفينه بيفوت كويس وفتح سكة ولعبه حلوه جدا ناحيه اليمين والغندور انما وترول رضا يقدر يجيب جول
العال، رضا عبد العال، والله لسه بقول لكم، لسه بقول لكم، وباشا ثانيه، وباشا ثانيه رضا عبد العال. سمعنا ولا ما سمعنا صوته زعلان؟ حد يصدق ان ده كابتن النادي الاهلي؟ ولكن لانه كانت سمه هذا الجيل من المعلقين الحقيقه كلهم كانت ناس محترمه، ودلوقتي طبعا في ناس محترمه كتيره جدا جدا، وفي ناس فوق دماغنا من فوق، ولكن انا بتكلم ان البعض ساعات بيتجاوز او ساعات بيعمل حاجات ما كانش من المفترض ان هو يعملها. ولكن انا بسمع حضراتكم ليه؟ علشان احنا في فتره مهمه جدا في البلد، احنا دلوقتي في فتره مهمه جدا 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 في مصر، داخلين على بطوله امم افريقيا، وداخلين على معترك مهم جدا جدا جدا، معترك رياضي يعني مهم جدا جدا جدا. فعشان كده مش عايزين حد يخش في النص، مش عايزين حد يخش يعمل كلمه كده كلمه كده. كل الناس محترمه وكل الناس على دماغنا من فوق، ما فيش اي مشكله خالص والله، ولا اقصد شيء. ولكن انا دايما وانا بتكلم مع حضراتكم بتكلم بمنتهى الصراحه، بتكلم من جوايا، بتكلم اللي انا حاسه، بتكلم اللي انا شفته، بتكلم الناس اللي انا اتفرجت عليها، والناس اللي انا سمعتها، والناس اللي انا بحبها. والتعليق عنصر مهم جدا، وعندنا مصريين دلوقتي موجودين عظماء، عظماء طبعا. انا مش هتكلم على اسماء لانه الاسماء كثيره جدا ومهمه جدا، ولكن اهلاويه وزملكاويه بالمناسبه، شوفوا انا بتكلم ازاي، اهلاويه وزملكاويه، ومعروف ده مين اللي هو اهلاوي، ومعروف ان مين ده زملكاوي. عندنا منهم محترمين جدا جدا جدا، ولكن البعض الاخر يعني. فخليني اقول لحضراتكم ان الامور، وبعدين الامور بقت سهله قوي دلوقتي، قوي الامور ما بقاش في اسهل منها. اقلب الريموت، الريموت سهل، في القناه الصوتيه الاولى، القناه الصوتيه الثانيه، القناه الصوتيه الثالثه. انت زمان كنت مضطر، على الرغم من جمال الصوت اللي كان بيزهزه من شويه ده كابتن ميمي الشربيني، ومن قبله الله يرحمه كابتن حماده امام، بيزهزه، تحس كده ان انت بتسمع موسيقى وهو بيعلق على جون الصفاقسي. جون الصفاقسي ده انا كنت في الملعب، الناس قالت لي قد ايه احنا حسينا بان انتوا مبسوطين ازاي، والفرحه وكل حاجه حسيناها مضاعفه بتعليق الكابتن حماده امام في ماتش الاهلي والزمالك اللي امام حضراتكم ده. الاهلي جاب جون، الزمالك جاب جون، شوفوا بص اتعمل ايه وقال ايه كابتن ميمي الشربين. هذا هو التعليق، هو ده اللي دايما بنتكلم عنه، هو ده دايما اللي احنا عايزينه، هو ده دايما اللي احنا بنفكر فيه كأهلوية، ان احنا ما عندناش مشكلة مع حد خالص. فعشان كده بقول لحضراتكم الموضوع بسيط جدا جدا، وللاعبين اللي بيتفرجوا عليا انا بقول لهم يا جماعة الموضوع ما فيش مشكلة، لو المعلق الفلاني اللي في الدوري المصري بيقول عليك كذا 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 كذا، اثبت له من خلال الملعب ان اللي بيقوله ده غلط. والناس بتشوف كويس. عفوا، الناس بتشوف كويس. معلق في الدوري المصري في اي قناه من القنوات اللي بتشتغل فيها الدوري المصري وبيقول ان اسلام ده ما بيعرفش يرفع اوفر، لا ارفع اوفرين ثلاثه ووري له ان انت بتعرف ترفع اوفرات، ما ياثرش عليك بشكل سلبي ابدا. وخدوا بال حضراتكم برضو، انا بتكلم عن اللاعبين ولكن بتكلم عن الجمهور. الجمهور مهم جدا جدا جدا، لا يؤثر فيكم اي تعليق سواء مصري او غير مصري، لا يؤثر في اي شيء. الموضوع بسيط جدا، بص واضحك او اسمع واضحك او غير. لو انت مش عاجبك تعليق اسلام، خش على تعليق محمد، مش عاجبك على تعليق محمد، خش على تعليق الـ اي حد تاني. فهو ده اللي لازم يحصل خلال الفتره اللي جايه، خلينا نعدي الامور بشكل سلس، مش لازم كل حاجه نبقى بنقول اصل ده تبع ده بيشجع الاهلي ولا ده بيشجع الزمالك ولا ده بيشجع الاسماعيلي ولا ده، لا خلي الامور تعدي، واللي عايز يقول حاجه يقولها. ما هو النادي الاهلي بيتاثر؟ هو النادي الاهلي بيتاثر؟ ما بيتاثرش، وعمره ما هيتاثر في حياته، في تاريخه كله، مش في حياته، في تاريخه كله النادي الاهلي مش هيتاثر، لان النادي الاهلي 40 دوري، 40 دوري، تخيل بقى كده، عد 1 2 3 4 لغايه لما توصل ل 40، عد بقى كده، عد ورايا، عد لغايه لما توصل ل 40، اللي بيعرف يعد بقى يعد ورايا لغايه لما يوصل ل 40. الكاس، البطولات الافريقيه، السوبر الافريقي، السوبر المصري، كتير قوي. فخلي الامور تعدي يا جماعه، الدنيا سهله والدنيا بسيطه، ما فيش اي مشكله خالص، والكل بيحاول من وجهه نظره. دايما انا بقول كده لكل واحد، كل واحد في الدنيا دي له وجهه نظر
في الكلام اللي هو بيقوله واللي هو عايز يقوله. اه طبعا المفروض ان انت لما تطلع على الشاشه او بتخاطب ملايين فلازم ان انت تتكلم في دايما بحياد. فعشان كده انا بقول لحضراتكم خلي الموضوع يعدي. معلش انا طلعت بره الموضوع المباراه شويه، ولكن حاولت بس ان انا اتكلم مع حضراتكم في موضوع المعلقين ده، لان انا في لعيبه كتيره بتكلمني بتقول لي اصل فلان الفلاني ده دايس عليا شويه. مفيش مشكله يدوس، خليه يدوس. اصل جمهور كذا، جمهور من النادي الاهلي يقول لي في كذا، جمهور من كذا يقول لي كذا. لا كبر دماغك، سهل جدا، الريموت موجود دلوقتي، اقلب القناه الصوتيه مفيش مشكله. ابسط حاجه، لو في حد مضايقك، لو في معلق مضايقك، اقلب الموضوع، بسيطه جدا. طيب نرجع تاني لمباراه النادي الاهلي، مباراه مهمه جدا الحقيقه مع فيتا كلوب، فيتا كلوب الكونغولي، ومباراه صعبه زي ما قلت لحضراتكم. وخدوا بال حضراتكم دوري ابطال افريقيا بيمثل اهميه كبيره جدا جدا لحضراتكم كجمهور وللاعيبه النادي الاهلي وللجهاز الفني والمجلس الاداره، كل من ينتمي للنادي الاهلي هذه البطوله تمثل شيء كبير جدا جدا جدا. خلينا طبعا بقالنا كتير ما خدناش هذه البطوله، احنا بالنسبه لنا 3 4 سنين ده كتير بالنسبه لنا كاهلاويه، من 2013 ل 2019 ست سنين ما خدناش البطوله، كتير بالنسبه لنا كتير، مع ان احنا وصلنا نهائي مرتين ولا مش عارف ثلاث مرات، لكن مرتين، لكن في النهايه ان احنا نوصل للنهائي وما ناخدش البطوله ده بالنسبه لنا هزيمه. فعشان كده بقول لحضراتكم مباراه صعبه، مباراه مهمه، ولكنها في النهايه هي مباراه يستطيع كل لعيبه النادي الاهلي وكل الجهاز الفني ان هم يقولوا لمصر كلها وللعالم وفي افريقيا كلها ان احنا قادرين ان احنا نفوز بهذه البطوله. خلينا نطلع نشوف تقرير عن البطوله الافريقيه والبحث عن اللقب التاسع في هذا التقرير. لا صوت يعلو فوق صوت دوري أبطال إفريقيا في نسخته الجديدة داخل أروقة النادي الأهلي، لما لهذه البطولة من أهمية كبيرة للمارد الأحمر الذي يحمل الرقم القياسي لها بعد تحقيقه لثمانية ألقاب متقدما على أقرب منافسيه بفارق كبير. هناك علاقة قوية بين جماهير المارد الأحمر والأميرة الإفريقية التي تعشق الأهلي وجماهيره، فهي دائمة التواجد في خزائن دولاب البطولات للأحمر والممتلئ بالألقاب المختلفة، فما من بطولة يشارك فيها إلا ويحقق منها الألقاب الإفريقية على المستوى المحلي والقاري. أهمية البطولة الإفريقية لدى الأهلي وجماهيره كبيرة نظرا للمردود الطيب الذي سيجنيه المارد الأحمر من وراء التتويج بالأميرة الإفريقية يونيو المقبل، حيث يقام نهائي البطولة والتي يأتي في مقدمتها استعادة اللقب الغائب عن دولاب البطولات للفريق الأحمر منذ عام 2013، خاصة أن الأهلي كان قريبا جدا من حصد آخر بطولتين بعد بلوغه النهائي، لكن سوء التوفيق حالف الفريق. الفوز بالأميرة السمراء سوف يجعل الفريق يعود للمنافسة بقوة على لقب الفريق الأكثر تتويجا في العالم، حيث يحتل الأهلي المركز الثاني حاليا بعد ريال مدريد، متقدما على أندية عريقة في الدوريات العالمية مثل برشلونة وميلان الإيطالي. المارد الأحمر في هذه النسخة يضع أمامه منصة التتويج بعيدا عن أي عراقيل قد تقف أمامه من كافة الجوانب، خاصة أن الجماهير الحمراء تضع آمالا كبيرة على هذا الجيل من اللاعبين من أجل عودة أسد إفريقيا بقوة لمكانه على رأس أي بطولة. We'll be right back.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بعد هذا التقرير عن اهميه البطولات الافريقيه او الاميره الافريقيه كما سماها التقرير، الناس كلها مستنيه البطوله الافريقيه، الناس كلها مستنيه مباراه بكره. عشان كده تم اتخاذ قرار النهارده ان احنا نبقى متواجدين مع حضراتكم لمده اربع ساعات. اوعوا تفتكروهم كتير، ده اربع ساعات دول احنا يعني عمالين نلملم من هنا ومن هنا عشان نقول لحضراتكم ومن كل حته في مصر، وهتشوفوا دلوقتي كلام مهم جدا 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 من نقاد رياضيين ومن حضراتكم وانتم موجودين في الكافيهات وفي الشوارع بتقولوا ايه على مباراه النادي الاهلي. عندنا حلقه رائعه الحقيقه، اتمنى ان هي تعجب حضراتكم. احنا اجتهدنا فيها كتير عشان حضراتكم دايما تبقوا قاعدين امام شاشه قناه النادي الاهلي، وبنحاول على قد ما نقدر نجيب لحضراتكم كل اخبار النادي الاهلي او بعثه النادي الاهلي، لان مباراه بكره بالنسبه لنا هي مباراه مهمة جدا جدا. كل المباريات مهمة جدا، ولكن المباراة بكرة فيها تكة كده قد ايه ان انتوا كجمهور مستنيين هذه المباراة، وقد ايه اللعيبة بالمناسبة مستنيين هذه المباراة. اللعيبة كلها مستنية هذه المباراة، اللي مصاب واللي مش مصاب واللي كويس واللي مش كويس، وكل الناس كل الناس الحقيقة مستنية هذه المباراة. خلينا ناخد بعض الأخبار. بعثة النادي الأهلي، كابتن الخطيب بيطمئن على بعثة الأهلي في الكونغو. كابتن محمود الخطيب طبعا كلم كابتن أو أستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي واطمن منه على بعثة النادي الأهلي. كابتن الخطيب طبعا نقل كل تحياته لكل الفريق وثقته الكبيرة والكاملة في الجهاز الفني وكل اللاعبين العشرين المتواجدين في بعثة النادي الأهلي. أيضا النادي الأهلي بيطالب بزيادة التأمين لمباراة فيتا كلاب، زي ما حضراتكم عارفين وإحنا بنتكلم معاكم اهو بعض اللقطات للأتوبيس وهو رايح التدريب خلال النهاردة. الحقيقة دكتور خالد اهو مع هشام، وهنطمن برضو بعد قليل هجيب لكم كريم أحمد مراسلنا من الكونغو عشان يقول لنا ايه اخبار هشام محمد، هل هيلحق بكره ولا مش هيلحق. كابتن محمد يوسف زي ما حضراتكم شايفين، الاهلي برضو بالمناسبه زي ما قلت لكم بيطالب بزياده التامين لمباراه فيتا غدا. طلب قنديل المنسق الامني للمباراه تعزيز الاجراءات الامنيه اثناء تحركات الفريق من والى ملعب المباراه، اللي هو اليوم اللي كان يوم التمرين وغدا ان شاء الله اللي هو يوم المباراه. من جانبه اكد المنسق المباراه ان طلب النادي الاهلي بزياده التامين امر طبيعي، وسيتم مخاطبه نادي فيتا والاتحاد الكونغولي والكاف لتعزيز الاجراءات الامنيه بدءا من اليوم لتفادي اي ازمات تتعرض لها بعثه النادي الاهلي، خاصة في تنقلتها من فندق الإقامة لملعب المباراة. أيضا أعلن الجهاز الطبي للنادي الأهلي والجهاز الفني جاهزية عمرو السولية لمباراة فيتا، هل هيلعب ولا مش هيلعب؟ ده برضو لسه هنعرفه بكرة. هشام محمد يغيب عن مران النادي الأهلي، غاب النهاردة هشام محمد عن مران النادي الأهلي، وجاء غيابه وفقا لرؤية الجهاز الفني بسبب شكوى اللاعب من آلام في باطن الركبة، وهو ما دفع الجهاز الفني لتحديد برنامج خاص للاعب حتى لا تتفاقم الإصابة. آخر حاجة كانت في مران النادي الأهلي أو في مران النادي الأهلي النهاردة كانت التدريب على الكرات العرضية، كان موقف اللعيبة اللي على الأجنحة والباكات وبيقول لهم يلعبوا كرات عرضية، والمهاجمين وليد أزار ومروان محسن وجونيور أجاييه كانوا بيحاولوا يحرزوا أهداف من خلال الكرات العرضية. الأخبار بقى الطبيعية أن الأهلي كان بيواجه أو سيواجه الرطوبة في كينشاسا بالمياه والعصائر. دايما الرطوبة دي حلها إيه؟ أن أنت تاخد مية كتير وعصائر كتير، ده دايما اللي احنا كنا بنشوفه في أفريقيا. كابتن سيد عبد الحفيظ بيطمئن من طبيب الأهلي على حالة اللاعبين، وطمأنوا الحقيقة استثناء هشام محمد، ولكن كل لاعبي النادي الأهلي في جاهزية تامة لمباراة غدا. والحقيقة احنا خلاص بقى اتعودنا الفترة اللي فاتت، هشام بيطلع هشام بيخش، السولية بيطلع السولية بيخش، حسام عاشور بيطلع حسام عاشور بيرجع تاني. في النهاية النادي الأهلي بمجموعة اللاعبين اللي متواجدين دلوقتي احنا ما يهمناش أي أسماء، كلهم أسماء محترمة وأسماء كبيرة جدا في من الناحية الفنية. أي حد يبقى موجود لازم يؤدي بنسبة 100% في هذه المباراة، لأنها زي ما قلت لكم مباراة مهمة جدا ومباراة مفصلية بالنسبة للنادي الأهلي. بكرة النادي الأهلي سيواجه فيتا كلاب بالزي الأحمر، يعني أصفر الاجتماع الفني اللي عقد اليوم على أن النادي الأهلي سيرتدي زيه التقليدي
الأحمر والأبيض والجوارب أو الشراب الأبيض الأحمر على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر بالكامل، في حين يرتدي المنافس الزي البترولي والطاقم الأخضر بالكامل للحارس، على أن يتم حضور الفريقين إلى ملعب المباراة قبل بدايتها بساعة ونصف. طيب خلينا بقى نطمن على بعثة النادي كينشاسا من مراسلنا كريم أحمد اللي موجود دائما في قلب الأحداث. كريم ازيك وحمد لله على السلامة. تجدد تحية ليك كابتن اسلام الشاطر، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان كالعاده من خلال شاشه قناه النادي الاهلي وملعب الاهلي بننقل كل اخبارنا وكواليس بعثه فريق النادي الاهلي، استعدادات مكثفه لمواجهه فيتا كلوب الكونغولي غدا ان شاء الله في تمام الخامسه مساء بتوقيت الكونغو، السادسه مساء بتوقيت القاهره. كل الامور ان شاء الله تكون في مصلحه فريق النادي الاهلي، حاله من التركيز كعاده كل اللاعبين، الجهاز الفني يمكن فارض سيطره كبيره، حاله اللاعبين في قمه التركيز ان شاء الله، ويمكن بنقول يمكن من دي من اهم المراحل في بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي، يكون اللاعبين موفقين. ايضا كمان يمكن لو بنتكلم بشكل عام كابتن اسلام على حضور الجماهير الملعب ايضا اللي يستقبل المباراه ترتان او نجيله صناعي، لكن كل الامور دي ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يتخطاها بشكل كبير. بالفعل يمكن سالنا يمكن معالي السفير حمدي شعبان اللي من خلالك كابتن اسلام بنوجه له كل الشكر والتقدير، كابتن سعد عبد الحفيظ والاستاذ طارق قنديل طبعا عضو مجلس الاداره ورئيس البعثه يمكن اكيد في تواصل مستمر معهم سواء من الحاله التامينيه ايضا كمان كل الامور الخاصه بيه، الترتيبات الخاصه بيه، الانتقالات الخاصه بيه ايضا فندق الاقامه، كل الامور ان شاء الله تكون على ما يرام الفريق للنادي الاهلي، ينقصنا ان شاء الله كل التوفيق. النهارده ايضا كمان اختتم النادي الاهلي تدريباته الاخيره على ملعب الشهداء ليستقبل مباراه الاهلي وفيتا كلوب الكونغولي، الملعب بيتسع ل 80,000 مشجع يكونوا متواجدين وفي ازدياد كمان يا كابتن اسلام. لكن من الاشياء اللي كانت مهمه جدا وبالفعل يمكن كابتن احمد فتحي كابتن فريق النادي الاهلي كان حاضر مؤتمر الصحفي اليوم، اتسال هيكون الاستاد مليان الجو العوامل طبعا الخاصه بالحراره الرطوبه ارضيه الملعب، كانت طبعا اجابات بقيمه احمد فتحي، قال النادي الاهلي لعب قبل كده في ترتان اكثر من مره، الجمهور مش هينزل يلعب قدام النادي الاهلي، مركزين وعندنا هدف ان احنا نحقق هذه البطوله ونحقق ايضا كمان الفوز باذن الله يكون نتيجه ايجابيه لفريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. مع تاكيد كلام الكابتن احمد فتحي يدل ان كل الكلام ده مع اللاعبين، اللاعبين بتتكلم بشكل كبير يا كابتن اسلام في احاديث جماعيه وثنائيه، وايضا الجهاز الفني بيقوم بدور كبير جدا من الجانب النفسي وتحفيز اللاعبين ان شاء الله باذن الله. باذن الله مع فريق النادي الاهلي ومع التركيز اللي احنا بنشوفه في التدريبات في فندق الاقامه ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي موفق وتكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي. لكن اكيد الامر اللي حابين نطمن بيه كل جمهور النادي الاهلي النهارده كمان عمرو السولية بناكد جاهزيته النهارده، شارك بكل قوه في التدريب، وامس ايضا كمان عمرو السولية واحد من العناصر الاساسيه والركائز الاساسيه ان شاء الله فريق النادي الاهلي، طمنا عليه من طبيب النادي الاهلي خالد محمود ان شاء الله فنيا وبدنيا وطبيا جاهز عمرو السولية ان شاء الله الدفع بيه من عدم، ودي رؤيه فنيه طبعا ليه مستر مارت لاسارتي المدير الفني والجهاز الفني بالكامل. ايضا كمان هشام محمد، يمكن هشام محمد النهارده ما شاركش يا كابتن اسلام في التدريب، سالنا ايضا وطمنا من الجهاز الطبي هشام يمكن عنده حاجه في بطن الركبه، يمكن الم بسيط جدا في بطن الركبه ان شاء الله باذن الله يكون غدا متواجد، لكن عدم تدريبه النهارده من الواضح ان اكيد مش هيكون في التشكيل الاساسي لفريق النادي الاهلي، نظرا ايضا كمان لعدم خوضه التدريب الاخير والرئيسي النهارده في ملعب الشهداء. غدا هبان طبعا كل الامور، لكن من الواضح ان رامي ربيعه كل دور كبير مستر مارتن النهارده من خلال الكواليس اللي احنا بنشوفها في التدريبات، شفنا مستر مارتن بيتكلم مع رامي ربيعه، من الواضح ان رامي ربيعه كل دور، احمد فتحي ايضا كمان من الواضح ان هيكون له دور، لكن النهارده كان في اخفاء كبير جدا لمعالم التشكيل نظرا لفتح الميديا النهارده، الميديا كل الميديا اللي كانت موجوده في الكونغو كلها موجوده النهارده طبعا ربع ساعه حسب اللوائح الخاصه بالبطوله الافريقيه، بعد ربع ساعه مباشره تم مغادره الجميع كل القنوات وكل الصحفيين طبعا المتواجدين في اهتمام اعلامي بشكل كبير جدا يا كابتن اسلام لقيمه النادي الاهلي وايضا كمان أهمية هذه المباراة. فيتا كلوب من الفرق المميزة، مستر مارتن اتكلم مع اللعيبة أكثر من مرة، الجمهور والأجواء وكل الأمور دي لابد إن احنا نتجنبها ولابد إن احنا نتخطاها، عندنا هدف إن احنا نحقق إن شاء الله الهدف وبإذن الله يكون الهدف من نصيب النادي الأهلي والتحقيق الفوز، ثلاث نقاط إن شاء الله يساعدونا خطوة خطوة بإذن الله نتأهل للدور القادم وبإذن الله تكون البطولة من نصيب النادي الأهلي. النهاردة يمكن خلاص بعد لحظات العشاء دلوقتي في هذه اللحظات يا كابتن إسلام بعديها على طول بخلال ربع ساعة تكون محاضرة فنية أخيرة للجهاز الفني بقيادة مستر مارتن لاسارتي المدير الفني للوقوف على كل ملامح التشكيل وايضا كمان الثغرات ونقاط القوه والضعف اللي متابعها بشكل مستمر للجهاز الفني من خلال محاضرات الفيديو، سواء الجهاز الفني بيجتمع بشكل منفرد يتابع المحاضرات وايضا كمان
المحاضرات الخاصه بلاعبي النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله على قلب الراجل واحد اللاعبين عهدنا بيهم اكيد، وثقتنا الكبيره هي اللي بتخلينا عندنا امل في كل المباريات ان احنا نشوف اداء اكتر من كده، ونشوف حماس ونشوف اصرار وجديه. وشخصيه النادي الاهلي يا كابتن اسلام وروح الفانيله الحمراء هي دي اللي بنروح عليها، وبالفعل لعيبه النادي الاهلي في كل مباراه بتزيد الروح وبيزيد الاداء، وبالفعل بنشوف شخصيه النادي الاهلي في الملعب. ان شاء الله يكون موفق النادي الاهلي، طاقم التحكيم ايضا كمان يكون موفق، كل الامور وكل الظروف لفريق النادي الاهلي ان شاء الله تصب في المصلحه النهائيه، والنادي الاهلي ان شاء الله يعود من الكونغو بثلاث نقاط هيساعدوه وايضا كمان يسعدوا كل جمهور النادي الاهلي. من خلالك يا كابتن اسلام ومن خلال الملعب الاهلي اكيد لحظه بلحظه هنكون معاكم من لقاءاتنا طبعا هنا، سواء مع الجهاز الفني مع الجاليه المصريه المتواجده هنا، تدريبات طبعا بشكل حصري على شاشه قناه النادي الاهلي، كل الاخبار والكواليس ان شاء الله تكون مع جمهور النادي الاهلي على شاشه قناه الاهلي. عوده ليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا كريم على كل هذه المعلومات. الحقيقه الكلام اللي قاله كريم النهارده او من شويه، رامي ربيعه واحمد فتحي، رامي ربيعه واحمد فتحي اتنين تقال جدا، اتنين تقال من الناحيه الفنيه يعني في الملعب، وجودهم في الملعب اعتقد سيؤثر بشكل كبير جدا بشكل ايجابي كبير جدا على النادي الاهلي. ان هو يقعد يتكلم مع رامي ربيعه، يقعد يتكلم مع احمد فتحي، اكيد هيكون لهم دور. ايه هو الدور؟ النهارده في فقره فنيه هنتكلم فيها مع ضيوفنا الكبار عن ماذا سيحدث في مباراه غدا، ومن وجهه نظرهم مين اللي ممكن يبقى متواجد، مين اللي هيلعب، مين اللي مش هيلعب. كلام النهارده مستر مارتن لاسارتي مع رامي ربيعه واحمد فتحي، ايه الموضوع؟ هل ممكن نلاقي احمد فتحي في وسط الملعب جنب كريم نيدفيد ويخاف مثلا يدفع بالسوليه خصوصا بعد غياب طويل؟ ما احمد فتحي برضه غايب غياب طويل. اسئله كثيره جدا ممكن نسالها لنجومنا الكبار ان شاء الله اللي هيكونوا معانا في فقره من الفقرات القادمه. زي ما قلت لكم احنا مع حضراتكم النهارده من الساعه 9 لغايه الساعه 1، كل ما يحدث داخل او كواليس النادي الاهلي هنقول لكم عليها. وطيب من ضمن هذه الكواليس خلينا نطلع نشوف ماذا قال الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي عن هذه المباراه ورئاسته لبعثه النادي الاهلي. اتفضل يا كريم. مستمرين معاك كابتن اسلام الشاطر، كل جمهور ومشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان هنا من الكونغو بالتحديد من فندق الاقامه لبعثه فريق النادي الاهلي اللي اكيد منتظرين بكل شغف كل الجمهور مواجهه الاهلي وفيتا كلاب الكونغولي في بطوله دوري ابطال افريقيا. لكن ترتيبات على اعلى مستوى سواء من رئيس البعثه الاستاذ طارق قنديل وايضا كمان معالي السفير حمدي شعبان الكابتن سيد عبد الحفيظ، كل الامور دي هنحاول طبعا نعرفها من عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ طارق قنديل. برحب بيك يا طارق في البدايه، وان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في ترتيبات كثيره وفي امور كثيره ينقصنا، كل التوفيق ان شاء الله في مباراه الغد باذن الله. برحب بيكم بالساده المشاهدين وتحياتي للكابتن اسلام الشاطر. الحمد لله قعدت النادي الاهلي في كل اموره يعني وبتبان قوي في الرحلات اللي زي كده، كل واحد عارف دوره فالدنيا بتبقى ماشيه الحمد لله بطريقه منضبطه جامد جدا. كالعاده في انضباط من الجميع، وربنا يسهل ان شاء الله وبتفوق توفيق ربنا في الماتش يعني. الرحلة كانت طويلة طبعا ومرهقة، الحمد لله كل الكلام ده يعني الفريق والبعثة تعدوا كل الحاجات دي الحمد لله. طبعا في رطوبة عالية وحرارة ومواعيد تدريب مختلفة مع الجانب الكونغولي، لكن الحمد لله في كل الأحيان الأمور ماشية كويس، وفي نفس الوقت في تعاون كامل من الجانب معالي السفير حمدي شعبان وطاقم السفارة. حاجه يعني بتدهش الجميع كمان ان جميع افراد البعثه نفسهم كل واحد بيقوم بادوار يعني ادوار يعني مش عايز اقول مبالغه، لا بتبقى زياده عن الدور بالظبط كده، زياده عن الدور اللي هو بيبقى مطلوب منه يعني اي حاجه فيها مساعده لاي حاجه بما في طاقم الاعلامي على فكره الحمد لله يعني قناه الاهلي وموقع الاهلي قايمين الناس كلهم بادوار كبيره جدا في مساعده البعثه كلها. فهو ده النادي الاهلي، فهي دي اللي بتخلي دايما بتبقى داخل على اي مرحله او ماتشات او يعني في اي منحنى بتتعرض له بتلاقي الحمد لله ان الامور ماشيه بسلاسه، وزي ما بيقول بيتوقع في النهايه توفيق ربنا يوم المباراه. بس عارف ان انت مقل في الاحاديث سواء على التلفزيون او في المداخلات مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، لكن فرصه ان انت معانا طبعا طارق بيرك كرئيس للبعثه، يمكن نقطه لفتت نظرك وهو الازدحام المروري والتامين كمان، يمكن حضرتك اتكلمت بشكل شخصي مع معالي السفير يكون في توفير زياده شويه هنا، يعني البلد يمكن صعب شويه التنقلات فيها، اكيد لفت نظرك
نظرك الامر ده طارق؟ هو حكي الاول بس بالنسبه للاقلال مع الاعتذار لاي مدخلات تلفزيونيه بتحصل او الكلام ده، ان احنا ما قدرناش نعمل كده، ان بتبقى يعني المفترض كله بيبقى مركز في الادوار المطلوبه منه، وبيهم الجميع في النهايه ان ان شاء الله كل ده بينتج عنه مكسب ان شاء الله ونتيجه كويسه تسعد الاهلاويه كلهم. طبعا في تأمين موجود، وكان الأول تأمين بسيط، فالراجل المسؤول الكاف جه قعد معايا وطلبنا تأمين إضافي، وطرحوا النهارده برضو الحمد لله في اجتماع الفني والأمني اللي كان موجود معهم. الأمور يعني ماشية كويس الحمد لله. طبعا البلد هنا زي ما احنا شفنا الاستاد كبير ومتوقع ان يتملي الاستاد كله، والبلد بحكم الحالة المادية اللي هي فيها فبتلاقي كل منصب على الحدث اللي موجود دلوقتي، يعني حتى واحنا ماشيين في بالعربيات واحنا في الطريق للملعب التدريب واحنا راجعين اكيد كلنا شفنا في اهتمام مبالغ ومغالب فيه من الناس موجوده في كونغو، ده حقهم. وفي نفس الوقت بس بنتمنى ان كل اللي تم الاتفاق عليه بالنسبه للظروف الامنيه للمباراه ان يكون على الطريقه المثلى اللي هو النادي الاهلي متعود عليها، استضاف ضيفه قبل كده في مصر بنفس الطريقه بنفس التامينات بنفس وجود الجمهور بتاعه اللي كان موجود. الحمد لله برضو طلبنا من يعني منهم ان جميع افراد الجاليه المصريه، هو مش كبيره هنا يعني حوالي 200 واحد تقريبا، يعني ان هم يكونوا موجودين في ملعب الاستاد وقت الماتش، وبيجي بعض منهم يعني مجموعه قليله كده تحضر التدريب، فان شاء الله ينتج كل ده يبقى في زي ما بقول لحضرتك توفيق من ربنا ان شاء الله يوم المباراه. لكن كل المجموعه الباعثه بالفريق حاله انضباطيه الحمد لله يشهد ليها للنادي الاهلي في طريقته واسلوبه في بعثاته في ماتشاته في كل الامور اللي بتضرب بيها من خلال الامور دي. يعني يمكن بصدد مباراه بطوله افريقيه، لكن تتفق معايا طارق بين ان المرحله دي من اهم المراحل على فريق الكوره سواء في البطوله الافريقيه وفي بطوله الدوري، النادي الاهلي في بطوله الدوري بخطوات ثابته باداء بنتيجه مع مستر مارتن، وايضا كمان في البطوله الافريقيه مرحله مهمه جدا محتاجه تكاتف من جميع اللاعبين، وده اللي بيتم فعلا طارق بيه. برضه الحمد لله في الجينات الاهلاويه وجينات المسؤولين وكل افراد الكوره وخلافه ان كل المراحل مهمه، كل المراحل اللي بيمر بيها النادي الاهلي مهمه، لان النادي الاهلي بيشترك تقريبا في كل البطولات، وفي كل البطولات مطلوب من النادي الاهلي ان هو لازم يبقى نمره واحد، هم اتربوا على كده، الحمد لله هو ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي انه في كل بطوله عايز هو المفروض هدفنا كلنا الرئيسي وهدف اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي وكل المشاركين ان الاهلي رقم واحد، هي دي اللي بيبقى الطموحات اللي موجوده، وفي نفس الوقت يعني ده تشالنج، يعني هو ده اللي دايما بيخليك تحقق في النهايه اي حاجات صعوبات، هو ده اللي خلى النادي الاهلي نادي القرن. يعني بالمناسبه يعني الاهلي ما بقاش، الواحد كل ما يجي بلد افريقيه بيحس بلقيه الاهلي ما بقاش نادي القرن بس ببطولاته، يعني بالارقام اللي اتعملت كبطولات، لا بقى نادي القرن بحاجات كتيره قوي بتحسها في كلام الافارقه عن النادي الاهلي. يعني لو بعيدا عن المنافسه اللي موجوده بين الاهلي وبين الفريق البلد هنا فيتا كلوب، هم بيتكلموا عن النادي الاهلي بعيدا عن الماتش ده اللي مع فريقهم ان الاهلي ده حاجه كبيره جدا وهو الاكبر في افريقيا، حاجه يعني الحمد لله مشرفه وبنحسها من الطقم الدبلوماسي، وحسينها من الطقم الدبلوماسي نفسه الموجود هنا من كلام الناس والمسؤولين عن النادي الاهلي. يعني قعدوا يعني قالوا لنا سواء من بتوع فيتا او بتوع مازيمبي ازاي النادي الاهلي شايفين النادي الاهلي في وضعه الطبيعي اللي هو الاكبر في افريقيا، وان هو نادي الحقيقي للبطولات والقيم واسلوبه، وده يعني الحمد لله برضه بيبقى اساسياته هو المظهر المشرف اللي على مدار عمر النادي الاهلي بيظهر فيه في اي منتديات او مباريات او خلافه. اخيرا يا طارق بيه لو باخد منك رساله لكل اللعيبه ان شاء الله كلنا بنتمنى لهم التوفيق باذن الله، بكره يكون التوفيق معانا، الجو كمان ان شاء الله يكون يعني اهدى من كده شويه، لكن كعضو مجلس اداره ورئيس البعثه تقول ايه لكل لعيبه النادي الاهلي قبل هذه المباراه؟ مش محتاج الرساله، الحمد لله كلهم عارفين ادوارهم وكلهم قمه الاستعداد، وبقول تاني في النهايه ربنا سبحانه وتعالى ندعوه بالتوفيق بكره ان شاء الله. ان شاء الله طارق بيه، وبكره باذن الله ان شاء الله بعد المباراه يبقى لنا معانا اللقاء، وان شاء الله يبقى فرحه مع كل اللعيبه باذن الله. يا رب ان شاء الله. شكرا.
كل الشكر والتقدير طبعا لعضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه الاستاذ طارق قنديل على هذه التصريحات. حاله من التركيز كبيره جدا يا كابتن اسلام، ان شاء الله تنصب وتنعكس علينا في المستطيل الاخضر. كل الامور ان شاء الله تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي اداريا ترتيبيا تنظيميا فنيا كمان، وهكون يمكن ده الجزء الاخير مع مستر مارتن اسارتي بيه المحاضره الفنيه الاخيره اللي هتكون عقب العشاء مباشره. يمكن وانا بتكلم حاجه دلوقتي كابتن اسلام انتهى بالفعل العشاء الخاص بفريق النادي الاهلي، لعيبه هتتوجه الى المحاضره الفنيه الاخيره ان شاء الله باذن الله يتم الوقوف على كل الامور الخاصه بالتشكيل، ملامح التشكيل، ثغرات القوه الضعف، كل الامور ان شاء الله باذن الله. والنادي الاهلي غدا يكون عائد بثلاث نقاط مهمين جدا يساعدوه في مشواره في البطوله الافريقيه. عوده ليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا كريم على المداخله الحقيقه الجميله وكلام الاستاذ طارق قنديل، الحقيقه كلام محترم جدا. وهم دول اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه دايما بيبقوا متواجدين في كل الاحداث، حتى لو كانت صعبه، حتى لو كان الطقس سيء والامور صعبه وكل حاجه، ولكن دايما الحقيقه يكونوا متواجدين. الحقيقه النهارده زي ما قلت لحضراتكم فقرتنا الاولى هتبقى مع دكتور طارق الادور. دكتور طارق الادور هتكلم معاه في اشياء كثيره جدا جدا تخص تاريخ النادي الاهلي وتخص ارقام كثيره للنادي الاهلي في البطولات الافريقيه. فقره مهمه جدا 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 مع واحد الحقيقه من الناس المتخصصه في هذه الامور، لانه الدكتور طارق زي ما قلت لحضراتكم متخصص، عارف هو بيتكلم في ايه وعارف بيقول ايه. الارقام اللي بيقولها هي ارقام النادي الاهلي واللي فات ايه اللي هيحصل، اللي فات ايه اللي حصل فيه واللي جاي ايه اللي هيحصل فيه. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل اول فقره مع حضراتكم النهارده دكتور طارق الأدور. السلام بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلوني أرحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقرة أو الفقرة الأولى في حلقة اليوم الطويلة الممتدة مع حضراتكم حتى الساعة الواحدة من صباح غدا إن شاء الله. دكتور طارق إزاي حضرتك؟ أهلا بيك، شرفنا ونورنا وببقى سعيد لما حضرتك تبقى معانا دايما. الله يخليك، وأنا سعيد بيك وسعيد بكل السادة المشاهدين. ربنا يخليك. يعني دكتور طارق خليني أبدأ مع حضرتك بالحديث عن أرقام النادي الأهلي خلال البطولات أو في دوري أبطال إفريقيا الحالي. الحقيقة النادي الأهلي طبعا إنجازاته في أفريقيا مكتوبة بأحرف من نور، وانت عارف إزاي النادي الأهلي قدر من فترة من أول بطولة حققها سنة 82 أنه يسطر إنجازات على المستوى الأفريقي، توج في نهاية القرن بلقب نادي القرن، ثم بعد ذلك تسيد الآن
القارة في تصنيف الأندية الإفريقية بفارق كبير جدا. لدرجة حاجة غريبة بقى هقولك عليها، مثلا لأول مرة لو الأهلي اللي هو المصنف الأول الآن إفريقيا بطل يشترك في بطولات أفريقيا خالص 8 سنين متتالية، وأقرب الملاحقين اللي هو النجم الساحلي كل سنة في السنين دي فاز بدور الأبطال وفاز بالسوبر وجمع النقاط كلها، برضه هيفضل الأهلي في المركز الأول برضه. يعني 8 سنين الأهلي لو ما بيشتركش خالص ما بياخدش ولا نقطة. انت عارف التصنيف ده بناء على نقاط مش على بطولات. انا مره قلتها هنا يا دكتور والله، قلت ايه بس طبعا ما كنتش بتكلم على البطولات الافريقيه، كنت بتكلم بشكل عام. احنا لو قفلنا النادي 10 سنين وبعدين رجعت فكرت كده قلت 15 سنه، وبعدين رجعت فكرت تاني قلت لا ده ممكن 20 25 سنه. لا انا بقول لك الدوري بقى 8 سنين 8 سنين، وبشرط ان كل سنه فيهم. اصل الاهلي المصنف الاول دلوقتي وراه النجم الساحلي في المركز الثاني، والترجي ثم مازيمبي ثم الزمالك، ده كده التصنيف. مازيمبي الرابع والزمالك الخامس. فده بناء على النقاط، عدد النقاط اللي بتحتسب من خلال المشاركه. تمام. وبرده حصل لبس كتير قوي في بين الجماهير الناديين، وانت عارف الجماهير الناديين دايما في بقى بيحصل كده يعني نوع من انواع المناطحه او المناقشه اللطيفه. يعني بعضها لطيف طالما بعدت عن الايه عن الالفاظ وكده. بعض يقول لك الالقاب، احنا بنحسب بالالقاب، يعني عايزين يحسبوا بالالقاب. فطبعا من الصعب ان انت في اي حته في العالم تحسب بالالقاب. ليه؟ لان قيمه او وزن بطوله زي دوري الابطال اكبر من وزن بطوله زي الكونفدراليه، او اكبر من بطوله زي من وزن بطوله زي كاس الكؤوس زمان، واكبر من بطوله زي السوبر اللي هي من مباراه واحده. من المستحيل ان انا اساوي بطوله زي السوبر الافريقي بتتلعب من مباراه واحده، وغالبا بيلعبها بطل ابطال الدوري على ملعبه، يعني كمان بيلعب في بيته مباراه واحده من 90 دقيقه قد تمتد ل 120 دقيقه اقصى حاجه. احسبها زي بطوله زي دوري الابطال بتلعب فيها 16 مباراه منهم 8 مباريات خارج ملعبك و8 مباريات على ملعبك، او بطوله زي الكونفدراليه مجمعه بطوله برضو طويله زي الكونفدراليه فيها 18 مباراه منهم 9 سفريات. يعني المصري السنه اللي فاتت لو وصل نهائي كان زمانه لعب 9 مرات بره ملعبه، عدد ضخم جدا. تخيل 9 سفريات و9 يعني ترتيب البطولات، البطوله دوري ابطال افريقيا في المركز الاول من حيث النقاط. لا في كل البطولات، اصل هي ايه حتى العالميه تقصد يعني. لا البطولات الافريقيه كتصنيف افريقي كانت بطولات زمان دوري الابطال والكؤوس كانت بتحسب باربع نقاط لما كانت النوك اوت. لما تحولت دوري الابطال الى نظام المجموعات اصبحت الفائز بيها بياخد 5 نقاط. مظبوط. طبعا كل في تسلسل في النقاط، اللي فايز كان بياخد 4 والنهائي ياخد 3، واللي وصل دور اللي قبل النهائي ياخد 2، واللي وصل دور الثمانيه ياخد نقطه. اما بقى دوري الابطال بقى زودوها نقطه، لان دوري الابطال فيها مجموعات وفيها عدد مباريات اكتر. المفروض ان اللي هي الاصعب. بالظبط. ان انت بتلعب ابطال الدوري في كل القاره. بعد كده كمان بعد 5 نقاط في ناس لسه لحد الان مش عارفه ان بداية من 2017 وهي البطولة اللي تم زيادة عدد الادوار فيها، اما بقت المجموعات من دور الستاشر بدل من دور الثمانية، زادت عدد نقاط الفائز باللقب الى 6 نقاط. يعني الوداد الفائز باللقب 2017 والترجي الفائز باللقب 2018 خدوا من خلال المشاركة دي بس 6 نقاط. يعني بطولة هي بطولة نفسها زمان كانت باربعة، لما بقى الدوري مجموعات من دور الثمانيه بقت بخمسه، بقت لما بقى الدوري مجموعات من دور الستاشر بقت بست نقاط. ليه؟ لان كل مدى ما انت بتزود صعوبه البطوله. مظبوط. بتزود عدد ادوارها. اما كانت دور الثمانيه من المجموعات بيبقى فاضل لك 2 نوك اوت بس، سيمي فاينل وربع فاينل. صح. دلوقتي بقت لما بقى المجموعات من دور الستاشر بتلعب مجموعات 6 مباريات، وبقى عندك نوك اوت دور ثمانيه، نوك اوت دور قبل النهائي، نوك اوت نهائي، يعني وبالتالي يعني ازدادت صعوبتها. ازدادت صعوبتها فبقت بتزود عدد النقاط. لكن بشكل عام النادي الاهلي يحمل 27 رقم قياسي على مستوى افريقيا، ويكاد ان انا اقول لك ان النادي الاهلي يملك كل الارقام القياسيه اللي مسجله في تاريخ بطوله افريقيا عدا رقمين فقط هما اللي مش بحوزه النادي الاهلي. يعني كل الارقام القياسيه غير الرقمين دول لا دكتور انت بس لا بتهول انت عشان انت يعني قاعد في لا 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 بتهول بالارقام لا والنبي يا دكتور بتهول. طيب يعني انا عايز اقول لك ايه الرقمين؟ ايه الرقمين؟ الهداف التاريخي لبطولات افريقيا على مستوى الانديه هو تريزور مابي مبوتو، لفتره كبيره كان الخطيب هو المتصدر بال 37 هدف بتوعه.
تريزور ما بينبوتو اللي لعب الاربع انديه افريقيه وسجل لها جميعا اهداف وصل ل 44 هدف يعني كسر رقم الخطيب بسبع اهداف. الرقم الثاني هو اقل عدد من الهزائم يتلقاها فريق على ملعبه وده مسجل للزمالك. الزمالك خسر على ملعبه خمس مباريات بينما الاهلي خسر على ملعبه تسع مباريات. عدا شيل الرقمين دول كل الارقام القياسيه للنادي الاهلي، اكبر عدد مرات من الفوز بدوري الابطال 8 مرات، يسبق تاني الاكثر فوزا اللي هو الزمالك ومازيمبي بكل فريق خمس القاب، الاكثر فوزا بكاس الكؤوس الافريقيه 4 مرات، يسبق المقاولين العرب تاني اكثر فرقه بكاس الكؤوس اللي اتلغت خلاص 3 مرات. النادي الاهلي اكثر فوزا بالسوبر وراء الزمالك هو 3 مرات. اكتر فريق عنده مجمل القاب افريقيه 19 لقب افريقي قبل على طول نادي الزمالك اللي عنده 9 القاب. النادي الاهلي هو الاكثر لعبا لعدد من المباريات في المسابقات الافريقيه بشكل عام، وصل النادي الاهلي في عدد مبارياته الى 348 مباراه، مفيش فرقه ثانيه 348 مباراه لعبت هذا العدد. الاكثر لعبا في دوري الابطال بشكل خاص لعب 268 مباراه، الاكثر تهديفا في كل البطولات الافريقيه بشكل عام اللي هو 519 هدف، الاكثر تهديفا في دوري الابطال بشكل خاص 406 هدف، والهدف رقم 400 للنادي الاهلي لو تذكر كان هدفه في مرمى شبيبه الثوره التعادل 1-1 كريم ندوي كان اول مره فريق يوصل ل 400 هدف هاي. وصعب جدا لان اللي بعديه على طول فارق عنه ب 102 هدف يعني صعب جدا يجوا حد يعني نقفل برضه 10 سنين ولا حاجه نقفل 10 سنين طبعا النادي الاهلي النادي الوحيد اللي عنده لعيبه تجاوزت حاجز ال 100 مباراه افريقيه على مستوى الانديه، ماليش دعوه بالمنتخبات، على مستوى الانديه يتصدرهم طبعا حسام عاشور 154 مباراه. وعلى فكره رقم حسام عاشور ده مني ليك كده ما تستناش بقى ما تقفلش 10 سنين، اقفل لك 200 سنه 200 سنه صعب جدا ان لعيب يلعب على المستوى الافريقي هذا العدد. ليه بقى؟ لان الخمس لعيبه اولا اللي وصلوا لنادي المئة بنسمي دايما اللعيب اللي وصل ل 100 مباراه افريقيه نادي المئة، اللعيب اللي جاب 100 هدف نادي المئة سميه نادي، هو مفيش نادي اسمه نادي المئة لكن يعني شكلا كده بنقول اللعيبه اللي تجميعا يعني مين بقى؟ حسام عاشور لعب للنادي الاهلي او لعب طول حياته للنادي الاهلي 154 مباراه، وراه وائل جمعه لعب للنادي الاهلي كل مباراته الافريقيه 114 مباراه، وراه عصام الحضري لعب للنادي الاهلي 91 مباراه ولعب 20 مباراه بره النادي الاهلي للانديه الاخرى فوصل ل 212 مباراه، فبرضه لعب للاهلي 212 ولا 112؟ 112 عفوا 112 مباراه. نعم. عندك كمان احمد فتحي لعب 91 مباراه للاهلي ولعب معاهم 17 مباراه خارج الاهلي للاسماعيلي طبعا. هو ما لعبش غير الاهلي والاسماعيلي على المستوى الافريقي، كان ابتدى الاول مع الاسماعيلي لما انتقل للنادي الاهلي لعب 91 مباراه. بس دول كلهم كل اللعيبه دي اللي هم بنقول الحضري وحسام عاشور وشادي محمد وائل جمعه واحمد فتحي خمس لعيبه كلهم ارتدوا قميص النادي الاهلي، ما فيش ولا لعيب تاني حتى تريزور مبوتو اللاعب التاريخي اللي سجل اكبر عدد من الاهداف عشان لعب في خمس انديه ما عداش حاجز ال 100 مباراه. فالخمس لعيبه ارتدوا قميص النادي الاهلي. من ضمن الاهداف الارقام القياسيه ان ما فيش مدير فني اكتر مدير فني حقق القاب افريقيه في التاريخ هو مين؟ طبعا معروف مانويل جوزيه، حقق اربعه دوري ابطال واربعه سوبر ثمان القاب. لا يوجد مدير فني لان بمنتهى البساطه بعيد عن الاهلي ثمان القاب دي ما وصلهاش اي حد الا الزمالك والنجم الساحلي، ما فيش حد وصل لهذا العدد من الالقاب وصل لها النادي الاهلي ال 19 لقب وراه على طول الزمالك 9 القاب ثم النجم الساحلي 8 القاب. معلش نعم كم لقب؟ 19 لقب في الاهلي اللي هم 8 دوري ابطال 4 كاس كؤوس بشكل عام يعني و 6 سوبر وواحده كونفدراليه. اللي بعده مين؟ اللي بعده الزمالك 9 9 19 9 يعني 19 9 ده لسه بدري على 19 9 الحاجه بقى الارقام الطريفه جدا وهو طبعا الخطيب هو ملك هذا الرقم، ان الرقم ده على فكره ما حدش كان يعرفه ولا حسبه، ان الخطيب في الفتره من ما بدا النادي الاهلي يلعب في بطولات افريقيا سنه 76 وعلى وجه التحديد امام مولوديه الجزائر
كان مباراة الذهاب بين الأهلي ومولودية ده خسر النادي الأهلي 0-3. لعبوا مع بعض مباراة العودة في القاهرة، فاز الأهلي بهدف محمود الخطيب اللي جابه من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة. دي كانت أول مباراة إفريقية سجل فيها الخطيب. حتى سنة من ده الكلام ده 76، حتى سنة 84 أما الأهلي بالصدفة لعب المولودية برضه وفاز عليه 3-1 والخطيب كان بيلعب لم يسجل، خرج وبمجرد ما خرج جت ضربة جزاء سددها وقتها طاهر أبو زيد وجابها. على مدى 8 سنين لم يشارك الخطيب في أي مباراة على المستوى الإفريقي إلا وسجل. على مدى 8 سنين 8 سنين اللاعب الوحيد. على فكرة في مباريات كتيرة الخطيب يعني الأهلي لعبها ما سجلش لكن الخطيب ما كانش بيلعب. إنما على مدى الفترة من 76 ل 84 لم يلعب الخطيب أي مباراة إلا وسجل فيها. في أرقام كتيرة جدا 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 موجودة، منها مثلا الأهلي أكثر فوزا خارج ملعبه، أكتر فرقة سجلت خارج ملعبها. صحيح النادي الأهلي السنة دي ودي بالمناسبة بقى لم يحقق الفوز، لكن كانت في فترة تاريخية وذهبية النادي الأهلي فاز فيها خارج ملعبه كتير جدا، اللي هي 2005 2006 2007 2008 وانت كنت موجود واحد من أبطال هذه المرحلة. النادي الأهلي كان في سنين زي 2005 خرج من البطولة ب 14 مباراة بدون خسارة أي مباراة. وكمان عمل ثلاث انتصارات خارج ملعبه، أكبر عدد من الانتصارات عملها النادي الأهلي أو عملها أي فريق في تاريخ أفريقيا بره ملعبه في بطولة واحدة هم ثلاث انتصارات. على فكرة النادي الأهلي السنة دي كان ممكن يحطم الرقم ده في بطولة السنة اللي فاتت، لأنه كان فاز في الدور التمهيدي على مونانا، وفاز في دوري المجموعات على تاون شيب رولرز، وفاز في دوري المجموعات التاني على الترجي. لو كان فاز في اي مباراه بقى وكان قريب من الفوز على الحريه خارج ملعبه، وكان ممكن يفوز على شباب القبائل بره ملعبه، لو اي مباراه كان فاز فيها اربع انتصارات خارج ملعبك في بطوله واحده ده انجاز لم يتحقق في التاريخ. عمله النادي الاهلي مرتين، منهم المره بتاعت 2005 اللي خرج فيها بدون اي هزايم. النادي الاهلي كمان في دوري ابطال افريقيا في 2005 دي كانت عظيمه جدا، كانت عظيمه في على فكره لو انت حسبتها بكل المعايير هي أعظم بطولة على مستوى دوري الأبطال يفوز بها أي نادي. أولا فريق ما خسرش خالص، فاز خارج ملعبه ثلاث مرات، وفاز على القوة الكبرى كلها تقريبا كل القوة الكبرى، نهاية طبعا بالمباراة النهائية النجم الساحلي. سيمي فاينل كان ديربي طبعا من أشهر ديربيات القارة، أهلي وزمالك اللي فاز بيه النادي الأهلي 2-1 و2-0 في المباراتين ذهابا وعودة. يعني كانت بطولة من نوع خاص، حتى المجموعة بتاعت النادي الأهلي كانت مجموعة نارية أنا فاكر في البطولة ديت. فعايز أقولك إن بكل المعايير كمان بقى في دوري الأبطال النادي الأهلي ليه إنجازات كبيرة جدا. من ضمن الأرقام المسجلة إن النادي الأهلي النادي الوحيد اللي قدر إنه يوصل لنهائي بطولة إفريقية في 6 سنوات متتالية. مش أي نادي تاني على فكرة. قدر نادي مثلا زي تي بي مازيمبي ياما كان اسمه انجلبير انه يوصل للنهائي 5 مرات في دوري الابطال، بس طبعا ده بقى ايه في بطولات 67 68 69 70 بطولات قديمه. انما النادي الاهلي 82 لعب نهائي وفاز بيه على كوتوكو، 83 لعب نهائي وخسره قدام كوتوكو، 84 لعب نهائي ابطال الكؤوس وفاز بيه على كانون ياويندي في النهائي، 85 لعب نهائي كاس الكؤوس امام ليفانس يونايتد النيجيري وفاز بيها، 86 لعب مع سجارة الجابوني في نهائي كاس الكؤوس وفاز بيها، 87 لعب تاني دوري ابطال النهائي امام المريخ السوداني وفاز بيها. يعني لعب نهائي في 6 بطولات الهلال قصدي عفوا الهلال السوداني انا قلت ايه المريخ لا الهلال معلش واحد مفيش في بيتها فست سنوات متتاليه بيلعب نهائي فاز منهم ب5 ألقاب. دي اكتر حتى على مستوى دوري الابطال، اكتر فرقه وصلت نهائي متتالي بشكل متتالي هو النادي الاهلي اما وصل نهائي بتاع 2005 اللي فاز بيه، 2006 اللي فاز بيه على الصفاقسي طبعا، 2007 اللي خسره قدام النجم الساحلي، و2008 اللي فاز بيه على كوتو سبور. 4 نهائي متتاليه فاز منهم ب3 ألقاب وده اكبر عدد من مرات الفوز بالنهائي. النادي الاهلي كمان فاز بلقبين متتاليين مرتين 2005 و2006 وفاز بلقبين متتاليين 2012 2013 طبعا اثناء توقف الكوره، ودي كانت من الانجازات الكبيره جدا للنادي الاهلي. البطوله المستحيله زي ما ان مفيش كوره
وقدر النادي الاهلي يفوز باللقبين متتاليين. مفيش نادي تاني عمل اتنين متتاليين مرتين، انما نجح نادي في عملهم مره واحده. انيامبا النيجيري مثلا أيوة عملهم مره واحده في 2003 و2004، فاز باللقب مرتين لكن ما عملهاش تاني. يعني يعني النادي الاهلي الوحيد اللي عملها مرتين. وثلاثة ده كان الاسماعيلي، انيامبا والاسماعيلي. انيامبا والاسماعيلي بالظبط اللي فاز فيه هناك 2-0 وهنا المباراه الكوميديه دي بتاعت الاسماعيلي ما لعبش ما تلعبش فيها 10 دقايق. ايوه بالظبط. يعني بالظبط. على فكره انا كنت عشان احلل المباراه ديت جبت الشوط الثاني كنت مسجله بالكامل، انا كنت معلق المباراه دي. ايوه فجبت الشوط الثاني بالكامل وعملته بنظام كره السله اللي هو النظام احتساب الوقت في اجمالي المباراه اللي هو غالبا في كل المباريات دلوقتي لو جبت 90 دقيقه هتلاقي اللي بيتلعب فعليا منهم الكره في الملعب ما بين 55 و 58 دقيقه. نعم. الشوط الثاني من المباراه ديت كان 8 دقائق. لا يعني 8 دقائق. الشوط الاولاني برضو خلي بالك كان في قصه، اصل انا كنت بلعب الماتش ده. ما هو مباراه بلعب النهائي ده اللي هي المباراه اللي فاز بيها الاسماعيلي 1-0 وكان خسران 0-2 2-0 هناك. وهناك النادي الاسماعيلي ما كان عنده حوالي 6 7 لعيبه ما بيلعبوش، ما بيلعبوش يعني. هنا في المجموعه فاكر انت في المجموعه انيامبا ده عمل ايه مع الاسماعيلي؟ كسبوا 6-1. 6-1 في المجموعه. ايوه مظبوط. تخيل يعني عندك بقى كمان من ضمن الـ 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 الحاجات اللي هي الارقام اللي هي يعني الكبيره اللي عملها النادي الاهلي ان هو نجح في انه يلعب 21 مباراه افريقيه دون ان يتعرض للخساره. والرقم ده كان مقرب له جدا الترجي، وصل ل 20 مباراه ووقف. الاهلي ما تعرضش للخساره من اول ما خسر مباراه المريخ السوداني. المريخ ده بقى مش هلال خلي بالك، ده المريخ. المريخ المره دي المريخ السوداني في دوري ابطال افريقيا، اما لعبوا في الدور الاول والنادي الاهلي خسر من المريخ في القاهره على فكره، وبعدين تعادل معاه بره ملعبه. من اول ما خسر في القاهره ديت وحتى في 2006 من 2004 ل 2006 لما خسر في مباراه دوري المجموعه امام الفريق التونسي وقتها 0-1، من المباراتين بين المباراتين بين الخساره دي والخساره دي لعب النادي الاهلي 21 مباراه افريقيه لم يتعرض للخساره في اي مباراه. الاكثر بقى واللي صعب جدا ان هو يتكرر تاني ان النادي الاهلي لعب 8 مباريات افريقيه دون ان تهتز شباكه. من هدف حازم امام في مرمى النادي الاهلي سيمي فاينل 2005 اهلي وزمالك كانوا بيلعبوا سيمي فاينل 2-1 و2-0 ماتش 2-1. كان شادي اللي ماسك، شادي محمد اللي كان ماسك حازم امام الماتش ده، فاكر الماتش ده. وجوزيه طلع ايه مش عايز اقول لك عمل فيه ايه بعد الماتش. على فكره فلافيو ضيع ضربه جزاء وهي 2-0. كان من جول حازم امام ده لغايه هدف بتاع النادي الصفاقسي في المجموعه 8 مباريات النادي الاهلي ما جاش فيه ولا هدف. مفيش اي فرقه تانية تمكنت من انها تحتفظ بشباكها نظيفه 8 مباريات منهم 4 مباريات خارج الديار الا النادي الاهلي. ودي طبعا انا قلت كده تقريبا 21 رقم من 27 رقم، فيعني في ارقام تانية كتير قوي للنادي الاهلي. هنكمل بقيه الارقام يا دكتور، ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن النادي الاهلي ملك افريقيا. ليست مجرد شعارات يرددها الملايين من الجمهور ولا مجاملات يتناقلها عاشقوه ومحبوه في الداخل والخارج، لكنها الحقيقة الراسخة في أعماق التاريخ ووجدان الحاضر، حقيقة يعرفها القاصي والداني في القارة السمراء بل في العالم أجمع، حقيقة تقول إن الأهلي هو ملك إفريقيا. فالعملاق الأحمر يحتفظ بسجل تاريخي لا يملكه سواه من أندية القارة السمراء، للدرجة التي أصبح معها الأهلي هو ملك إفريقيا وسيدها بلا منازع. حصد الأهلي 8 ألقاب في دوري أبطال إفريقيا، هو رقم كبير لم يحققه سواه، لذا ليس غريبا أن ينصب الجميع الأهلي على عرش القارة الإفريقية، وأن يصبح الفريق الأهلاوي هو المرشح الأول والأبرز لكل بطولة إفريقية يشارك فيها مهما كانت معاناته من الإجهاد أو الإصابات أو غيرها من المطبات
التي قد تبعد أي فريق عن منصة التتويج الإفريقية، لكن الوضع يختلف دائما مع الأهلي الذي يمتلك الروح والحماس والمقومات التي تضعه دائما في مصاف الكبار إفريقيا وربما عالميا. يواصل الأهلي هذا الموسم منافساته ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ورغم الظروف الصعبة التي عانى منها على خلفية الإصابات الشرسة والغيابات وغيرها، إلا أن المارد الأحمر يبقى هو المرشح الأوفر حظا للتتويج ببطولة إفريقيا هذا الموسم للمرة التاسعة في تاريخه. لغة الأرقام تؤكد أن الأهلي حصد 20 بطولة قارية، هي 8 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، 4 بطولات لكأس الكؤوس الإفريقية، وبطولة واحدة للكونفدرالية، و6 بطولات للسوبر الإفريقي، وبطولة سوبر أفرو أسيوي، ليتربع العملاق الأهلاوي على عرش القارة السمراء وبفارق كبير عن أقرب منافسيه. يبقى الأهلي زعيما لأندية القارة السمراء بفضل إنجازاته وبطولاته عبر التاريخ. أجيال كثيرة صنعت أسطورة الأهلي الإفريقية، لعبت الجماهير العاشقة للكيان دورا لا يمكن إنكاره في هذه الإنجازات، للدرجة التي يرى معها الكثيرون أن الجمهور هو اللاعب رقم واحد الذي ساهم بفضل دعمه اللامحدود للفريق في صعود الأهلي لمنصات التتويج الإفريقية. الإنجازات الأهلاوية يا سادة باتت حديث الصباح والمساء في القارة السمراء، فالبطل المصري الكبير يتحدى دائما الظروف الصعبة، يؤكد أنه قادر على تحقيق أهدافه مهما حدث، وأنه لا يعرف لغة اليأس ولا الاستسلام بفضل روح الفانلة الحمراء التي دائما ما تكتب كلمة النهاية السعيدة في بطولات كثيرة محليا وإفريقيا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه قبل بس ما نكمل كلامنا مع دكتور طارق، عايز اقول لحضراتكم ان بكره واحد من اهم لاعبي النادي الاهلي خلال الفتره او خلال ال 10 15 من اول 2004 الحقيقه لغايه دلوقتي، نجم كبير كابتن حسام عاشور هيكمل كام سنه. انا سنه حسام عاشور شفته 33، بكره 33 لكن انا بقول لك انا شفته هو مش عارف 17 سنه ولا 18 سنه، ولاعب في 2004 وعنده 17 سنه في موسم 2004 2005، موسم 2003 2004 ابتدى مبارياته، لعب اول مباراه ليه. فكل سنه وانت طيب عاشور، عقبال 33 سنه اخرى من الانجازات والبطولات، وتظل دائما رمز كبير واسم كبير للاعبي النادي الاهلي، ومثل الحقيقه يحتذى به سواء في الاخلاق او في الملعب او ككابتن للنادي الاهلي، في الالتزام في كل شيء. الحقيقه حسام عاشور يعني ده خالص صغير، يعني عارف اللي هو لعب وهو عنده 17 سنه وانت مثلا عندك 28 29، فعاصرته وانت هو هو بالنسبه لنا لسه كان لعيب صغير جدا في العمر، ولكنه كان كبير باخلاقه وبلعبه في المباريات. الحقيقه كل سنة وانت طيب، عقبال 133 سنة حسام عاشور، وتفضل دايما بخير لولادك ولعيلتك ولكل ناسك والجمهور النادي الاهلي. دكتور طارق، على فكرة وحسام برضو عشان برضو ازود لك من البيت الشعر، يعني من الشعر بيت بقى، ان حسام عاشور قبل ما يعتزل قدامه كذا رقم، انا قلت لك 154 مباراة افريقية صعبة قوي حد يوصل للرقم دوت، لكن في حاجة تانية كمان، هو في امكانه انه يبقى الاكثر لاعب في تاريخ كرة القدم، في تاريخ كرة القدم حصدا للالقاب، اللي هو بس محتاج لقبين كمان هياخدهم ان شاء الله، يعني لو خد اللقبين دول ان شاء الله ان شاء الله السنه دي هيبقى هو الاكثر حصدا للالقاب في تاريخ كره القدم، في تاريخ كره القدم، في تاريخ كره القدم. على طبعا داني ألبش مهم بس يقف شويه عن ان هو ياخد داني هيقف خلاص، ما طلعوا بس هم في فرنسا هياخدوا في الدوري، في فرنسا ممكن ياخدوا، لكن بره هياخد لقب، هيبقى فارق. يعني حسام عاشور قدامه السنه دي، على فكره كان حسام عاشور ممكن يكون صاحب الرقم ده دلوقتي، لو خد الاهلي دوري الابطال كان هيبقى عنده سوبر، وكان هيبقى عنده سوبر افريقي كمان يعني، والسنه دي اصلا
الاهلي بيلعب على 9 ألقاب مختلفه. 9 ألقاب اكتر سنه في التاريخ نادي بيلعب على افريقيا اللي فاتت وافريقيا دلوقتي. افريقيا اللي فاتت وافريقيا دلوقتي والسوبر الافريقي لو كان الاهلي فاز كان هيبقى لعبوا 3 افريقيه وثلاثة محلية دوري وكاس وسوبر. يبقى دي 6. يبقى 6 و3 9 وواحدة عربية وواحدة صور مصر سعودي اللي هي بقت في مهب الرياح دلوقتي مش هتتلعب. ادي 2 عرب وواحدة بطولة كأس العالم للأندية يبقى 3 و3 و3 9 بطولات. 9 بطولات. تخيل ده غير بقى إن لعيب النادي الأهلي اللي هم أعضاء في منتخب مصر الوطني بيلعبوا بطولة 10 كمان اللي هي كأس الأمم الأفريقية. كأس الأمم الأفريقية. طيب كل سنة وأنت طيب يا مسمار. كل سنه وانت طيب عاشور ودايما تظل دائما في قلوب كل الاهلاويه. دكتور طارق خلينا نروح لشكل المنافسه السنه دي هيبقى عامل ازاي في دوري الابطال. الحقيقه البطوله السنه دي واحده من اقوى البطولات لان في حاجتين. اول حاجه ان في السنوات اللي فاتت يعني على وجه التحديد في السنتين اللي فاتوا النادي الاهلي وصل للمباراه النهائيه كان هو الاقدر للفوز باللقب بس كانت في قوه كبيره من الانديه الكبيره بتطلع في السكه. فلدرجه مثلا ان احنا لما نقول في 2017 كان صعب ان الوداد انك تتخيل ان هو هيوصل لنهائي افريقيا او انه يفوز باللقب. هم نفسهم ما كانوش مصدقين نفسهم. الترجي بعد بدايه هزيله جدا في البطوله اللي فاتت وكان حتى يعني ما حدش متوقع ان هو يكمل طريقه حتى للنهائي نجح في الفوز باللقب بس كان طبعا قوه كبيره جدا من القوى الكبيره في القاره خرجت من ادوار اولى. السنه دي تعتبر من اقوى البطولات. ليه؟ تقريبا ما فيش نادي من الانديه الكبيره باستثناء يمكن نقول مثلا نادي الزمالك اللي هو بيعتبره ان هو من اكثر الانديه فوزا بالالقاب مش موجود في دوري الابطال. هتلاقي موجود الترجي، موجود نادي حوريه الغيني، موجود اورلاندو بايرتس الفايز باللقب مرتين، موجود الوداد المغربي اللي من لقب 2016، موجود سان داونز الفايز باللقب مرتين، موجود اسك ابيجان اللي هو النادي العريق جدا اللي فاز باللقب برضه مره وفاز بابطال الكؤوس مره وفاز بالسوبر افريقي عنده 3 ألقاب افريقيه، موجود فيتا من الانديه اللي فازت بدوري الابطال على فكره ايام ما كان بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري سنه 73 وفاز برضه ووصل السنه اللي فاتت ديت لنهائي كاس الكونفدراليه. موجود مازيمبي تاني اكثر الانديه فوزا بلقب دوري الابطال ده 5 ألقاب بالتساوي مع الزمالك. موجود الاسماعيلي افريقي موجود الاسماعيلي اول انديه المصريه الفايزه بالالقاب. يعني اما نعد دول كده في مين بره دول؟ مين نادي يعني عملاق؟ يمكن ما نقدرش نقول ان في حد بره دول الا مثلا النجم الساحلي والرجاء اللي هم موجودين في الكونفدراليه اللي هم الناحيه الثانيه. عدا ذلك كل القوى الكبرى. فعشان كده المنافسه السنه دي من المتوقع من اول ما بقى دور المجموعات في دور ال 16 من المتوقع ان تكون اقوى منافسه بدايه من دور الثمانيه هي السنه دي وخصوصا إذا مشيت التوقعات زي ما احنا شايفين. الترجي كان في الشوط الأول متقدم النهارده انتهت المباراة فاز 1-0 فاز 1-0 ولا شغالة لسه يا شباب؟ اتهيألي لسه شغال؟ لا لسه شغال لسه فاضل ربع ساعة تقريبا فهو متقدم 1-0 النهارده فوز الترجي خلاص الترجي في دور الثمانية ضمن قبل اليوم الأخير. بلاتينام أورلاندو بلاتينام عمل مفاجأة كبيرة جدا وكان متقدم في الشوط الاول 2-0 على اورلاندو رغم ان بلاتينام فقد كل الامال في الصعود. ما زالت النتيجه 2-0 لا زالت 2-0 يبقى كده بلاتينام اصلا فوزه مش هيقدم ولا يأخر بره هو البطوله خالص لكنه هيعطل طبعا جدا اورلاندو اللي كان عايز النهارده على ملعبه يكسب عشان يضرب حوريه ويبقى هو صح. ايه الثاني في المجموعه بعد المباراه القادمه بالنسبه لهم صعبه مباراه صعبه جدا لان في الجوله الاخيره حوريه هيلعب اورلاندو هتبقى مباراه حياه او موت لان مباراه بين الاثنين اللي هينافسوا على الصعود من المركز الثاني مع الترجي. نخش بقى في المجموعه الثانيه المجموعه الاسماعيلي طبعا اتعادل مع مازيمبي النهارده يعني الاسماعيلي برضو دي المجموعه الثالثه بس هنخش في الثانيه الاول انا بقول لحضرتك المباراه اتلعبت النهارده تمام الوداد وصن داونز متساويين
في 7 نقاط ولوبي ستارز واسك متساويين في 4 نقاط. سهل جدا ان اللي عندهم 4 لو كسبوا يبقوا 7. ممكن الفرق الاربعه نفاجئ بان الاربعه عندهم 7 نقاط. فدي من اصعب المجموعات واكثرها اللي يعني المجموعه الثانيه. بكره مع مباراه الاهلي وفيتا هيبقى اسك بيلعب الوداد. وتخيل انت مثلا اسك يكسب الوداد يبقى ده 7 وده 7. وهيلعب سان داونز مع لوبي ستارز. تخيل انت لو لوبي ستارز فاز على سان داونز الاربع فرق بعد الجوله الخامسه هيبقوا 7 نقاط. ودي ما حصلتش في دوري الابطال ابدا. حصلت مره واحده في الكونفدراليه لكن لم تحدث في تاريخ دوري الابطال. ان يتساوى لغايه الجوله الخامسه. يعني بكره لو اسك كسب الوداد يبقى 7. يبقى 7. ولو لوبي كسب لوبي ستارز كسب سان داونز يبقى 7. يبقى الاربع فرق بقوا 7. شوف صعوبه المجموعه ديت. مجموعه معقده جدا. غالبا هننتظر حتى الجوله الاخيره. دي المجموعه الثانيه 7 7 4 4. الاربعات دول بكره لو فازوا على السبعات هيبقوا 7. يبقوا كلهم 7. خلاص هيتساووا السبعات. نيجي بقى للمجموعه الاولى. دي المجموعه الثانيه. دي المجموعه الاولى. دي المجموعه الاولى. والمجموعه الثانيه اللي قلنا بتاعه الترجي. تمام. المجموعه الثالثه بتاعه الاسماعيلي اللي النهارده طبعا الاسماعيلي للاسف الشديد تعادل فيها مع مازيمبي. بقى عنده نقطتين بس وخلاص كده انتهت امل الاسماعيلي تماما. الاسماعيلي كان بيلعب على امل كده يعني نقول عليه 2% 1% على انه كان يكسب النهارده مازيمبي. وخلينا نكون صراحة على الاسماعيلي الحقيقه ان السنه دي يعني قد تكون بدايه جيده لعوده النادي الاسماعيلي لبطولات افريقيه ولكنها ليست يعني ما كناش متوقعين ان الاسماعيلي ينافس السنه دي بسبب سوء نتائجه. لكن بس هقول لك على حاجه بصراحه. اللي زعلك ايه؟ ان الاسماعيلي كل مباراه لعبها سواء على ملعبه او خارج ملعبه كان بامكانه يخرج فيها فايز. مزبوط. يعني الاسماعيلي لما يلعب اول مباراه وكان مع انيامبا وبيلعبوا على ملعب مازيمبي عفوا وكان بيلعبوا على ملعبه وكسبان يطرد حارس المرمى بعد الدقيقه 5 وضربه جزاء تضيع. لو جت ضربه الجزاء انت كنت تركب المباراه تماما. يطلع الاسماعيلي خسران في اخر دقائق 2-0. المباراه الثانيه الافريقي 2-0. 2-0 المباراه الثانيه الافريقي كان الاسماعيلي هو المتقدم. تيجي ضربه جزاء ظلما وكلنا شفناها انها من بره المنطقه يجي بياردتين وتتسبب في ان الاسماعيلي يتاخر والجمهور يبوظ المباراه. وكان ممكن الاسماعيلي على فكره يرجع حتى في المباراه فيطلع الاسماعيلي خسران يستبعد ثم يعود للبطوله. يلاعب القسنطيني نادي الرياض القسنطيني وكان كسبان 1-0 لغايه الدقيقه 94. فاضل 3 ثواني يجي فيه جول وهو فاضل 3 ثواني كان ممكن يرجع امله في البطوله. يجي في الجوله قدام القسنطيني نفسه متقدم 2-1 في ملعب الفريق القسنطيني وكان 1-0 بقى 1-1 وبعدين 2-1 الاسماعيلي 2-3 في الدقائق الاخيره برضه كرات عرضيه كورنرز. النهارده برضه الاسماعيلي عدل المباراه وكان بامكانه انه يطلع كسبان للاسف. يعني الخمس مباريات كان ممكن الاسماعيلي يطلع كسبان. مظبوط مظبوط. فده اللي يزعلك. مش مثلا الاسماعيلي كان ماتشاته كان وحش فيها. لا كل مباراه للاسماعيلي كان موجود فيها هي سوء نتائج الحقيقه. طيب اذا دي المجموعات. مجموعه النادي الاهلي بقى. مجموعة النادي الاهلي وهي اتفضل. مجموعة النادي الاهلي النهارده الاهلي بيلاعب فيتا. الاهلي متصدر. كان بامكان النادي الاهلي انه يخلص المجموعة دي تماما في مباراة سيمبا اللي فاتت. الاهلي متصدر 7 نقاط وراه سيمبا 6 نقاط ثم شبيبة الثورة 5 نقاط وفيتا كلوب 4 نقاط. شوف بقى المجموعة ديت. الغريب ان كل الترشيحات من البداية كانت تصب في مصلحة الاهلي وفيتا. كله يقول لك الاهلي وفيتا. فالاهلي خسر من سيمبا المباراه اللي فاتت اللي كانت تحسم له تماما وكان ما ينتظرش اي حاجه بقى. وهنا عايز اقول لك على شيء لان انا هقول لك على توقع كده هيحصل بعد سنين مش كتيره. ان احد مشاكلنا الا في قليل من الاحيان مشاكل الانديه المصريه هي ان دائما الانديه المصريه بتلعب باستراتيجيات خارج ملعبها غير خالص اللي بتلعب على ملعب. انت بتلاعب سيمبا وعلى ملعبك وكسبان 5-0 في شوط واحد. ولو كملت بنفس الريتم تجيب 8 9 10. كنت عملت رقم التاريخ. الاهلي كان بيلعب في الشهر لو تفتكر فبراير ده كان محطوط له في الجدول 8 ماتشات. اضطر ان هو يهدي وينيم اللعبه خالص. كفايه الخمسه خلاص هو 3 نقاط بالظبط. اجي انا الاعب نفس الفرقه بعدها بايام نفس الفرقه وانا بره الملعب ايه الفرق؟ ما بقاش فيه فروقات. بطوله اوروبا دوري ابطال اوروبا اللي بتتلعب دلوقتي ادتنا في يومين متتاليين مثالين لكيفيه ريال مدريد واياكس ومانشستر ريال مدريد
كسبان اياكس على ملعبه 2-1 يقوم راموس يقول لك اخد الانذار الثاني ياخد الانذار الثاني قال يعني خلاص دي مباراه مضمون يخسر وعلى ملعبه 4-1 شيء غريب جدا. يجي بعدها بيوم مانشستر يونايتد كان خسران 0-2 على ملعبه وعايز اقول لك مع الرقفه يعني كان ممكن باريس سان جيرمان يفوز فوز تاريخي لانه ضيع فرص بالجمله بعد حتى الهدفين. يقوم يجي مانشستر يونايتد وعلى ملعبه يكسب 3-1 جول يجي في الدقيقه 94 اخر ثانيه عارف الظاهره دي عملت ايه؟ يمكن الناس لسه مش عارفه من السنه الجايه سيلغى قاعدة الهدف خارج الديار بهدفين في بطولة أوروبا لكن مش هنا في بطولة أوروبا. بس أنا بقول لك بقى كمان سنتين ثلاثة كده احنا بنقلد أصل أوروبا على طول في كل حاجة بيعملوها دوري المجموعات سنتين ثلاثة وبعدين تعملها فاحنا هنلغيها. بس هم لما لغوها بناء على إيه؟ إن وصل اللعيب نفسيا إنه بيلعب جوه زي بره حتى لو قلت له العب في الحمام هو نفس المستوى بيلعب هنا بيلعب هنا بيلعب على ملعب وحش بيلعب على ملعب كويس بيلعب بره ملعبه بمسافات كبيره بيلعب في نفس دولته مفيش فوارق. فيقول لك انا ليه احط فوارق ان الجول بجولين او قاعده الهدف خارج الديار تحتسب لا هلغيها. هنا في افريقيا انا معاك بعض الظروف مختلفه يعني مثلا انا ممكن اكون بلعب في ملعب مختلفه تماما كفايه الجو بس مش هقول لك الجو برضو عشان انت يعني لا انا بقول لحضرتك كفايه الجو لا ده عملي حضرتك تمام صدقني في لعيبه في شمال انا بتكلم على لعيبه مصريين يعني كنا مختلفه تماما طريقه لعبهم في القاهره ولو في درجه حراره 150 في اي حته ثانيه مظبوط انا معاك بس في المقام الاول الفروقات فروقات ملاعب لان انت ساعات بتلعب ملعب على ملعب غيط برسيم مش بلعب يعني فاهم فدي اللي لكن عايز اقول لك ان معنى الغاء دي ان انت المفروض تلعب باستراتيجيه انك تكسب. انا قلت ده بمناسبه ايه؟ ان الاهلي كان المفروض انه يخلص الليله خالص في مباراه سيمبا صح الخساره هي اللي حطت النادي الاهلي كده اللعيبه خلي بالك هي اللي قالت كده يعني لما كنت بتكلم مع بعض اللاعبين قالوا لي كده احنا كنا لازم نخلص في مباراه سيمبا وكنا خلصنا لكن احنا حطينا نفسنا في الوضع ده وبالتالي لازم نعدي الوضع ده بالظبط. هو بقى النادي الاهلي هيلعب خارج ملعبه على ملعب اسمه ملعب الشهداء الخاص بنادي فيتا. نادي فيتا على الملعب ده عامل انجازات كويسه جدا خصوصا ان هو ما خسرش عليه على مدى 14 مباراه متتاليه في دوري الابطال من خساره امام صن داونز الجنوب افريقي سنه 2017 في مايو بالظبط 2017 ما خسرش على ملعبه ده لعب 14 مباراه فاز منهم ب 11 مباراة وتعادل 3 لكن لم يخسر على الملعب ده. إن شاء الله تكون خسارته أمام النادي الأهلي إن شاء الله. لكن المباراة صعبة جدا. المباراة يعني دي تعتبر عارف في كل بطولة يقول لك المباراة المفتاح المباراة مزلوط. اللي هي إيه إن كسبتها مفصلية خلاص مفصلية كده زي ما أنا سميتها فعلا بالظبط وأنا قايل البوست بتاعي إن أنا جاي هنا في البرنامج ده فدي مباراة مفصلية هتحدد بشكل كبير جدا شكل النادي الاهلي ان هو يعدي وخلاص بقى هيبتدي يخش في النوك اوت ستيج بقى اللي هي خروج من دور الثمانيه ان شاء الله بقى النادي الاهلي ان الاوان انه يفوز باللقب بعد خسارته للنهائي مرتين. لو الملعب امام حضراتكم برضو وانتم بتتفرجوا كده دي كانت التمرين النهارده والملعب امام حضراتكم الدكتور طارق بيتكلم اتفضل. فطبعا المباراه صعبه. بالنسبه لفريق فيتا بيلعب بطريقه 4-3-3 على فكره انا تابعت كل مبارياته في البطوله ما عدا المباراتين بتوع الدور الاول ما شفتهمش بس المباريات اللي هم الاربعه اللي لعبهم في المجموعات كلهم لا يغير طريقته عن 4-3-3 هل هو هيجي يغير طريقته في المباراه دي؟ وجهه نظري لا صح. طالما انت ثابت بره وجوه يعني هو كان بيلعبنا هنا في المباراه اللي انتهت 2-0 4-3-3 بيعتمد في الناحيه الهجوميه على ثلاث لاعبين جان مارك ماكوسو اللي هو يعتبر هدافهم في البطوله اللي جايب 5 اهداف وهو ثالث هداف البطوله دلوقتي كان هو على فكره هداف البطوله انما تراجع دلوقتي المركز الثالث بعد معتز المهدي اللي هو لاعب النصر حسين داي جايب 7 اهداف وبعد كاجيري لاعب سيمبا جايب 6 اهداف هو ماكوسو جايب 5 اهداف احنا اكتر لاعب في النادي الاهلي اللي هو نيدفيد جايب 3 اهداف نعم عندنا احنا يعني لعيب النادي الاهلي ما تجاوزوش حاجز ال3 اهداف في بطوله السنه دي ونيدفيد طبعا هو هداف الفريق رغم ان هو طبعا كان لعيب خارج الحسابات خالص لكن الحقيقه بيقدم موسم
استثنائي رائع. جميل جدا وبالذات اما لاعب اما بيلعب في محور الارتكاز اللي انا في وجهه نظري ده افضل مركز ليه اكتر من الباك اليمين واكتر من المركز اللي كان ابتدى فيه في النادي الاهلي اللي هو الشادو سترايكر تحت راس الحربة سواء في العمق الهجومي او في الجنب اليمين اللي هو كان بيفضل اللعب فيه. تمام. فبنتكلم على 4 3 3 بوجود ماكوسو في الامام واللاعب كيسونجو مش كاسونجو كيسونجو اللي هو اللعيب رقم 27 وتوسيلا كاسيندا اللي هو التلات لعيبه دول كده مثلث هجومي راسه ماكوسو وقاعدته زي ما قلت كيسونجو وكيسينجدا دول التلات لعيبه اللي بيلعبوا في الامام. نص الملعب تلات لعيبه مش بيلعبوا كلهم ارتكاز صريح، في لعيب منهم اللي هو موانجا اومبا ده هو اللي بيزيد شويه تحت التلاته، يعني ممكن الطريقه دي تتحول الى 4 2 3 1 بس في حاله ان هم بيبقوا ماسكين الكوره هو اللي بيزيد شويه مع الثلاثه اللي قدام بتبقى 4 2 زي النادي الاهلي ما بيلعب 4 2 3 1 اللي هي الطريقه الاغلب الظن النادي الاهلي بيلعب بيها. نعم. ان اضعف الخطوط من وجهه نظري في فريق فيتا هو خط الظهر بالذات في الطريقه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي في الاختراق من الاجناب لان الجنبين بتوعه اللي هم ارنست وتوبي دول جنبين ضعاف انا بوجهه نظري ان سهل جدا ضعاف دفاعيا الحقيقه دفاعيا الناحيه الهجوميه تصد احسن عندهم احسن كتير وخلي بالك ان 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 اي باك في العالم دلوقتي لو هو فاهم نفسه ان هو الناحيه الهجوميه عمال يلعب كرات عرضيه وضعيف في الناحيه الدفاعيه دي تاثر جدا اسمه على اسمه باك رايت ايوه بالظبط يعني انت باك يعني اساسا وظيفتك الاولى ايه التوصيف الوظيفي باك تقفل الناحيه دي عشان كده مثلا تلاقي لعيب زي عبد الله جمعه من وجهه نظري لعيب نادي الزمالك من افضل اللعيبه اللي في ناحيه الشمال في الناحيه الهجوميه تيجي في الناحيه الدفاعيه بس خد بال حضرتك برده محسن نفسه كتير قوي في الناحيه الدفاعيه لم يصل الى الكمال لكن ما فيش حد بيصل للكمال لكن انا اقصد ان هو في الناحيه الدفاعيه الحقيقه كان اقل وابتدى يعلى واحده ابتدى يعلى تمام بس بكلمك ايه ان واحد يعني يكون عنده الناحيه الهجوميه عاليه قوي والناحيه الدفاعيه اقل يعني عندك علي معلول عنده ناحيه هجوميه اكتر من ناحيه دفاعيه بس الناحيه الدفاعيه موجوده بشكل كويس يعني علي معلول عنده ناحيه دفاعيه بالنسبه لباكات الشمال كلها كويسه والناحيه الهجوميه سوبر فده اللي بتكلم عليه اطرافهم كويسه هجوميا وده يتطلب اننا نقفل الاجناب عليهم عشان ما يستغلوش الهجوم بتاعهم من الاجناب مظبوط ان بيبقى في دويتو في كل جبهه اتنين في كل جبهه وهم لعيبه كوره كويسين بيلعبوا كوره على الارض ما بيعملش لونج باس ما بيعملش لونج باس بس بيخترقوا من الاجناب كويس كمان لانه عندهم السرعات فالنادي الاهلي انا من الحاجات الايجابيه ان النادي الاهلي لما بيلعب برضه بره ملعبه وبيضيق المساحات وبيلعب الدفاع الكومباكت بيخلي مساحات ضيقه شويه النادي الاهلي بيبقى صعب اختراقه وده اللي ظهر لكن مع الوضع في الاعتبار ان النادي الاهلي لازم يلعب وينسى خالص يغم عينه كده على انه بيلعب ملعبه او بره ملعبه اللي هي الظاهره اللي الغريبه جدا انما السنه دي النادي الاهلي ما فازش ولا مباراه بره ملعبه النادي الاهلي ابتدى قدام جيمي ابا جيفار لعب برده بعد فوز 2-0 لعب مباراه دفاعيه بدون داعي فرقه كان يكسبها هنا يجي 7-8 كان المفروض هناك يخلص برده يكسبها فخسر مباراته في شايف الثوره تعادل النهارده والنهارده الثالث مباراه طبعا لازم النادي الاهلي باذن الله يعني ان هو يفوز خارج ملعبه عشان يامن تماما صعوده الى النهائي نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور طارق على كل هذه المعلومات القيمه الحقيقه خلال 27 معلومه خدنا او 27 رقم قياسي اعتقد ها فدي حاجه جميله جدا كلهم من نصيب النادي الاهلي ولا 25 بس من نصيب النادي الاهلي؟ لا 27 واثنين خارج النادي الاهلي يعني هم 29 رقم المفروض يبقوا 27 للاهلي واثنين لانديه اخرى. تمام. اشكرك جدا يا دكتور طارق ودايما بتمتعنا بارقامك القياسيه. الله يخليك. شكرا جزيلا دكتور طارق الادور هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل او تقرير هنشوف تقرير عن شكل المنافسه في دوري ابطال افريقيا زي ما اتكلمنا عليه مع حضراتكم وبعد هذا التقرير هنشوف بقى بكره عندنا طاقم تحكيم هقول لكم على اسمائهم وكل حاجه وبعد هذا التقرير هيكون معانا النجم الكبير كابتن سمير عثمان هتكلم معاه عن طاقم التحكيم كيف يدير طاقم التحكيم مثل هذه المباريات الترتان هيفرق ولا مش هيفرق الجو بيفرق ولا بيفرق ولا مش هيفرق اسئله كثيره جدا عن طاقم التحكيم مع النجم الكبير كابتن سمير عثمان بعد هذا التقرير إقراء
اقترب دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا من الانتهاء، حيث تبقت جولتان. يتحدد أصحاب المركزين الأول والثاني للمجموعات الأربع لبطولة دوري أبطال إفريقيا. في المجموعة الأولى يتنافس كل من الوداد المغربي، سان داونز الجنوب إفريقي، لوبي ستارز النيجيري، أسيك ميموزا. الأقرب لخطف بطاقتي التأهل في هذه المجموعة هما فريق الوداد المغربي الذي يحتل الصدارة، وسان داونز صاحب المركز الثاني. في المجموعة الثانية تتنافس أندية الترجي التونسي حامل اللقب، هورية كوناكري الغيني، أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، بلاتينيوم ستارز. ما يظل هناك ثلاث فرق تتنافس على الصعود، وهم الترجي التونسي صاحب المركز الأول برصيد 8 نقاط، هورية صاحب 7 نقاط، أورلاندو صاحب 5 نقاط في المركز الثالث. وفي المجموعة الثالثة تتنافس أندية النادي الرياضي القسنطيني، مازيمبي الكونغولي، الإفريقي التونسي، الإسماعيلي الذي تأكد ابتعاده بشكل رسمي عن المنافسة، وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها في الجولة الماضية أمام بطل الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدفين. يبقى نادي الرياضي القسنطيني هو الحصان الأسود في البطولة حتى الآن، بعدما خالف كل التوقعات في المجموعة ونجح في اعتلاء الصدارة برصيد 10 نقاط وبفارق 3 نقاط كاملة عن مازيمبي الكونغولي، كما ضمن التأهل لدور الثمانية. في المجموعة الرابعة يأتي على صدارتها الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن سيمبا التنزاني الوصيف ب6 نقاط، ويأتي شبيبة الثورة الجزائري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيرا فيتا كلوب الكونغولي برصيد 4 نقاط، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمعه بالأهلي على ملعبه ووسط جماهيره. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في حلقه اليوم كابتن سمير عثمان. هنتكلم عن طاقم التحكيم لمباراه غدا في مباراه النادي الاهلي في دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا امام فيتا كلوب. كابتن سمير ازي حضرتك؟ مشرف ومنور. النهارده جاي رايق بالليل وما فيش حلقات بقى، وجمعه والجمعه والدنيا جميله ونايم ومريح وكل حاجه. كابتن سمير بكره ان شاء الله في طاقم تحكيم، حضرتك واحنا بنتكلم قبل الهوا بتقول لي ان هو طاقم تحكيم دولي وكبير وبيلعب او هيلعب في كاس العالم القادم. بالظبط، ده طاقم تحكيم من متكون من فيكتور جوميز ده الحكم جنوب افريقيا، نعم، ومعه مساعد حكم اولاني من جنوب افريقيا برضو زكيلي سوالا، ومع المساعد الحكم الثاني من دولة ناميبيا اسمه كانيجا ماتيوس. يعني ده طقم مرشح بقوة لكاس عالم 2022، وهيبقى متجاوز بإذن الله برضو في كاس أمم أفريقيا المقامة في مصر إن شاء الله. الطقم ده لعبوا مع بعض الفترة الطويلة، معظم مباريات أفريقيا لعبوها مع بعض، كان مباراة شهيرة لعبها هنا في مصر في تصفيات كاس عالم في روسيا، ماتش مصر أوغندا، لعب المباراة اللي احنا كسبنا فيها 1-0، والناس طبعا اول ما تشوفه ان شاء الله بكره هيفتكروه. التحكيم في افريقيا بقى تطور لو في صوره ولا حاجه يا سمير بعد اذنك تنزلها سمير عكاش. التحكيم تطور دلوقتي في افريقيا، يعني المفروض خلاص احنا المفروض ما نخافش من حكام الافارقه، المقوله بتاعه زمان خاصه لما بنلعب بره، يعني اقول لك ليه مش قوي بس أنا يعني بس على مستوى افضل بصراحه. الواحد ما يقدرش ينكر، لكن عارف يا كابتن اسلام انا معاك، بس الدنيا اختلفت الى حد كبير. ليه؟ خاصه مع الفرق الكبيره، الانديه بتاعت انديه مصر تعتبر كلها انديه كبيره ما بتلعب في افريقيا، والماتشات خلاص بقت متشافه. الاتحاد الافريقي دلوقتي بيراقبها كويس جدا، الماتش ده هو مهم جدا لطقم الحكام فيكتور جوميز لسببين. اول سبب القائمه النهائيه بتاعت افريقيا خلاص، اللي هم خلاص بيعملوا شورت ليست ليها.
ثانيا طبعا ده من ضمن الحكام اللي راحوا عملوا اختبارات عشان كاس العالم القادم ان شاء الله في 2022. فكل مباراه بالطقم ده محسوب عليه كويس جدا. بس بالارقام غريبه شويه يعني فيكتور. قبل بس ما تتكلم عن الارقام خلينا نطلع نشوف تقرير عن طاقم التحكيم أوكي. ونرجع نكمل بقى ارقامنا مع طاقم التحكيم من جنوب افريقيا حكم فيكتور جوميز وزخيل السيولة من جنوب افريقيا ايضا وماتياس كانينجا من ناميبيا. نطلع نشوف هذا التقرير عن طاقم التحكيم لمباراه غدا النادي الاهلي ضد فيتا كلوب في دوري ابطال افريقيا في دوري المجموعات. أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة فيتا كلوب الكونغولي والأهلي في دوري أبطال إفريقيا لطاقم تحكيم بقيادة الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، ويعاونه كل من زخيل كويكيس ويلا مساعد أول وماتيوس كانينجا مساعد ثان. فيكتور جوميز من مواليد 15 من ديسمبر عام 1982 في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا. بدأ مشواره في عالم التحكيم في 2009، حصل على الشارة الدولية 2011. كان الظهور الأول للحكم الجنوب إفريقي مع المنتخبات والأندية المصرية في مباراة الإسماعيلي أمام مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي في الدور الثاني لمسابقة كأس الكونفدرالية موسم 2014 التي انتهى بفوز الفريق الأنغولي بهدف من دون رد. عاد للظهور مجددا في بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2017 ودار مباراة الأهلي أمام القطن الكاميروني في دور المجموعات وانتهى بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة. وفي الدور ذاته أدار لقاء اتحاد العاصمة الجزائري والزمالك وانتهى بفوز بطل الجزائر بثنائية نظيفة. كما أدار لقاء الأهلي والنجم الساحلي التونسي في نصف نهائي والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 6-2. وفي الموسم ذاته أدار مباراة منتخب مصر تحت 20 سنة أمام نظيره المالي في تصفيات كأس أمم إفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين. في موسم 2018 أدار مباراة منتخب مصر أمام أوغندا في التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا وانتهى بفوز الفراعنة بهدف من دون رد. في الموسم ذاته أدار مباراتين للأهلي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، الأولى أمام كامبالا سيتي الأوغندي في دور المجموعات وانتهى بفوز الفريق الأوغندي بثنائية نظيفة. كما أدار مباراة الأهلي أمام مضيفه وثاق سطيف الجزائري والتي انتهت لمصلحة الفريق الجزائري بنتيجة هدفين لهدف ليتأهل المارد الأحمر إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي بمجموع المباراتين. اهلا بحضراتكم مره اخرى كابتن سمير. برضو خلينا نتكلم بقى عن طاقم التحكيم بشكل مفصل. حضرتك ايه اللي شايفه يثير علامات الاستغراب في ارقام فيكتور جوميز؟ هو بالارقام هو مواليد 82، عنده حوالي 37 سنه تمام. هو دخل التحكيم في 2009 يعني هو دخل التحكيم كبير وهو عنده 27 سنه. طبعا 27 سنه، احنا هنا في مصر دلوقتي التحكيم ممكن تخش وانت عندك 17 سنه، يعني في فرق 10 سنين ودول كتيرة بما فيهم في أفريقيا. هو دخل 27 سنة في سنة 2009، بعد سنتين بس بقى حكم دولي، وده شيء صعب قوي. ليه أنا بقول صعب قوي؟ أنت فين الخبرات اللي بتؤهلك خلال سنتين تبقى حكم دولي؟ مسؤول هو شور طبعا، كان في يعني في دفع عليه كويسة لو هو كان يستاهلها ثقة يعني. بس طبعا. برضو أنت عارف يا كابتن إسلام، أنت في سنتين يعني أنت دخلت تحكيم 2009 تبقى حكم دولي 2011 صعبة. يعني انت لعبت امتى؟ لعبت في الدرجه الثالثه امتى هناك في جنوب افريقيا او في الثانيه او في الاولى؟ ومع ذلك هو بدايته ما كانتش قويه يعني ما كانتش قويه، وفي البدايه كانت مثيره للجدل، بس مع مرور الوقت لا ابتدى الاتحاد الافريقي يعتمد عليه، بقى في ايليت بي وبعد كده بقى في ايليت اي، ودلوقتي بقى من الحكام اللي في ايليت اي بالنسبه لافريقيا وتعتمد عليها. مستوى الفني تطور جدا جدا جدا، والدليل على كده انه لعب في افريقيا 2015. ده عنده 37 سنه؟
دلوقتي 37 سنه ده شكله عنده 7 و10 عشان بس يعني صغير. وبعد كده من ضمن الحاجات برضو اللي يعني تخليه يعمل مباراه كويسه من المرشحين كاس العالم في اي حكم مرشح من دلوقتي يقول لك من دلوقتي. لانه بيعملوا شورت ليست الاول بيشوفوا الاسامي اللي قدروا يكملوا معاهم بيعملوا اختبارات. وكل الحكام دلوقتي برضو يا كابتن اسلام اللي بيلعبوا المباراه دي بيبقى معاهم جهاز بتاع الفيتنس بيقيس السعرات بيبقى مطلوب منهم قبل المباراه يعني اقل حاجه تجري في الملعب حوالي 10.5 كيلو. 10 كيلو ده بيطلب منهم عشان بتبقى متقسمه كمان. ده اللعيبه بيجيش 10.5 كيلو. هو الحكم بيجري اكتر والله. يعني احنا عندنا مثلا كان امين عمر كان في بطوله الشباب اللي فاتت في قبل النهائي جري 11.5 كيلو بما فيهم التسخين ومتقسمه انت في جري بيبقى تروت وفي سبرنتات فكل ده الجهاز بيتفضى بعد المباراه ما تخلص. ده بيبقى ساعه الاول كان بويلر بيبقى حوالين جسم الحكم او اللاعب بالساعه بقى وبيتفضى بيشوف انت جريت قد ايه. نرجع سريعا لفيكتور جوميز. هو لعب بالنسبه في 2017 كان وشه حلو على النادي الاهلي لعب مباراتين النادي الاهلي كسبهم الاوتون الكاميروني في الكاميرون والاهلي كسب وبعد كده النجم الساحلي الاهلي كسب برضه 6-2. في 2018 وشه ما كانش كويس على الاهلي بس كان كويس على منتخب مصر. فالسنه دي ايه 2019 نتمنى ان شاء الله يبقى وشه كويس. اول مره يحكم النادي الاهلي في 2019 اول مره يحكم النادي الاهلي في 2019. في 2017 لعب له ماتشين كسبهم واحد بره قطن الكاميروني واحد هنا في النجم الساحلي 6-2 للنادي الاهلي. في 2018 الماتشين اللي لعبهم ما كانش فيه حظ وافر للنادي الاهلي. اتمنى له بكره يعمل مباراه كويسه والطاقم معاه وانا متاكد باذن الله لازم يعمل مباراه كويسه. اهم ما يميز هذا الحكم يا كابتن هادي جدا هادي جدا وبيلعب كمان بحته البادي لانجوج انت عارف ازاي يعني مش بيستخدم الكروت كتير لا هو عنده طريقه اقناع كبيره للعيبه وثانيا برضو اللي هيفيده برضو اللعيبه بقت عارفاه يعني انت عارف يا كابتن اسلام لما حكم يحكم لك وانت عارفه ومشهور غير ما يبقى حكم تاني اللعيبه بيعملوا له اختبارات بعض اللعيبه بيعملوا اختبارات للحكم بيشوفوا شخصيته عامله ازاي انما واحد زي ده اللعيبه هتبقى عارفاه اعتقد باذن الله هينجح في المباراه بتاعت بكره ان شاء الله. نوعية الأرض هتفرق في الملعب؟ هتفرق في تحكيمه هو نفسه؟ أرضية الملعب؟ زي ما اتفقنا لو الملعب صغيرة بتبقى لا أرضية الملعب تلتان وطبيعي. هتبقى كويسة بالنسبة له. هتبقى كويسة بالنسبة له. ليه بقى؟ هنا أول حاجة الحكم برضه كابتن إسلام برضه زي لعيب وهو بيجري بيخاف بعض الكور ممكن تزحلق. حكم ما بيتزحلق وبيقعد بيتأثر فيه شوية. إنما ده الملعب كويس يقدر يجري يفتح سبرنتات يعمل تحركات كويسة في الملعب. ملعب برضو بتاع بكرة ملعب واسع برضو يعني ربنا يوفقه ويشوف الصح بكرة إن شاء الله. وأهم حاجة برضو ما يتأثرش بالجمهور وأنا متأكد عشان برضو الرقابة بتاعت الاتحاد الأفريقي هيعمل ماتش كويس بكرة بإذن الله. والاتحاد الأفريقي بيبقى عنده مراقبين؟ طبعا الاتحاد الأفريقي بيبقى عنده 2 مراقبين في مباريات زي دي مراقب للمباراة ومراقب للحكام ومقيم للحكام كمان يعني بيبقوا رايحين 3 مراقب المباراة ده ملوش ناحيه ملوش دعوه بالناحيه الفنيه للحكم اللي يقيم الحكم هو مراقب الحكام اللي بيبقى موجود ودول بيبقوا موجودين في الاجتماع الفني قبل المباراه مراقب المباراه هو بيدير الجلسه وبيبقى معاه مراقب الحكام والمقيم ومعاه حكم المباراه اللي الاجتماع الفني المعروف اللي بيبتدي في قبل المباريات يا بيوم في صباحيه المباراه. تمام. 2 الحكام المساعدين سواء زخيلي او ماتيس حضرتك بتقولي دول طاقم بيتحرك مع بعض في كل حته بالظبط بالظبط. طب ده يفرق طبعا اعتقد الانسجام اقوى. برافو عليك. الانسجام مهم جدا. حتى لما نيجي نبص هتلاقي في ماتيوس من ناميبيا من بلد تانية فغالبا بقى ما فيش مساعد حكم تاني على مستوى عالي في جنوب افريقيا ف بيحطوا له واحد بلد تانية. والدليل على كده السنه اللي فاتت في كاس العالم جهاد جريشا كان جهاد جريشا من مصر ومعاه رضوان عشيق من المغرب ومعاه وليد من دوله السودان 3 لعبوا كل البطولات مع بعض لغايه ما وصلوا لكاس العالم. الطقم ده برضو مكون انسجام. الطقم ده يا كابتن اسلام مش بيتفرض عليهم لا بيقعدوا مع الحكم انت عاوز مين يقول لك انا عاوز اسلام وسمير والله بيمشوا كل المباريات مع بعض بما فيهم الاختبارات لان قدر الله لو اي واحد فيهم لم يوفق في كوره في مباراه واثرت في النتيجه او اختبار لياقه بدنيه بيبعت ثلاثه كله بيركن طقم كله بيركن. حضرتك لو تفتكر كان في حكم في الجزائر اسمه محمد بن نوزه طبعا ده لعب لك اكيد طبعًا. مع جمال حيمودي طبعا ده كان ماشي كويس جدا جدا راح جه في احدى البطولات رايحين في كاس العالم للناشئين واحد مساعد الحكم كان اسمه محمد بن رخيصه ده لم يوفق طبعا كله استبعد بما فيهم الحكم هي بتبقى قاسيه
بس الايجابيه بتاعتها انهم لازم يهتموا بالتمرين مع بعض مع بعض. لو واحد وقع كله بيطلع بره فتلاقي فيه تركيز، والتركيز ده بيخليك في الملعب فيه انسجام عالي جدا. تمام. تقنيه الفي ار مش مستخدمه في البطولات الافريقيه، ولكن احنا شفنا مثلا، وده مهم جدا برضو عشان الناس تعرف، تقنيه الفار مثلا في مباراه اياكس وريال مدريد بالظبط، في الكره اللي طلعت اوت في الكره اللي طلعت اوت دي، لسه اعتقد مطلعين توضيح من النهارده. احنا اتفقنا الفي ار بيستخدم في اربع حاجات: هدف او الهدف، ركله جزاء او لا ركله جزاء، الطرد المباشر، الطرد الخطا. انما الكره دي رمي التماس ما فيهاش في ار، بس ليه دخلوا فيها الفي ار الكره دي بقى؟ عشان الكره دي نتج عنها هدف فراحت تحت بند ايه البروتوكول بتاع الفي ار. انما لو كان رمي التماس عاديه واللعب كده بعد ولا حد هيتكلم، حتى الركله ما كانش حد هيتكلم عليها، ما كانتش دخل الجون. انما برافو عليك، اول ما دخلت جول رجعوا للبروتوكول. البروتوكول بيقول ايه؟ هدف او الهدف، فرجعوا لاصل الكره قالوا لا خلاص دي هتبقى بره، يبقى خلاص يتلغي طبعا الهدف. فطبعا ده اتلغى الهدف. دي المشكله بتاعتها يا كابتن اسلام انها خدت وقت طويل، فتعرف لما بتاخد وقت طويل بتضيع كتير من متعه المباراه. بس هو الهدف اتحسب. اتحسب بس انا بقول لك هو وقف وراح لها، كان ممكن يلغي الهدف لو اتاكد ان الكره كانت طلعت بره. انما الحكم راح عشان يبص عليها وخدت وقت بس طويل. هو عمل توضيح، الاتحاد الاوروبي عمل توضيح النهارده، قال لك ان الصور بتقول ان الكره لم توضح بنسبه 100%، ما فيش دليل قاطع ان هي طلعت بره بالظبط، عشان كده خدوا القرار اللي كانوا ماشيين عليه باستمرار اللعب. طيب احنا معانا برضو لقاء مع واحد من نجوم التحكيم في مصر و النجم الكبير الكابتن جمال الغندور. نطلع نشوف الكابتن جمال الغندور هيقول لنا ايه عن تقنيه الفي ار، ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه. طبعا عمري ما هغيره، ومن ساعه ما بدا الفار قلت انه اذا طبقنا الفار يجب ان يتدخل في اي خطا يشوفه، ويجب ان يكون قراره ملزم للحكم، عشان الفار ما يتدخلش الا اذا كان في فعلا خطا، وساعتها يصحح للحكم، وساعتها ما نرجعش تاني للحكم عشان يشوف ويبقى الراجل جاي وهو بيدافع عن وجهه نظره، بيدافع عن قراره، متاثر بانه أنا ولا أنت؟ لا مفيش أنا ولا أنت. حضرتك جوه قدام الشاشة الكبيرة دي عندك كل الأجهزة دي، ده استوديو تحليلي. عندك الـ 3 دي دايمنشن، وعندك الـ البيرو، وعندك الليبرو، وعندك الفيرتشو، كل الأجهزة دي موجودة في الفار. طالما عندك الأجهزة دي كلها وأنت راجل خبير وقاعد ومستريح ومعلكش ضغوط وشفت حاجة غلط ارجع احسب دي، خلاص الحكم يعمل كده ويقول لهم الفار قال كده، خلاص مفيش بقى اروح انا اشوف وانا اقرر ونقعد نتناقش. الكلام مش هيتغير في موضوع الفار. اتمنى انه الاحداث اللي بتحصل دي تؤكد ان وجهه النظر دي صحيحه. الفار يبقى موجود، لو استخدمناه اي خطا يحصل، لو الفار شاف مدرب بيشتم يبلغ الحكم والحكم يطرده، لو الفار شاف لعيب مش حاطط شنكار يبلغ الحكم والحكم يقول له حط شنكار. شوف قد ايه حاجات بسيطه هو ده. وبعدين هو مش هياخد وقت، لانه بمجرد ما هيبلغه الحكم هينفذ، معناها انه مش هناخد وقت. وحشتك انت الايام دي يا كابتن سمير، عمال تقول لي ده كذا وده كذا. جميله كانت الصراحه، كانت ايام جميله. جميله. طيب نرجع تاني لطاقم التحكيم اخيرا يا كابتن، تفتكر ان طاقم التحكيم يستطيع ان هو يمر بالمباراه بكره؟ طبعا
في ظل وجود 80,000 متفرج والكلام ده كله. ده لازم يعمل مباراه كويسه عشان يثبت للناس اللي بيتفرجوا عليه في الاتحاد الافريقي انه يستاهل ومؤهل انه يلعب في امم افريقيا القادمه، كمان انه يروح كاس عالم. انت عارف يا كابتن الخطا البسيط دلوقتي في الماتشات المهمه ممكن تستبعدك من بطوله. احنا الحكم الجزائري لعب هنا في مباراه في دوري ابطال افريقيا وكان عنده خطا هو من غير قصده تم استبعاده من كاس عالم الانديه ثم كاس عالم بتاع روسيا. فانت الخطا خلاص ما فيهوش هزار. ليه؟ الاتحاد الافريقي بيركز جدا دلوقتي مع الحكام، فانت مش مستحمل اخطاء لان بيتدربوا على طول على مدار السنه حكام محترفه تماما، ما عندهمش وقت غير المباريات، فلازم يبقى في تركيز عالي. واتوقع ان شاء الله يعني ينجحوا بالمباراه، خاصه ما فيش برضو بكره تقنيه الفي ار، فخلاص هم بيلعبوا على القديم يعني خلاص يعني هيبقوا مركزين في كل كوره يعني ان شاء الله. تتوقع النجاح بكره لهذا الطاقم في مباراته امام النادي الاهلي امام فيتا كلوب؟ باذن الله يا رب، اتمنى كده يا رب ينجحوا عشان تبقى في عداله في الملعب باذن الله. ما كلنا نتمنى لكن انت لا هينجح ان شاء الله هينجح. هو مش بيخاف على فكره. هو حكم جريء وده اللي انا عايز اوصله. لا بيخاف ولا بيخاف؟ لا مش بيخاف ورب بكره ان شاء الله الناس لكن لا مش بيخاف وان شاء الله يعني خلال 24 ساعه اللي جايين دول يبانوا والناس تفتكر ان احنا قلنا سليم يعني ان شاء الله. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي بكره، ونتمنى طبعا للطاقم يعني انا شخصيا اتمنى لهذا الطاقم ان يكون موفقا بكره. انا بشكرك جدا يا كابتن سمير، دايما بتمتعنا بوجودك معانا. ربنا يخليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا للكابتن سمير عثمان. هطلع فاصل وهنبتدي بقى نروح لفقرتنا الثالثه النهارده وهي الفقره الفنيه. هنتكلم فنيا عن مباراه الاهلي مع فيتا كلوب. عندي ثلاثه من النجوم الكبار جدا، الكابتن فتحي نصير، الكابتن ماهر همام، كابتن عادل طعيمه. الثلاثه هنتكلم معاهم عن كيف سيلعب النادي الاهلي بكره. في كلمتين كده كريم احمد مراسلنا قالهم لو حضراتكم تتذكروا في بدايه لقائنا النهارده، اتكلم عن ان رامي ربيعه واحمد فتحي ممكن يكونوا موجودين، هل كباتن هيكون لهم راي معين في وجود رامي ربيعه احمد فتحي؟ طبعا ده كل ده مجرد كلام، كل اللي احنا بنقوله ده ما هي الا مجرد توقعات، ممكن نلاقيهم الاثنين بره خالص بكره. احنا مش مديرين فنيين او الكباتن مش مدراء فنيين، لكن في النهايه بيقولوا توقعاتهم من وجهه نظرهم بكره. كلام كتير جدا من الناحيه الفنيه عن هذه المباراه. نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كباتن الكبار كابتن فتحي نصير، كابتن عادل طعيمه، كابتن ماهر امام. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في الضيوف المعتادين الحقيقه دايما اللي دايما بيكونوا معانا وبيشرفونا وبينورونا في ملعب الاهلي في الجزء الثالث النهارده من هذه الحلقه. زي ما قلت لكم هي حلقه ممتده من الساعه 9، جبنا لحضراتكم تاريخ النادي الاهلي، جبنا لحضراتكم طبعا كله عارف وانا عارف كل جمهور النادي الاهلي، جبنا لحضراتكم بعض الاحصاءات فيما يخص النادي الاهلي، ايضا اتكلمنا عن طاقم التحكيم بكره. دلوقتي بقى فقره الفقره الفنيه اللي حضراتكم كلكم دايما بتستنوها، فقره فنيه مع خبرائنا في تحليل اداء النادي الاهلي واداء فيتا كلوب ايضا او توقعاتهم بكره لمباراه غدا ان شاء الله، ماذا سيحدث في مباراه غدا. خلوني ارحب بضيوفي الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصير. يا كابتننا ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام عليك ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن. ايضا النجم الكبير كابتن عادل طعيمه، ازيك يا كابتننا؟ انا كابتن. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. ايضا النجم الكبير كابتن ماهر همام، اهلا استاذ، شرفنا ومنورنا. اهلا بيك حبيبي، اهلا بيك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. كابتن فتحي خليني ابدا بحضرتك، بكره مباراه صعبه، ولا نتكلم في ذكريات الاول ولا تحب تتكلم في الماتش على طول؟ لا في الماتش على طول. مش عايز تتكلم في ذكريات؟ لا ذكريات حلوه. خلينا بعد ده انت ملك افريقيا. ذكريات حلوه بعد الماتش. ده انت ملك افريقيا يا كابتن فتحي، ذكرياتك تاريخ بالنسبه لافريقيا. لا خلينا، هو بس عشان الكابتن المايك بتاعه في مشكله بسيطه هنعملها، لكن كابتن ماهر خليني اروح مع حضرتك، قول لي ايه ذكرياتك في البطولات الافريقيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا انا ذكرياتي للبطولات الافريقيه هتبدا وانا لاعب، يمكن بدايتي مع الفريق الاول وانا عندي 19 سنه كان اول بطوله افريقيه بنشارك فيها، افتكر موسم 75 76. أيوة. وكنا في اخفاق بالنسبه لنا يمكن في 3-4 سنين الاولانيين. نتيجه لعده عوامل كثيره جدا اسلام، منها اولا احنا كنا لاعبين ما عندناش خبره صغار السن،
يمكن قليل قوي اللي كان عنده خبرة الأفريقية في خلال هذه السنوات، لكن لما اكتملت الخبرات الأفريقية بالاحتكاك اللي احنا مارسناه من خلال البطولات الأفريقية، يمكن بعد الخبرات لما جت يا اسلام وبدانا ننضج بشكل كبير جدا. اول بطوله بالنسبه لنا كانت بطوله 1982 اللي هي كانت البطوله الافريقيه الاولى للنادي الاهلي، وطبعا يمكن السنه دي من اهم السنوات اللي موجوده في تاريخ النادي الاهلي، لان كانت اول بطوله للنادي الاهلي يحصل عليها من خلال فتره كبيره. تمام كابتن عادل، البطولات الافريقيه طبعا بتمثل لك كلاعب وكمدير فني حاجات كتيره جدا، ايه راي حضرتك في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه لازم كلنا نسلم ان البطوله الافريقيه هي الواجهه اللي على العالم كله من خلال افريقيا ثم من خلال كاس العالم للانديه. نعم. وبالتالي سعيك الحثيث انك انت تحصل على البطوله المحليه علشان توصل للبطولة الأفريقية ثم بطولة الأندية. الأهلي بينافس ريال مدريد وبرشلونة في عدد البطولات القارية من خلال البطولات الأفريقية ومن خلال السوبر ومن خلال الماتشات اللي انت بتلعبها في كاس العالم للأندية. وزي ما حضرتك تعرف ان احنا خدنا مركز ثالث في كاس عالم الأندية، والنادي الأهلي من الأندية المصنفة على مستوى العالم ولاعبتها معروفة في أفريقيا ومعروفة في العالم كله. وبالتالي البطولة دي بتمثل لجمهور النادي الأهلي وجمهور مصر أهمية كبيرة جدا. وبالتالي سعينا وسعي الإدارة إنها تؤمن كل احتياجات الفريق من لاعبين من طيارة من قطاع ناشئين من كل الأدوات اللي ممكن توصلك إنك أنت توصل إنك تحصل على البطولة المحلية اللي هي بتوصلك بالتالي البطولات الافريقيه البطولات الاخرى. مفيش شك طبعا ان النادي الاهلي لله الحمد على مدى مجالس ادارته المتعاقبه نجح نجاح بنسبه 100% ان هو يوصل للمحافل ديت، على الرغم في سنين عجاف كانت موجوده، منها احنا حصلنا على بطوله افريقيا والكونفدراليه من خلال عدم وجود ملعب، كانش فيه في بطوله الكونفدراليه. اعتقد ان احنا المباراة الأخرانية كان عندنا 14 لاعب، تخيل 14 لاعب في السكور. سنة كام دي يا كابتن؟ المتعب جاب فيها الجول من الكونفدرالية. جريدو كان المدير الفني. الكونفدرالية اللي متعب جاب جول في الدقيقة 96 ده أظن من ثلاث سنين، كان محمد يوسف هو المدير الفني. وحسام البدري برضه ما كانش فيه. جريدو مستر جريدو. فما كانش فيه ملعب، مفيش جمهور. صح. مفيش دوري، ما كانش فيه دوري. وبتاخد البطولة دي. حاجة خالص صحيح. ما كانش فيه حاجة خالص، ومع ذلك ده يعني الناس اللي يعني احيانا بتتكلم ازاي فريق ده عنصر الانسان المصري الاصيل، انك انت في ظل كل الظروف دي مفيش اي نادي في العالم ممكن يوصل للمرحله دي من خلال كل العقبات ديت. فانت بتوصل لهذه المرحله وانت حتى ما كانش فيه ليك دعم، كان ابو تريكه ووائل وكل النجوم كانوا في مرحله يعني اما اعتزال يا اما بيبطلوا، ومع ذلك انت بتحصل على البطولات ديت. ده ما فيش شك بيتحسب فضل ربنا سبحانه وتعالى ثم جهود مجالس الإدارة وفر كل حاجة. أنا أعتقد في سنة من السنوات كان النادي بيعاني من أزمة مالية، ومع ذلك مجلس الإدارة أخذ قرار أن طيارة خاصة تطلع بالفريق، على الرغم أن احنا أيامها كانت الأمال للبطولة دي كانت قليلة جدا، ومع ذلك القرار كان صارم. اعتقد كان كابتن حسن حمدي كان هو رئيس النادي ساعتها وخد القرار، وكانت الناس بتستعجبها ده ما فيش امل خالص، ومع ذلك رحنا كسبنا وخدنا البطوله سنتها. مفيش شك انه جمهور النادي الاهلي كبير قوي، عشان انه مجلس اداره بيحترم جمهوره ويوفر له كل الامكانيات، على الرغم ان هو ممكن يعاني من اي انتقادات او اي حاجه، ومع ذلك بيمشي في الطريق السليم، علشان اللي بيمشي في الطريق السليم دايما بينجح، اللي بيمشي في طريق عوج على طول لا يمكن ينجح. تقدير اللعيبه كمان، لعيبتنا مفيش لعيبه في العالم بتتحمل اللي بيتحمله لعيب النادي الاهلي. خمس مواسم، واعتقد انت كنت واحد منهم، خمس مواسم ما بتاخدش فتره راحه. المواسم كلها متتاليه. الحاجه الثانيه الناس مش حاسبينها،
ان انت ثلاث ارباع لعيبه النادي الاهلي في المنتخب. مظبوط. فالانديه الثانيه بترتاح، انت ما بترتاحش. اللعيبه اللي صح، لان من البطوله الافريقيه مثلا او من البطولات المحليه للدوري كاس سوبر منتخب مصر، منتخب الاولمبي الاولاد اللي حتى اللي هم صاعدين معاك. فالمعاناه ديت بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان اللعيب المصري او لعيب النادي الاهلي بالذات معدنه قوي جدا. لما بيحصل نوع من انواع الهبوط شويه تبقى حاجه خارجه عن ارادته، زي ما احنا ابتدينا الموسم وكان هناك خلل بسيط في الجانب الفني، المجلس اداره بسرعه حل هذا حل المشكله اللي كانت موجوده، مشكله الاصابات ابتدت تقل، مدير فني كفء ابتدت الاصابات تقل، ابتدت النتائج تتحسن، ابتدى الاداء يتحسن، ابتدى الجانب التكتيكي يزيد، كل الامور ديت بسرعه مع فتره اجازه، مع فتره اجازه، مع فتره العلاقه المصابين بيرجعوا لك. فدي كلها امور في غايه الاهميه، وبتقول ان انا شعرت ان هناك خطا تصلحه بسرعه. واحد عنده حاجه مرض بسيط كده ممكن لو انا ما عالجتوش بسرعه ممكن ان هو يتفاقم. فما فيش شك ان البطولات ديت اعتقد انها جايه باذن الله تعالى، وخاصه البطوله ديت تعوضنا عن البطوله اللي فاتت. تمام كابتن فتحي، اهم البطولات اللي حضرتك لعبت او فزت بيها؟ في بطولات كتير طبعا الفرقه افريقيه يعني. لا ايوه يعني لا مش كده يا كابتن بالراحه يا احمد. لا, لا 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 بس الناس بتزعل من الكلام. الحقيقه كابتن عادل وكابتن ماهر اتكلموا على التاريخ الماضي فيهم، وانا بعتبر هذه البطولات خلاص اصبحت في دولاب النادي الاهلي. مظبوط. فاصبحت تاريخ. مظبوط. فيعني الماضي خلينا في الماضي مش هنتكلم فيه كتير. خلينا بقى نتكلم ان شاء الله باذن الله في اللي جاي، ونكمل على اللي قالوه كابتن عادل وكابتن ماهر في ما هو قادم. لا تشغل بالك بماضي الزمان، فاحنا مش عايزين نشغل بالنا بالماضي لان الماضي تحقق وخلاص واصبحت بطولات وفي دولاب النادي الاهلي. ودايما نقولها البطوله، وانت كنت دايما تقولها، مالو الجزيره كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك خلاص البطوله دي بعد الماتش الصفاقسي احنا مبسوطين وفرحانين بعد الماتش على طول. قال لك ايه؟ الماتش على طول قعدنا، لا كابتن حسن حمدي كان موجود رئيس مجلس الاداره، والكابتن محمود الخطيب كان نائب رئيس مجلس الاداره، وكانوا كلهم موجودين معانا في البعثه. خلصنا قلنا بقى قالوا لنا مبروك، قالوا لنا مبروك وكل حاجه واتبسطنا قوي وكل قوي. بعد كده خمس دقايق بالظبط قال لك يا جماعه بقى احنا نفكر في ماتش، كان عندنا ماتش حرس الحدود افتكر في اسكندريه. قال لك يا جماعه خلاص بقى نقفل الموضوع بقى في الدولاب، نفكر بقى في ماتش الدوري. ايوه يا كابتن احنا لسه كسبانين بطوله من تونس وقصه وحكايه وروايه مش فاكر كان ماتش ايه الحقيقه اللي كان عندنا. لا اذا احنا بنكمل بقى، خلينا نخش في فرقتنا دي اللي داخله فيتا كلوب. الناس عشان ما تفتكرهاش انها فرقه سهله او فرقه ضعيفه، هنتكلم يا كابتن عن فيتا كلوب، ولكن انا برضو ليه انا دايما بسال في الحاجات دي. ان وجود حضراتكم معانا دايما بيفكرنا بايام جميله. انا عندي ايام وحضرتك عندك ايام وكابتن مار عنده ايام وكابتن عادل عنده ايام، كل واحد فينا عنده ايام جميله. الايام الجميله دي لما الواحد بيفتكرها دايما بيبقى مبسوط، دايما بيبقى فخور، دايما بيبقى سعيد، دايما بيبقى حاسس ان المستقبل فيه اكتر واكتر خلال الفتره اللي جايه. بنتعلم من حضراتكم وغيرنا بيتعلم مننا ومننا واللي بعدنا هيتعلموا منهم، علشان في الاخر نوصل. ده اسم نادي الاهلي، تعاقب الاجيال ودايما ودوران الاجيال هو ده الاساس في كل شيء. اكيد، ما هو اصل البطولات دي ما بتجيش من فراغ. نعم. والوصول الى القمه ما بتجيش من فراغ، وان انا ثالث كاس يعني في بطوله عالم للانديه ما بتجيش من فراغ، وان انا شارك اكتر من مره ما بتجيش من فراغ، وان انا احقق اهداف سواء كونفدراليه يمكن اول نادي برضو حقق فيها مصري هو النادي الاهلي، برضو ما بتجيش من فراغ. ان اكسب بطوله الدوري ما بيجيش من فراغ. كل دي لابد ان يكون في قاعده اساس وفي مبادئ وفي مسل بادئين عليها، كل الاجيال بتتوارث. نعم. فانت بتتوارث كل حاجه. الانسان بيطلع زي ما ابوه رباه، فاحنا بنطلع زي ما النادي الاهلي ربانا. ربنا على ايه؟ الالتزام. ربنا على ايه؟ الاحترام والتقدير، على الاداء، على روح الفانيلا الحمراء، على ان انت بتدي ودايما مالكش هدف غير المكسب. تلعب اي مباراه هدف واحد، ما بتفكرش في التعادل، ما بتفكرش الهزيمه مش في بالنا، لكن كل تفكيرنا وكل اللي تعب الجماهير
ان هي عندها هدف واحد، وده بيبقى ساعات بيبقى حلو وساعات بيبقى صعب. حلو في ايه؟ انك انت واخد انك تكسب على طول، طالما بكسب على طول فمش عايز اي حاجه تضايقك، مش عايز ان انا مثلا اخد وضع او الفرقه تنزل، ما الجمهور ما بيسمحش بالكلام ده، ان الفرقه مستوى يقل ما لناش دخل، انه بيلعبوا في المنتخب ما تفرقش معانا، عندنا اصابات برضو، لا الجو وحش، دوري مضغوط، الجو ما فيش درجه الحراره، ملعب مش مظبوط. الاهلي هو الاهلي، والاهلي قادر وهو اللي بيقهر اي فريق بروح الفانيله الحمراء. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده لو حضرتك ما قلتوش انا مش هعرفه، او يعني اللي بعد حضرتك مش هيعرفه، وبالتالي اللي بعد حضرتك لو ما عرفوش اللي بعده مش هيعرفه ومش هيتكلم فيه. لكن طالما حضرتك بتتكلم فيه، كابتن عادل بيتكلم فيه، كابتن ماهر بيتكلم فيه، وبعد كده انا اللي قبليه يتكلموا فيه وانا اتكلم فيه واللي بعديه يتكلموا فيه، وبالتالي هو ده توارث الاجيال. عشان كده احنا دايما حريصين ان وجود قيمه زي حضراتكم موجودين معانا، قامات زي حضراتكم موجودين معانا، بتبقى دايما قيمه كبيره في حاجات كتير، نواحي فنيه، وبرضه بنعرف الناس قد ايه النادي الاهلي ده من قبل بقى حضراتكم، من 1907 لغايه دلوقتي، وهو ماشي بسيستم واحد، بسيستم ما بيختلفش، سيستم دايما كابتن فتحي، كابتن عادل، كابتن ماهر، الجيل اللي بعد كده، الجيل اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، لغايه لما. عشان كده مهم جدا الكلام اللي حضرتك بتقوله. نروح بقى الفيتا كلاب. كابتن، مباراه مهمه، مباراه صعبه، ايوه، ولكن في نفس الوقت عايزين نعرف اهميه هذه المباراه بالنسبه لجهاز فني واللاعبين. نعرفها الاول وبعدين هنقول اهميتها. طبعا اهميتها الثلاث نقط، خلاص احنا بقينا الاول، لان احنا سبعه دلوقتي هتوصل لعشره، ضمنت ان انت دخلت في النهايات، وبغض النظر عن ما يتبقى من مباريات. لكن فيتا كلاب لازم نعرف ان هو فريق، واحنا بنلعب على ملعبه، الفريق ده ما بيخسرش عاده، ما بيخسرش في ملعبه من 14 مباراه، ما بيخسرش. يعني هو بالنسبه له هو دوري الابطال، يعني في دوري الابطال يعني هو يمكن خسر، ما في تعادل على ملعبه، الخسارات بره، فاز وتعادل يعني. وبعدين لو الاقي الدوري بتاعه، هو الدوري هناك في الكونغو 16 فريق، هو الاول دلوقتي، من ال 16 فرقه 23 مباراه لعبهم، 20 مباراه فوز، 20 مباراه فوز، وبعدين واحد تعادل والهزيمه خارج ملعبه. يعني ما على ملعبه ما خسرش، تعادل في ملعبه مرتين، وبره خسر مباراه كانت بره ملعبه. نعم. طب هو في افريقيا عمل ايه؟ برضه في ملعبه فاز وتعادل وخسر ماتشين، منهم ماتش النادي الاهلي بره ملعبه اللي كسبناه، اللي كان جاب الاجوال علي المعلول ونصر ماهر. اذا فرقه على ملعبها صعب، نقوم نبحث من دلوقتي، انت كنادي اهلي هتلعب على ارض ترتان، وترتان ليست من الجيل الرابع اللي هو احسن نوع من الترتان، ولا من الجيل الثالث المتطور، ترتان من النوع الثاني، والثاني ده يعني هو يعني ايه الترتان؟ الجيل اول وثاني وثالث ورابع، اول ما اخترعوا الترتان واللي هو كده اللي هو بيبقى زي السجاد ده الجيل الاول، عملوا نوع ثاني من الترتان اللي هو يبقى شويه فيه سمك من الحشيشه شويه، على اساس تساعد انها ما تبقى السجاده، يبقى زي الملعب، رغم ان هي كده هذا النوع برضو رديء، لانه لو في الستارز عاده انها بتمسك، وما بيرش الملعب قبل المباراه وكده، لكن زي ما سمعنا ان في بعض الحفر او بعض الديفوهات او بعض الحتت اللي هي غير مظبوطه داخل الملعب، دي مش هتساعدهم، خصوصا النادي الاهلي بيلعب في الارض، كوره مش في الهواء، فدايما لما بتلعب في الارض لازم تكون عندك ارض كويسه، فعندك الارض هتغير من رتم وسرعه واداء لعيبه النادي الاهلي في اسلوبهم الخططي اللي هم هينفذوه. طيب كل ده مقدمه بنقولها ليه؟ بقول ان النادي الاهلي بكره عنده مهمه صعبه وليست سهله وليست تسليه لفرقه ما بتخسرش على ملعبها، لكن قادره، واحنا شايفين دلوقتي ادي النوع اللي هو الترتان اللي بيتلعب عليه ملعب، ما يغركش الاستاد، المدرجات والكلام ده كله، ما يغركش حتى شكل الملعب، لكن الارضيه نفسها، ما فيش حفر، ما فيش الكلام ده، لا الارضيه نفسها، شوف نوع الترتان، ما فيش يعني الارضيه تحت الترتان ده، برضو اللي ما بيعرفوش الساده المشاهدين عشان برضو نضيفها، بيبقى فيه صبه من الارض، الصبه دي وبتحط عليها طبقه الترتان، فدي اكنك انت بتجري على
ارض ناشفه او انت بتجري في الشارع او بتجري بالظبط هو ترتان كده. فمن السهل هتلاقي كره جريتها متغيره، نطتها متغيره، انت كلاعب جريتك متغيره. واكثر اصابات وربنا يستر ان شاء الله على لعبتنا اناكل وركب في ملاعب التبتان، ودي من ضمن الحاجات اتصلحت في الجيل الثالث واتصلحت او في الجيل الرابع، بس ده لا جيل ثالث ولا جيل رابع، لا احنا في الجيل الثاني فربنا يستر علينا. ربنا يسترها. كابتن عادل عفوا، هل النادي الاهلي هيتاثر بالجمهور؟ حضرتك شايف المدرجات 80,000 متفرج اعتقد، سعه الاستاد ويمكن تزيد، وفي مباراه فيتا كلاب لما بيلعب فريق عادي بيجي له 40,000-50,000، لما بيلعب النادي الاهلي اعتقد ان الاستاد هيبقى مليان على اخره، وهتبقى الامور الحماسيه وامور الجمهور موجوده في ارض الملعب. هل ده يؤثر سلبا ولا ايجابا على فريق النادي الاهلي؟ لعيبه النادي الاهلي عندهم حاجه اسمها عمليه العزل. ما هو العزل؟ ان انا وانا بلعب وداني مش بتسمع الا الكوتش بتاعي المدير الفني بتاعي، سواء تشجيع او سواء غير تشجيع او تصفير او خلافه. لعيبه النادي الاهلي على مدار تاريخه وهو بيلعب على طول مركز في ادائه الجانب البدني والتكتيكي وكل الطريقه اللي المدير الفني طالبها من كل لاعب سواء دفاعيا او هجوميا، وبالتالي ما تقلقش على لعيبه النادي الاهلي في الحته دي، لانه انا نازل الملعب في تحكيم، في مدير فني بره اللي طريقه لعب بلعب بيها، بيغير بيعمل تغيير من داخل الملعب، بيطلب مني حاجات اضافيه، بيطلب مني سرعه ارتداد، بيفكرني بحاجات، كل الكلام ده بيبقى تركيزي كله مع المدير الفني. الجمهور انا ما ببقاش ليه علاقه بيه، زي ما احنا قلنا عمليه العزل دي بقى انا وداني مش بتسمع كل الحاجات اللي في المدرج دي. لكن انا اقصد يا كابتن ان بقى لنا فتره طويله النادي الاهلي حتى تحديدا في البطولات المحليه ما بيلعبش قدام جمهور. بس في جيل يعني على الاقل نص الفرقه من شريف للشناوي لعبوا امام جماهير، ودايما الخبرات اللي موجوده عندك في الفرقه بتسلم للولاد اللي طالعين، الشباب اللي طالعين زي كريم وهاني والجماعه دول، وحتى دول برضو لحقوا شويه. فعمليه تبادل الخبرات دي عمليه مهمه جدا، فان انا بوصل، وحتى لما بكون انا بلعب مع فتحي، بلعب مع مروان، بلعب مع الجماعه الكبار، مع شريف، مع المجموعه، مع علي معلول، الناس دي بتنقل خبراتها باستمرار سواء في التمرين ليله المباراه، يوم المباراه، يوم مع صلاه الجمعه لو في مباراه يوم الجمعه، واحنا نازلين الملعب، واحنا اثناء في الملعب، في اي كره ثابته، عمليه التوجيه دي باستمرار للشباب اللي هم ما قابلوش 70,000-80,000، بيبص في عينين زميله اللي عنده الخبره، بياخد منه الثقه في الله الاول، ثم بياخد الثقه من زميله اللي عنده الخبره في الحته دي اللي هو قابل جماهير كتيره قبل كده، وبالتالي الثقه دي بتديها ربنا بيديها له، ثم زمايله اللي موجودين، مع اعداد البدني والنفسي للمدير الفني. المدير الفني بيبقى عليه عامل نفسي قوي جدا انه بيهيئ لاعبته للمباراه، من عمليه تركيز، من عمليه توجيه، من عمليه تحفيز. النهارده المباراه بالنسبه لك مهمه جدا، وبرده حته برده قبل ما انساها، المدير الفني اللي موجود دلوقتي كسب الفرقه دي 2-0 في برج العرب. نعم. الراجل ده كان جه قبل المباراه دي ب 10 ايام. يعني هو جه على بيراميدز وكانت حاله الفريق كانت لا تسر عدو ولا حبيب، من اصابات، من نواحي فنيه، نواحي بدنيه، نواحي بدنيه كل حاجه. فخد الفرقه دي كسب 2-0. صحيح كان في فترات هم كانوا استحواذ لكن بدون خطوره. المباراه ديت انا مطمن لها ليه؟ الفريق في حاله صعود. الفريق في حاله صعود سواء دوري او افريقيا، من حيث البدني، الجانب البدني، من حيث الجانب الفني، من حيث الجانب التكتيكي، من حيث الانسجام. كل الامور ديت اعتقد مع مرور الرجل استلم في يناير، الاسبوع الاولاني 12 اظن يناير، النهارده فات شهر وشويه او شهر ونص، مع التطوير ده كله اعتقد انه ارى في تكلوب كويس، مع الزياده البدنيه والتكتيكيه. احنا بنشوف الماتش اللي فات، ده على طول بتروجيت، احنا شفنا الجمل اللي اتلعب
الراجل بيلعب وهو مغمض، عارف ان علي معلول بيلعبها لاجاييه، اجاييه بيروح لعبها لمروان، مروان بيجري يروح سايبها له، يروح حاططها في الجول. الانسجام ده شغل مدرب مع تصميم لاعبين ان هم واخدين كلام من الراجل بينفذوه في التمرين وبينفذوه في الملعب. انا عندي ايمان قوي باذن الله تعالى ان احنا المباراه بكره هنكسبها، على الرغم حاله الملعب والكلام ده. احنا قابلنا شفنا ملاعب قبل كده يعني ملاعب صعبه جدا، ومع ذلك وكان في ظروف سفر وفي ما فيش فنادق وكان ما فيش اكل كمان، احنا كنا احيانا كان جبنتك معاك تاخد الجبنه والتونه والبقسماط والحاجه ديت وتقعد 3 4 ايام، وبعدين انت حتى بعد المباراه عايز تطلع من الاوتيل عشان تركب الطياره، 4 ايام الفرقه محبوسه في الفندق مش قادرين يطلعوا للمطار عشان ياخدوا الطياره. يعني الظروف دي طبعا احنا مش موجودين فيها، لكن الفريق لازم نطمن جمهور النادي الاهلي ان الفريق في حاله صعود، والصعود ده لازم يعقبه باذن الله تعالى فوز بفضل الله تعالى سبحانه وتعالى ان شاء الله. كابتن ماهر هاخد حضرتك في نقطه تانية، مباريات الدوري غير المباريات الافريقيه، ولكن الكل متوسم خير حتى كلام الكابتن عادل على ان المباريات الاخيره في الدوري العام هي النادي الاهلي شكله مختلف الحقيقه، يمكن ابتداء من الربع ساعه او نص ساعه الاخيره في مباراه الجونه، مباراه بتروجيت بكره ان شاء الله، مباراه فيتا. هل حضرتك شايف ان مباريات الدوري هي خير اعداد لهذه المباراه؟ بالظبط يا اسلام زي ما انت قلت كده، ان مباراه الدوري واضحه قوي ادتنا ثقه خلال اداء اللاعبين والجهاز الفني، والمكاسب اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت واضح على الشاشه ان الثقه المنعكسه على شكل واداء الجهاز الفني واللاعبين من خلال الوحدات التدريبيه اللي موجوده في فيتا كلاب. يعني الاعداد اللي قبل السفر كان فيه ثقه كبيره جدا، وده نتاج المكاسب اللي حصلت في الدوري العام، شكل واداء اللاعبين من خلال المباريات المحليه، ويمكن من مباراه لمباراه واضح قوي ان في زياده من الناحيه البدنيه، من الناحيه الفنيه، من الناحيه التكتيكيه، حتى من الناحيه النفسيه، تحس ان اللعيبه كلها متشوقه انها تلعب، اللعيبه كلها عايزه تستمر في الانجاز اللي بيحصل في ملف الدوري العام. من خلال الملف ده احنا بنقفله يا اسلام، وبنبدا بقى للملف الافريقي اللي احنا الحمد لله على قمته بسبع نقاط. الفرقه فيتا كلاب احنا قدرنا ان احنا نتغلب عليها بهدفين في المباراه الاولى بيننا وبينهم. اي نعم فيتا كلاب يمكن كان عندها نقص في العدد، يمكن الطرد يمكن ساعدنا بعض الشيء في ان احنا نقدر نحرز نتيجه واداء كمان جيد ومميز. الشناوي لو تفتكر كنا موجودين في الاسوري ساعتها، الشناوي شال الكره بالظبط، كانت النتيجه لسه 1-0 بالظبط، وبعض الفرص الخطره لان هم بردك من اللعيبه اللي عندهم استحواذ بشكل كبير جدا في نص الملعب، عندهم لعيبه مميزه، عندهم سرعات، عندهم انطلاقات. كمان على ملعبهم يا اسلام الامور بتختلف بشكل كبير جدا. الكابتن فتحي يمكن الكابتن عادل قال ما بيخسروش حتى في الدوري العام، هم ترتيبهم في الدوري العام في المركز الاول، يمكن لعبوا 23 مباراه فازوا في 20 مباراه وتعدوا في مباراتين وخسروا مباراه واحده، عندهم من النقاط 62، الفرق بينهم من مازيمبي، يمكن مازيمبي الثاني ب 56 هدف، لكن عندهم جمهور يا اسلام بيديهم دوافع كثيره جدا في ملعبهم، بيشجعهم بشكل كبير وبيديهم ثقه من خلال ال 90 دقيقه. هم كمان فيتا كلاب بيأدوا اداء متميز جدا على ملعبهم، تحس انهم يعني فرقه واعده، فرقه عندها ثقه، فرقه عندها خطوط قريبه من بعض، عندها هدافين بيعرفوا يجيبوا جوال. يمكن العام الماضي كمان مع المصري هم يمكن فازوا على المصري باربع اهداف، كانت مباراه على مستوى كبير جدا. عايز اقول لك اسلام النهارده احنا عندنا ثقه ان شكل واداء النادي الاهلي اكتمل. يعني نبص الاسماء النهارده عندنا يمكن اول مره خط هجومنا بيكتمل بثلاث لاعبين يمكن واربع لاعبين، كان يمكن في المباراه السابقه جونيور اجي وليد ازار ومروان محسن، ودي ما حصلتش من فتره كبيره، يعني بقى لنا فتره كنا بنغير في حته راس الحربة، بنجيب ناس من نص الملعب بيحاولوا يلعبوا في المكان ده. مستر لاسارتي واضح قوي ان هو اهتم بفيتا كلاب، اتفرج على اكثر من مباراه، وده بيمثل شيء من التركيز، شيء من الاعداد النفسي والذهني للجهاز الفني. قدر من خلال المباريات اللي هو اتفرج عليها لفيتا كلاب ان هو يختار كمان التشكيله
اللي هتناسبه في هذه المباراه. والتشكيله دي بتتكون من عناصر، منها عناصر دفاعيه ومنها عناصر هجوميه. فالنهارده رؤيه مستر لاسارتي ومشاهدته لفيتا كلاب اكيد قدر ان هو يحط ايده على نقاط الضعف اللي موجوده في خلال هذه الفريق، وقدر ان هو يحط الايجابيات اللي ممكن احنا نقدر نوقفها او نقدر نتعامل معاها من خلال الجيم بتاع 90 دقيقه. لكن عايز اقول لك ان الروح القتاليه العاليه اللي احنا بنمتاز بيها والصفات الاراديه اللي بنمتاز بيها لعيبه النادي الاهلي في المباريات الكبيره بالذات يا كباتن، لعيبه النادي الاهلي بتحب المباريات بهذا الشكل. بيحصل نوع من الاستنفار، نوع من الروح القتاليه العاليه، نوع من شخصيه لعيبه النادي الاهلي في هذه المباريات. المباراه دي مهمه جدا يا اسلام، ان احنا زي ما الكباتن قالوا ان احنا نبقى رايحين بهدف المكسب، 3 نقاط يفرقوا معانا في الترتيب ويحافظوا لنا على المركز الاول. لو ما قدرناش نقدر ناخد الحاجه الثانيه اللي هي ان احنا ما نخسرش، نقدر ناخد مباراه تعادل. لكن انا شايف ان في تحدي كبير جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي في هذه المباراه، ان احنا يهمنا 3 نقاط في المرتبه الاولى ان شاء الله. طيب هنشوف برضو بقى بعد الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، هنرجع هنطلع نشوف تقرير مع كابتن سامي قمصان وكريم احمد، هيقول لنا ايه كابتن سامي قمصان عن اهم الاستعدادات للنادي الاهلي، وهنرجع بقى نتكلم عن النواحي الفنيه الخاصه بالنادي الاهلي في مباراته الهامه جدا غدا ان شاء الله، مباراه بكره بالمناسبه، لان في كذا حد بعت لي بيقول لي الماتش الساعه كام؟ الماتش الساعه 6 بتوقيت القاهره. احنا هنكون متواجدين مع حضراتكم بكره في تمام الساعه 4 قبل المباراه بساعتين، هنكون متواجدين مع حضراتكم. نطلع نشوف كابتن سامي قمصان هيقول لنا ايه مع كريم احمد. اتفضل يا كريم. مرحبا بك من جديد كابتن اسلام الشاطر، كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. عقب انتهاء المحاضره مباشره يمكن معانا الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، نحاول ان احنا نتكلم معاه طبعا عن الامور الخاصه بالترتيبات الفنيه للتدريب النهارده وتدريب امس كمان بشكل عام. نطمن معاك كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، موفقين يا كابتن سامي ان شاء الله في هذه المباراه، مباراه صعبه لكن احنا مركزين، ويمكن الظروف دي عدت علينا اكتر من مره، لكن عايز اتكلم التحضير للمباراه نفسي مع مستر مارتن، الجهاز بشكل عام بيتكلم على ايه؟ طبعا زي ما انت قلت مباراه مهمه جدا، واجواء لعيبه النادي الاهلي عاشوا فيها كذا مره، لكن طبعا بالنسبه لنا طبعا استعدادنا للمباراه، مستر مارتن اتكلم في المحاضره عن اهميه المباراه، وان احنا لازم نكون احنا الفعل، ما نبقاش رد الفعل، لازم نخش الماتش بدري. هم عندهم يعتبر الفرصه الاخيره بالنسبه لهم، برضه هم بالنسبه لهم النقاط اللي جمعوها كلها من ملعبهم، كسبوا سيمبا 5 وتعادلوا مع شباب الثوره وخسروا مباراتين برضه، يعني هم بيقدروا يلعبوا كويس على ملعبهم. ملعب زي ما انت شفت نجيل صناعي مش كويس، لكن دايما احنا بنتكلم، يعني احنا بنقول الواقع، لكن احنا طبعا ما بنقولش مبررات خالص ولا لعيبه برضه نفس القصه، لكن نتمنى ان شاء الله ان احنا اللعيبه تكون ان شاء الله في الموعد، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق الهدف ان شاء الله. احنا عندنا اكثر من لاعب عاد من الاصابه، لكن النهارده شفنا هشام محمد يمكن غير متواجد عنده على ما اعتقد كان بطل الركبه، عايزين نطمن عليه هل هيبقى متواجد بكره ولا عدم تدريبه النهارده ده تفضيل ان هو يريح ولا لا يا كابتن؟ يعني هو الدكتور فضل اللي هو يريح النهارده، عنده شد خفيف تقريبا في السمانه، لكن ان شاء الله ممكن بكره بقى كويس، برضو انت عارف ضغط المباريات ممكن ما نجازفش بيه، فلسه الراجل هيحدد بكره ان شاء الله في تمرين بكره. بشكل عام شايفين التركيز، ودي سمه المعسكرات وسمه النادي الاهلي النهارده كمان في التدريب، مستر مارتن والجهاز الفني بيشوفوا كمان الملعب ازاي، الملعب هيكون ممتلئ على الاخر، الجو والامور دي كلها بتتكلموا مع اللعيبه ازاي. احنا زي ما انت قلت يا كابتن سامي مش بنقول مبررات، لكن ده الواقع وده اللي احنا شايفينه هنا في الكونغو. طبعا انت عارف ان فيتا كلاب من عنده شعبيه كبيره جدا هنا، خصوصا هنا في كينشاسا، ملعب انت شفت وسائل الاعلام اتكلموا ان بيدعوا الناس اللي هم يجوا والملعب يكون ممتلئ على اخره، وده بالنسبه لهم زي ما قلنا قبل كده اللي هو ده فرصه اخيره بالنسبه لهم، بيلعبوا النادي الاهلي بطل القرن واعظم نادي في افريقيا، فطبيعي يعني هيبقى في دوافع كبيره للعيبه. لكن زي ما انا برضو بنأكد فيه ان احنا ان شاء الله عندنا هدف واحد احنا اللي بنسعى له، ودايما البطل هو اللي بيقدر يتغلب على الظروف ديت، وان شاء الله معروف النادي الاهلي ده طبعا ان هو طبعا نادي بطل ونادي قادر يتغلب على الظروف اللي تقابله ان شاء الله.
كمان من مميزات الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي في نفس الوقت هو الفصل بين كل البطولات، البطوله الافريقيه وبطوله الدوري، لكن تتفق معايا كابتن سامي ان المرحله دي مرحله مهمه جدا، سواء في البطوله الافريقيه او في بطوله الدوري، احنا ماشيين بشكل مميز في بطوله الدوري، وايضا كمان المرحله دي هامه جدا في البطوله الافريقيه. طبعا مرحله مهمه جدا، لكن كل المراحل في النادي الاهلي صعبه جدا جدا جدا، وانت مطالب بكذا حاجه، مطالب بنتيجه ومطالب باداء ومطالب ان انت تمتع جمهور النادي الاهلي اللي بيحب الكره الجميله فكل الامور دي انت بتحاول تشتغل عليها. احنا الحمد لله الفتره اللي فاتت ماشيين بخطه كويسه، اداء كويس، نتائج الحمد لله على اعلى مستوى، اتمنى ان شاء الله اللي هي تستمر. لكن برضو انت عارف البطولات الافريقيه انت بتعدي مراحل، وده مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نعدي طبعا من دور المجموعات، وبعد كده نفكر في دور 16 وفكر في دور الثمانيه وقبل النهائي. برضو نفس القصه في بطوله الدوري، لان احنا يمكن السنه اللي فاتت يمكن مشينا خطوات كبيره، ويمكن الاخفاق اللي حصل في المباراه الاخيره في النهائيه طبعا بتضيع كل التعب اللي فات ده. لكن ان شاء الله اعتقد ان هي خبره كويسه اخذناها واللعيبه اخذتها، لعيبه في لعيبه كتيره جدا كانت اول مره تشارك السنه اللي فاتت، لكن الحمد لله دلوقتي الخبرات بتاخدها، يمكن هم دلوقتي اللي بينقلوا خبراتهم للعيبه اللي لسه جايه جديده، ان البطوله الافريقيه غير بطوله الدوري العام. وبرده دورنا ودور كابتن سعيد ودور كابتن محمد يوسف عامل مجهود كبير جدا، يعني لو اللعيبه لانه ما شاء الله عنده خبرات كبيره وراجل واخد بطوله افريقيا. عندنا لعيبه كبيره برضو بتعمل دورها على اعلى مستوى، سواء شريف، عاشور رغم ان هو مش موجود، وليد سليمان، احمد فتحي طبعا موجود دلوقتي، نجيب حتى هو مش موجود معانا. فكل اللعيبه كبيره وكل واحد ما بيبخلش عن سواء بنصيحه سواء بجهد سواء بتعب، فهو ده النادي الاهلي. يعني حديث مع اللعيبه وخلق الدوافع يا كابتن سامي، هل بتتكلموا على الفرق الاوروبيه امثال باريس سان جيرمان وريال مدريد؟ بتحطوا الامثله دي مع لعيبه النادي الاهلي لان فرق كبيره زي ريال وباريس سان جيرمان، هل بتبقى الامثله دي معاكم مع لعيبه النادي الاهلي؟ طبعا الكوره دايما بتدي لك دروس في كل المواقف اللي بتحصل، يعني يمكن امبارح اتفرجنا على شفت ريال مدريد قبل كده، وامبارح باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد نفس القصه. ممكن الراجل يتكلم في الماتشين دول بالذات، يعني ان الكوره دايما لازم تحترمها، لازم تحترم الخصم، لازم تحترم كل المنافس قدامك، حتى لو انت عندك فرصه كبيره في المباراه، لكن الكوره فيها متغيرات كتيره جدا، الكوره بتحترم اللي بيقدرها واللي بيتعب. فاعتقد طبعا دي دروس لازم نتعلم منها، وخبرات ايجابيه انت بتشوفها تقدر تنقلها للعيبه. اخيرا يا كابتن سامي، ايه اللي ممكن نقوله لكل اللعيبه؟ ان شاء الله لعيبتنا تكون موفقه بكره باذن الله. ايه اللي ممكن يقوله مدرب فريق النادي الاهلي كابتن سامي مبصر لكل لعيبه النادي الاهلي؟ اقول لهم ان شاء الله ربنا معاكم وربنا يوفقكم، يا رب ان شاء الله تكون يومكم تقدروا تغلبوا على كل الظروف، وثقتنا فيكم كبيره جدا، جمهور النادي الاهلي عشمان فيكم جدا جدا يعني، وده حقهم. وان شاء الله انا اعتقد ان شاء الله ان اللعيبه عمرهم ما هيخذلوا جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سامي مصطفى مدرب فريق النادي الاهلي، تركيز كبير يا كابتن اسلام، ده اللي بناكد عليه في كل لقاءاتنا سواء مع نصر القنديل كابتن سامي، كل طبعا اللقاءات اللي احنا بناخدها هنا هي دي هو ده النادي الاهلي، التركيز الشديد سمه معسكرات فريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله غدا يكون اليوم من نصيب النادي الاهلي ثلاث نقاط مهمين، وايضا كمان كل اللعيبه تكون في حاله تركيز شديده جدا، الجو والظروف وارضيه الملعب كل الامور دي ان شاء الله نتجنبها، وبكره ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق يحرز ثلاث نقاط يكونوا مهمين كالعاده في مشوار النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. ليك يا كابتن اسلام، شكرا جزيلا يا كريم على كل هذه المداخلات، الحقيقه شغل كويس جدا. كابتن عايز اسال حضرتك يا كابتن عن حاجه مهمه جدا، اهمها هي ان الدوافع اللي موجوده في الفريق، الدوافع اللي موجوده في الفريق بالنسبه للنادي الاهلي معروف الدوافع ايه، لكن في تكلاب زي ما الكابتن سامي قال، انا يعني الحقيقه كنت بتذكر كلام الكابتن سامي لانه قال نقطه مهمه جدا، قال ان فيتا كلاب لو خسر النهارده او تعادل مباراه بكره ان شاء الله هتبقى عنده خلاص خرج بره البطوله تمام. هي دي بالنسبه له يعني زي بالبلدي كده بنقولها حياه وموت، يعني ده بالزبط. الفرصه الاخيره بالنسبه له. وفرقه ما بتخسرش على ملعبها، ده بيصعب الماتش يعني طبعا ولا؟ لازم تصعب الماتش، لكن في نفس الوقت ممكن تبقى تسهله، ان هو لو النادي الاهلي قدر ان هو الالتزام الخططي، التزام خططي من ناحيتين، نمره واحد الدفاعي ثم الواجبات الدفاعيه للعيبه لل 11 لاعب مش للاربعه خط الظهر وحارس المرمى، بالاضافه الى المهاجمين، التزام دفاعي الاول، التزام دفاعي الاول، التزام بنقولها ثلاث اربع مرات، ثم الالتزام الهجومي ان انا لما بيجي لي كوره او فرصه او انصات فرص ازاي استغلها وانقل الهجمه وان انا اسمع كلام حضرتك ده يا كابتن فتحي، الناس ممكن تفتكره كده، انا بقول لحضرتك ان ممكن الناس تفتكره كده، يقول لك دافع الاول او دافع بس. كره القدم طالما انا ما معيش كوره فانا كلنا في موقف دفاعي. كره مع الخصم في اي وضع من الاوضاع مع حارس المرمى بتاعه،
انا في موضع دلوقتي دفاع. ليه؟ لان انا عايز اخد الكوره. طالما خدت الكوره ما افقدهاش بسهوله. نعم. لو انا ما فقدتش الكوره بسهوله وتستمر الاستحواذ على الكوره وتفضل الكوره معايا، سهل جدا ان انا الكوره المباراه بتتلعب بكوره واحده مش بكورتين. فطالما انا معايا الكوره مفيش خطوره عليا. فاذا ايه الالتزام؟ التزام ان انا الكوره طول ما هي معايا، فده نوع من انواع الدفاع. مش دفاع ان انا اقف 10 ورا. ايوه. ما انا ممكن في وسط الملعب واقعد انقل الكوره، ما ممكن وانا بهاجم بس ما افقدش الكوره. طالما الكوره معايا ده يعني في كرة القدم الحديثة، طالما أنت مستحوذ على الكرة فأنت في دور دفاعي. ليه في دور دفاعي؟ لأن هم ما همش حاجة يجيبوها أجوال، الكرة معاك أنت. فصعب جدا أنهم يخترقوك، صعب جدا أنهم يناوروا معاك طالما ما فقدهاش. إذا نوع التزام، أنا بقول التزام يعني إيه؟ يعني لازم التمرير يكون صح، الاستقبال يكون صح، التحرك بدون كرة يكون صح، إن كلنا لازم نكون قريبين من بعض. ما فيش داعي بقى للكره الطويله في ملعب الترتان. أيوة. لان كل الحاجات دي كلها الكره الطويله والكور تسيب الكره تنط بتلاقيها بتنط بتغير اتجاهها، كل ده مش نط الكره مختلف عن الطبيعي طبعا. يبقى اذا طالما كرتي في الارض احنا بنقرب لبعض، قربنا الخطوط، قربنا مسافات، وما نستعجلش في المباراه لان هم هينزلوا صراع وهيجروا بكل طاقتهم وهتلاقيهم في اقصى الحماس الجماهيري ربع ساعه زائد اخر امل لهم، كل ده هيبان في الاول. لو انا مشيت معاهم على نفس السرعه مش لمصلحتنا، مصلحتي انا لازم اهدى لان انا اتقل، خبرات لعبتي اكتر، زي ما قالوا الكباتن ان جايين دلوقتي بعد فتره حصل فيها نضج للفرقه في فهم واجباتهم الخططيه، في تحركاتهم داخل الملعب، في المثلثات، في ان اربعه مع بعض، في الكفر، في التغطيه، في انهاء الهجمه، في المجموعات الهجوميه اللي بنقدر نقدم بيها، كل ده لازم يترجم هناك. لكن انا مش هقعد لو هلعبهم بكور طويله وهنجري كده هتبقى المباراه صعبه علينا. هم نازلين بحماس، دوافعهم ما لهمش حل غير الفوز. تلعب النادي الاهلي بطبيعته. ده غير بقى ان انا بلاعب بطل افريقيا، غير ان انا بلاعب النادي الاهلي، غير ان انا خسران في المباراه الاولى، غير ان انا ما بخسرش في ملعبي، كل دي عناصر وعوامل بتساعدهم في انهم يستمروا في هذه القصه. لكن كره القدم ما فيهاش كده، كره القدم فيها طالما انا معايا الكوره وفي التزام وفي واجبات ومليون في الميه هو نصرتي عارف ان هو هيتعامل ازاي مع هذه المباراه. هي مباراه مدربين قبل ما تكون مباراه لاعبين، لان ازاي هيتعامل مع المدرب اللي قدامه هو في صراع، المدرب اللي قدامه في صراع، هل هاجم واسيب نص ملعبي فاضي؟ يبقى اكيد هم لما هاجموا سهل جدا عندي المرتدات. ليه؟ لان هيكون عندي طوال، عندي لعيبه كتير دلوقتي مهاجمين ناضجين في انهاء الهجمات انهم يقدروا يوصلوا بيه. تمام. كابتن عادل، في كريم احمد في بدايه الحلقه وانا بتكلم معاه في وسط الكلام كده قال لك ايه؟ ان الراجل قعد مع رامي ربيعه واحمد فتحي تحديدا، قعد معاهم فترات يعني قبل التمرين واثناء التمرين هل من الممكن ان احنا نرى رامي ربيعه او احمد فتحي او الاثنين موجودين بكره في التشكيل الاساسي؟ ولو حضرتك مدرب الاثنين راجعين من اصابه طويله يعني وبقى لهم فتره طويله ما لعبوش، هل تفتكر ان ده ممكن يحصل بكره؟ ما اعتقدش. هو التغيير اللي ممكن اغيره هيبقى لاعب او اثنين، يعني الماتش الاولاني كان سليف كوليبالي ممكن يخش سعد او ياسر، وطبعا علي معلول وفي هاني. لما بيقعد الراجل لما بيقعد مع احمد فتحي ما كان برضه قاعد مع احمد الشيخ وبيجهزه نفسيا ان انت ده الماتش اللي فات احمد فتحي بقيمته. وليه افتكر انا يوميها 10 دقايق ربع ساعه افتكر حضرتك وقعد مع احمد فتحي الماتش اللي فات ماتش بتروجيت وما لعبش. الراجل بيرفع من معنوياته وبيقول له انت في اي وقت انا احتاجك وخاصه بكره، فممكن جدا في خلال ماتش بكره ممكن ان هو يدفع بيه. الدكة قوية جدا بفضل الله، هي عندك مروان اعتقد انه هيبدا بمروان وهيبقى فيه ازارو. تخيل بقى الازارو ممكن يبقى بكره قاعد على قاعد على الدكة وهو كان هداف الدوري طول الفترات اللي فاتت. ما اعتقدش ان الراجل ده هيحاول ان هو يغير، لكن في بعض اللاعبين ما اعتقدش ان هو هيبدا بيهم وخاصة رامي مش هيدفع بيه لانه هو عارف ان لسه رامي ما اكتملش بلياقة المباريات. أوكي. لياقة المباريات لسه ما خدهاش. وبالتالي هو مش هيدفع بيه أبدا لأن الراجل ده بيحافظ قوي على اللعيبة. فمش هيدفع بيه في الوقت ده يعني. الحاجة التانية هشام زي ما احنا قلنا احتمال زي ما قال كريم احتمال بكرة ما
صعب جدا ان عنده شد في السمانه ويبدا بيه في مباراه مهمه زي دي. فالمشكله هتبقى عند لسارتي. مين اللي يلعب جنب كريم نزبد؟ كريم وعمرو السليه. ما في عمرو السليه راجع. عمرو برضو عشان راجع من اصابه، هل من الممكن ان هو يلعب؟ لا عمرو سليم سمعنا راجع من الاصابه. لا, لا 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 في راجع من اصابه يعني الاصابه ما كملتش، ما لسه موجوده. رجع من الاصابه يعني سليم. ايوه لا ما نقصد ان يعني الاصابه الاصابه ما تعوقوش عن اللعب. يعني الاصابه بتاعت عمرو لا تعوقه الا ما كانش سافر. بس هو برضو خلي بال حضرتك نفس الكلام على احمد فتحي وعلى رامي ربيعه، ما هو الاثنين الاصابه لا تعوقهم. بس عمرو رجعوا. لا في فرق بين احمد فتحي وعمرو. احمد فتحي بقاله 3 شهور ما بيلعبش. انما عمرو السوليه غاب ماتش. غاب ماتش واحد. مظبوط. والاصابه بتاعته كانت بنحافظ عليه. بنحافظ عليه. فانا بحافظ عليه علشان مباراه زي دي. فاعتقد ان عمرو مع كريم الثالث يا اما هيبقى ماهر يا اما انا بفضل بتمنى ان حسين الشحات يلعب في الحته دي. حضرتك مصمم على الموضوع ده من وانا انا بفكر الناس. حسين الشحات لو لعب في المكان ده بيدافع كويس، بيهاجم كويس تحت المهاجم اهو كده، يبقى هو دايما في قلب الملعب. يعني احيانا بيلعب بثلاثه زي الماتش سيمبا اللي كسبناه 5 كان بيلعب بثلاثه. مظبوط. وانا قلت لك قبل كده لما هشام بيسقط بين السردباكين وقلنا القصه دي. ممكن جدا كريم مع عمرو السليه مع حسين هيمثلوا ثلاثي بيدافعوا كويس قوي، في سن صغير، في كوره، في طموح، في تسجيل اهداف، ويلعب بقى باي اثنين على الطرف. على الطرف رمضان واجاييه مثلا. انا بفضل ما يلعبش اجاييه في ماتش زي ده. ليه؟ لان اجاييه ركبته في الملعب ده ممكن هي تبقى مش مساعده شويه. جيرالدو اعتقد ان ممكن مباراه زي دي تبقى لا جيرالدو خارج القائمه الافريقيه. خارج القائمه مش يعني فده برضو الحته دي هو ده الحقيقه هنخسره في المباريات الافريقيه طبعا، لان الماتش ده فرقه الكوره لازم كلنا نبقى عارفين. واحنا بنشوف الفرق الكبيره بتعمل ايه، اللي من ضمنهم النادي الاهلي، الفرقه اللي هي مصنفه. انا ما بدافعش وبهاجمش، انا بدافع كويس قوي وبهاجم كويس قوي، بس بهاجم بالاسلوب اللي انا عايزه. فريق فيتا كلاب بيعمل ايه؟ بكره هيبقى في ضغط عليه ولا في ضغط علينا احنا؟ الضغط هيبقى عليه هو لانه ده اخر كنادي. لا 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 بس انا بحكم ان انا بطل افريقيا، بحكم ان انا عندي امكانيات، بحكم ان انا متصدر، بحكم ان انا عندي خبرات. ده تاريخ فيتا كلاب خد كم مره دوري افريقيا؟ مش عارف، بس ما اعتقدش ان الاسم بتاعه مره واحده من الرجاء اعتقد الرجاء المغربي مره واحده. فاحنا بنشوف الانديه الكبيره زي برشلونه بيروح يلعب في اي حته بيدافع كويس قوي وبيهاجم كويس قوي من خلال انه بيقرا الفريق اللي قدامه. انا بكره ان شاء الله هنلاقي احتمال جدا للراجل المدير الفني اللي بقاله سنتين من 2017 بيهاجم بكثافه عاليه. ممكن جدا لاسارتي يبتدي يستغل الاظهره ورا الاظهره، يبقى ورا الاظهره ممكن يبقى رمضان بكره من الناس اللي هي ممكن تبقى في الحته دي، بحيث ان هو ياخد من ورا الباك ويبتدي يشق ويبتدي يعمل شغل مع حسين مع مروان، شغل يبقى عالي جدا، وخاصه ان احنا بنجيد الهجمات المرتده السريعه. حسين مع مروان زي ما شفنا برضو الجمل اللي كان لاسارتي مديها لرمضان مع حسين وشفنا الكلام ده، والماتش اللي فات شفنا مروان مع اجاييه وفوتها له وتتحط. الجمل دي ما هياش افريقيا ودوري، ده ماتش كوره، ده ماتش كوره. ماتش كوره يعني ايه؟ يعني ده فريق وده فريق، بس ده اسمه بتروجيت وده اسمه فيتا كلاب. صحيح ده حاجه وده حاجه، لكن انا بدافع كويس قوي، بدافع زي ما قال كده كابتن فتحي، بدافع بال11. ال11 دول يعني ايه؟ يعني السردباكين ما فيش حد يزيد عليا، يبقى مروان بيعمل واجب دفاعي. طب الاطراف يبقى رمضان بيسقط في مساحه معينه، بعديها لا، علشان الواجب الهجومي يبتدي يستطيع ان هو يعمله لي. بهاجم ازاي؟ يبقى عندي في عناصر انا مكلفها بالواجبات الهجوميه. في اوقات انا معديت نص ملعب فريق فيتا كلاب لازم يبقى انا عندي الكثافه داخل ال 18 كثافه عاليه. اذا كان هاني هيلعب او علي معلول، والاثنين دول بنسبه 100% هيلعبوا ان شاء الله، اعتقد هيبقى ليهم واجبات دفاعيه وهجوميه مؤثره جدا، لانه الضغط العصبي اللي الجمهور هيمثله للفيتا كلاب هيبقى عالي جدا. هم ما عندهمش امل ان هم يفوزوا، التعادل يطلعهم، لانهم ان هم خارجين بعد كده، دول خارجين بعد كده هيلعبوا سيمبا في تنزانيا. فدي المباراه دي بالنسبه لهم
يعني حياة أو موت. الضغط العصبي ده هيبقى عليهم. أنا عندي ضغط عصبي بس مش زيهم. أنا حتى لا قدر الله وتعادلت أو حاجة أنا برضو عندي أمل إن أنا أخش. زين الأمل موجود مظبوط. فالضغط هيبقى الجمهور حتى لو بيشجع ولا آخره الكلام ده ما بيأثرش في لاعبتنا بإذن الله تعالى، إنما بيأثر فيهم هم كفريق. الحاجة الثانية والحاجة المهمة جدا إن إحنا المباراة كل مباراة بيبقى ليها سيناريو. أنا عارف إن الفريق ده بينزل بيدافع بيهاجم بكثافة، يبقى أنا بعمل عملية امتصاص الكلام ده وبخلي الريتم يبقى هادي. علشان كده بفضل إن رمضان يبدأ بكرة، لأن رمضان من النوع اللي هو ممكن يجمع الفريق سواء على الطرف أو في العمق، بيعمل عملية محطة بحيث إن هو يقف ويبتدي يستغل تحركات مروان. مروان أنا احيانا في بعض الاستديوهات انا كنت احيانا بشد عليه شويه لحد ما وصل للمرحله دي اللي انا يعني بعشقه وهو بيأدي الاداء الممتع ده. انا بنشوف بيدافع ازاي بقلب ازاي، حتى في العشر دقائق نزلهم الماتش اللي قبليه شفناه عشر قبل بعد بتروجيت قبل بتروجيت الجونه شفنا العشر دقائق نزلهم في عمل فيهم ايه الجهد اللي عمله ايه وعمل الجول وكان هيجيب اكتر من جول بدماغه. ف المحطه دي مع تحركات مروان مع تحركات حسين الشحات مع عمرو السوليه والتكمله، ولادنا دايما عندهم ان لازم نديهم الامل وجمهورنا لازم يديهم الامل في عمليات الاداء الفني ده، لانه لازم ندافع كويس قوي ولازم نهاجم كويس قوي ولازم نرجع بثلاثه بونت، لان دول مهمين جدا، لان ده النادي الاهلي مش نادي تاني اي نادي. تمام كابتن ماهر. من الناحيه الفنيه بقى برضو على الجانب كابتن لسه عادل كان بيتكلم على الاطراف هاني ومعلول، اذا طبعا احنا لسه مش عارفين التشكيل ولا بنتوقع مع حضراتكم تشكيل المباراه، ولكن دايما هاني ومعلول بيبقى لهم دور كبير جدا جدا. احنا عندنا وجهه نظرك الاول مين اللي ممكن يبدا هذه المباراه عشان اعرف اتكلم مع حضرتك؟ هو بص اسلام، يعني انا شايف ان موضوع التثبيت بالنسبه لمستر لاسارتي بشكل كبير جدا في المباراة السابقة واضح قوي، هو اللي دخلنا في شكل واداء وطريقة اللعب اللي بتزيد مباراة من المباراة للتانية. فانا شايف الشناوي اللي حراسة المرمى محمد هاني باك رايت، وهيبقى ايمن اشرف وياسر ابراهيم ومعلول واثنين في نص الملعب. اثنين هقول لك والسبب ايه، ان احنا في مباراة الثورة لعبنا 4-3-3 مع الترتان، كان واضح قوي ان احنا بندافع ومش عارفين ندافع كمان بشكل ايجابي، اثرت معانا طريقه اللعب. فالنهارده اتمنى ان الطريقه تختلف ونرجع للطريقه الطبيعيه بتاعتنا اللي هي 4-2-3-1. يبقى الاثنين الهاف ديفندر اللي موجودين السوليه وكريم نيدفيد، الثلاثه اللي قدامهم الشحات ناحيه معلول ورمضان صبحي ناحيه اليمين او العكس، واجايي لان هو بيجيد اللعب اللي هو تحت راس الحربه بشكل جيد، ومروان محسن. التركيبة دي فيها عناصر دفاعية بتمثل يمكن أكتر من 70% وبتمثل عناصر هجومية أكتر من 70%، فعشان كده التوازن في الدفاع والهجوم أنا شايف بالتركيبة دي يقدر يدينا الملكة ويقدر يدينا الستارت ويدينا الثقة من بداية المباراة. لكن زي ما الكباتن قالوا إن إحنا عندنا جمل تكتيكية وعندنا طرق لعب بنحافظ عليها بشكل كبير. انا شايف المباراه ديت يا اسلام ان احنا 70% في الشق الدفاعي الثلاث خطوط يبقوا قريبين من بعض بشكل جيد، ندافع بنسبه 70% 75%، وبعدين الاستحواذ والاستخلاص الكوره هيساعدنا ان احنا نقدر نهاجم بنسبه 30%. الهجوم هنا بيبقى متنوع من الاطراف، ممكن اختراقات من ناحيه معلول او من ناحيه الشحات يعملوا لنا جمل من الاطراف تقدر تصب في جوه ال 18 عن طريق كروسات عرضيه، او اختراقات فرديه ممكن يقدر يقوم بيها الشحات واحد ضد واحد، اجاييه يقدر يعمل في العمق الدبل باص اللي هو بيمتاز فيه مع الشحات ومع رمضان صبحي ومع مروان محسن، محمد هاني ورمضان يقدروا يعملوا لنا جبهه من ناحيه اليمين فيها اختراقات بردك على اعلى مستوى، السوليه شفنا في فترات كتيره جدا هو اللي بيعمل الاندفاع الهجومي وبيامن الثلاثه بتوع نص الملعب في التصويبات اللي مخارج ال 18 هو كريم نيدفيد. اهم حاجه اسلام في المباراه الخارجيه اول 10 دقائق او ربع ساعه، لان الضغط الجماهيري اللي هيقع علينا في المباراه دي في منتهى الصعوبه، لان هم بادروا النادي المصري وقدروا ان هو يتفوقوا عليه باربع اهداف في اول ربع ساعه سجلوا هدف. فاحنا النهارده هنستفاد، عايزين نستفاد
من الحاجات ديت ان مستر لسام تتفرج على اكثر من مباراه. اول ربع ساعه هي اخطر اوقات المباراه، ان احنا بنحاول ما يجيش فينا، نقدر ندافع بشكل جيد، نامن بشكل جيد، نقدر ناخد ثقه بعد كده. وزي ما الكابتن عادل والكابتن فتحي قال يبقى في سيناريو من خلال ادائنا في المباراه. لكن عايز اقول لك ان التركيبه اللي موجوده عليها لعيبه النادي الاهلي بهذا الشكل، اتمنى الشكل يبقى موجود، او الناس اللي موجوده خارج في الاحتياطي، كل الناس الحمد لله اكتملت اللياقه البدنيه، اكتملت الخبرات الافريقيه، فاضل بس ان احنا التوفيق وعدم التوفيق. التوفيق نتمنى من المباراه بالثلاث نقاط، زي ما قلت لك لو ما كسبناش نقدر ناخد النتيجه اللي بعد كده التعادل، ويبقى عندنا مباراه الثوره الجزائري ان شاء الله نقدر نتفوق عليه، يبقى احنا عندنا الاهلي يا بطل المجموعه يا تاني المجموعه ان شاء الله. تمام، هنرجع نكمل كلامنا من الناحيه الفنيه، ولكن نشوف اهم استعدادات، التقرير عن اهم استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه، ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن فتحي، كيف يلعب النادي الاهلي غدا للفوز بهذه المباراه من وجهه نظرك؟ طبعا من وجهه نظري نمره واحد، لازم نعرف ان كل مجموعه النادي الاهلي دلوقتي تاقلمت، عشان الناس ما تفهمهاش، او احنا في ترتيب اللعيبه مين يلعب مين يبدا او من كده، يعني عموما ان دلوقتي العشر لعيبه اللي بيلعبوا قادرين على احراز الاهداف، بدليل محمد هاني سجل، علي معلول سجل، ندفيد سجل، سلية سجل، دول كلهم بيلعبوا فين؟ في الخطوط الخلفيه. يعني ده مش معنى ان انا بلاعب دول يبقى ان انا بلعب بطريقه دفاعيه، اذا كانوا هم دول اللي بيسجلوا الاهداف. اذا طريقه النادي الاهلي دلوقتي حاجه ثانيه كمان، بتقول النادي الاهلي ده كرة القدم الحديثة أو المودرن فوتبول، كرة القدم الحديثة إن أجوالك أكترها معظمها زي كأس العالم من داخل منطقة الجزاء، وكل جوالنا دلوقتي كلها من جوه 18. أنا ما شفتش جوال يعني من مسافات البعيدة أو من عبارة القارات أو من كله حتى الضربات الثابتة لو جت ضربة جزاء، لكن أو ضربة ركنية من داخل ال 18، فكل جوالنا دليل على إن إيه؟ إن هناك في جماعية في الأداء. نعم. مش فردية في الأداء. جماعية الأداء وبتخلق، وبعدين الكرة بتتنقل أكتر نقلة، أكتر تمرير، أكتر استحواذ، وفي النهاية بتنتهي بجول. إذا هي دي بقى في شخصية للنادي الأهلي كده، فدي مش مخوفاني مين يبدأ، يعني مع حضراتكم سواء كابتن عادل أو كابتن ماهر أو أنتوا قلتوا مين اللي هيلعب، دي مش قلقاني. اللي قلقاني إيه؟ إن إحنا نلتزم 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 بدورنا. أولاً يكون في عمق دفاعي وقت الهجمة، ما نسرحش، لازم يكون تركيز. أي ضربات ثابتة خارج المنطقة وفي أي كده لازم لاعب يعطل هذه الضربات الثابتة حتى احنا نظبط نفسنا ورا. دي برضو دي من ضمن الحاجات اللي مين يلعب مش مهمة، بس لازم الكور دي ما سيبهاش انها تتلعب، لأن اللي بتشكل خطورة علينا عادة الضربات الثابتة. فالضربات الثابتة دي ازاي؟ ما خلاش تتلعب بسرعة. أقرب واحد للكورة هيعطلها. عطلها خلاص مش هقدر اعمل، يعني هقدر اظبط نفسي ورا، هقدر اقف صح، موقفي صح، هقدر التزم بالناحيه الدفاعيه، هراقب صح. فدي بتحسسكم، يمكن انت كنت مدافع وماركن مدافع هم دول، فانت عارف انك لما بتقف غير لما تكون الكره متحركه وتروح تمسك الراجل، فانت عارف الكره قدامك هترفع وانت هتمسك الراجل ازاي. يبقى انت ده لازم مين اقرب واحد هيعطلها، يبقى الضربات الثابته نخاف منها، نبقى ونركز فيها كويس قوي. ضربات ثابته ايا كانت بقى، فاولات ولا ضربات ركنيه ولا كده. ثانيا لازم يكون عمق وقت ما احنا نهاجم، مين اللي هيسجل والتشكيل، مين اللي جوه ومين اللي بره ومين اللي هيصنع. كل لعبتنا دلوقتي قادره على احراز الاهداف، وهي دي ما عندناش هداف. يعني الهدافين زمان مثلا السنه اللي فاتت كان ازارو وهو الهداف هو الوحيد، اتمسك ازارو اتمسك النادي الاهلي. دلوقتي هيمسكوا مين؟ ما هو بيجي لك الباك اليمين يجيب والباك الشمال يجيب وفي نص الملعب يجيب، و يعني اي نصر ماهر برضه ما بيجيب، كل دولت اللعيبه القادمون من الخلف هم اللي بيسجلوا، والمهاجمين بيسجلوا، بس الى حد ما الى حد ما اتشكلت وتاهت زي ما بتقول ايه؟ تاهت المسؤوليه، مش المسؤوليه اللي انا كده، يعني ما تقدرش تجبر الفرقه اللي قدامك هتمسك مين ولا مين ولا مين، فانت بتتوههم، لان ما عندكش هداف واحد بس اللي هتمسك، انت عندك مجموعه لعيبه كل واحد فيهم قادر على احراز الاهداف، فدي بتصعب مأموريتهم بتسهلها لنا.
اللي يختار اختاروا انتوا حضراتكم، اختاروا اي 11 وهو يختار اي 11 اي واحد قادر دلوقتي انه هيسجل له هدف. وبالتوفيق ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كابتن عادل يعني حضرتك وانت بتتكلم بالتشكيل قلت نيدفيد والسولية ومن امامهم اربعه في الامام رمضان وحسين ومروان واجاي مثلا ولا مين؟ لا احتمال تفكير الراجل سطر عبد اللي انت بتتكلم عليه، احتمال تفكير الراجل انه زي ما حضرتك قلت ان هو قاعد مع فتحي، وطالما ان هشام ما اعتقدش انه هيجازف بيه لانه كريم قال انه في شد في السمانه، شد في السمانه او حتى ما تمرنش النهارده، ما اعتقدش انه هو بيريحه عشان يلعبه بكره. لا ده مش شغل تدريب، اللي درب ما يقول الكلام ده حتى مش هيبقى في ال11. ادي نقطه. النقطه الثانيه احتمال كبير جدا بقول يمكن 80% انه احمد فتحي يقوم بدور هشام انه يلعبه هاف ديفندر ويبقى هو اللي بيسقط يستلم ويبقى هو اللي عامل القافل الحته اللي قدام ياسر واللي قدام ايمن اشرف، ويبقى على شماله عمرو السوليه وعلى يمينه كريم، في حسين الشحات وفي مروان وفي رمضان. انا بقول لك اجي ايه ليه؟ لا لانه عشان عنده شويه في الركبه، شويه في الركبه، حتى الماتشات اللي فاتت في فترات بيبقى كويس قوي بيبقى عالي قوي، وفي فترات تانية تبص تلاقيه مهدي الريتم شويه، وهو بيستلم تحس انها بتطول منه، او لو حد بياخد معاه ما بيلعبهاش صح، واحيانا تانية تبص تلاقيه بيروح عامل لك حاجه عاليه قوي. ده اكيد الاصابه بتاعته لسه مأثره فيه حاجه بسيطه. الميزه في لعيبه النادي الاهلي ودي متوارثه وهتفضل متوارثه كده ان شاء الله لحد يوم القيامه، انه اللعيبه عندها توازن نفسي وعصبي وعضلي. يعني انا وانا نازل عندي ثقه ان انا البطل، وانا البطل دي بتديني زي ما انت بتجيب جول، ايه اللي بيحصل؟ انت كنت تعبان جدا في الدقيقه 90 وتعبان مش قادر تتحرك، ممكن تلف الملعب 100 لف، وممكن بقى تشيل واحد تجري بيه وانت كنت اصلا في الدقيقه 90 منتهي. فالحته دي الاستنفار ده والقوه دي موجوده عند النادي الاهلي، لذلك دايما في الدقيقه 96 تكسب، في الدقيقه 93 تكسب، في الفترات ديت اللي هي الهبوط دايما بيبقى موجود عند كل الفرق، بيبقى ده الحافز اللي انا البطل دي. يعني معناها ان انا التشكيل بتاعي بيبقى مهم كمان، لان انا كمدير فني انا هشوف فيتا كلوب بيعمل ايه، بيلعب ازاي، ايه عناصر القوه والضعف اللي عنده. هل الجنب الشمال اقوى ولا علشان ان انا لما لعب حسين بيقوم بالدور الدفاعي اكتر من مروان، اكتر من رمضان، وانا مش عايز اخسر رمضان في الجانب الدفاعي، فممكن حسين الشحات عنده من القدره ان هو يدافع كويس ويهاجم كويس، وعنده حته المرور بالكوره والمراوغه والحاجات دي خفيف في الحركه، فلو الجانب الشمال عندهم قوي يبقى انا اخلي حسين في الحته ديت، ويبقى رمضان العكس، لو الجانب اليمين يبقى هو مع علي معلول ويبقى الحته دي تبقى موجوده. في تفاهم اكتر من رائع ما بين علي معلول ورمضان مع مروان، الجبهه دي عاليه جدا، مع عمرو السوليه الجبهه دي تبقى قويه جدا دفاعيا وهجوميا، وكذلك الناحيه الثانيه تمام. فالناحيه الثانيه برضو اذا كان في هاني او في كريم او في حسين الشحات برضو مع مروان، دي كلها جبهات الراجل بيشتغل عليها. حضرتك شايف ان الثالث اللي يبقى في وسط الملعب مع كريم نيدفيد وعمرو السوليه يبقى احمد فتحي، طالما قاعد معانا الراجل النهارده وهشام مش هيلعب، ما اعتقدش انه هيجازف انه يلعب باجاييه، اعتقد انه هي عايز يحط باللغه اللعيبه يعني عايز يحط مسمار قدام احمد، قدام ايمن وقدام ياسر. طيب يبقى الجانب الدفاعي انا مامنه كويس تمام، بحيث ان يدي واجبات هجوميه لعمرو السوليه والكريم، بحيث ان الكره معاك انطلق روح وهات جول، انت النادي الاهلي، انت واقف احمد فتحي واقف. كابتن ماهر برضو من منطلق الكلام اللي انا بساله للكابتن عادل، رامي ربيعه قد يكون، انا ما اعرفش طبعا التفكير ايه، ولكن رامي طويل، احنا عندنا بعض المشاكل في الكرات العرضيه مثلا ولا حاجه، هل من الممكن ان يكون وجود رامي ربيعه في المباراه دي تحديدا عشان حاجه معينه للمباراه؟ بص اسلام، هو الراجل طبعا بنحييه للمباراه اللي فاتت، ادى رامي ربيعه اخر نص ساعه
وده اذا كان بيدل ان الراجل نفسيا بيتعامل مع اللعيبه بشكل مميز بشكل جيد وقريب من اللعيبه بشكل يعني احترافي. لكن اسلام خد بالك ارضيه الملعب ترتال، احنا بنتكلم على اجايه ممكن او لا خوفا من ارضيه الملعب اللي فيها الاحتكاك والترتان بيبقى عامه ناشف على العضلات بالنسبه للاعبين. وما تنساش ان رامي كمان بعيد بقاله فتره. يعني رامي بعيد عن الملعب يا كابتن عادل يا كابتن فتحي بقاله اكتر من سنه. فبيبقى برضك محتاج مناخ صحي، مناخ افضل من كده. رايحين افريقيا وحراره وجو وترتان والنهارده في دوافع، هو عنده في دكلاب عنده اربع نقاط. ما حد يعني بيقول ممكن اسلام بيتكلم على ان ممكن يكون بدل حد. لا انا باخد بس عشان كل الاقتراحات احنا خدناها النهارده كل الاقتراحات متقفله بحيث ان احنا بكره لما نلاقي التشكيل يبقى احنا اتكلمنا بالتشكيل ده وكلمنا في التشكيل ده. كابتن عادل طلع باقتراح ان هو ممكن يلعب احمد فتحي، والمناسبه هو اقتراح جيد جدا ان انت تقفل في وسط الملعب وفي نفس الوقت تدي ناحيه دفاعيه. فانا بتكلم في كده ان ممكن ناحيه هجوميه كمان. سوري انا اسف، انا عايز اقول ناحيه دفاعيه وهجوميه. دفاعيه كويسه جدا وهجوميه كويسه جدا. وميزتها كمان ان هو عنده خبره. مين؟ بالظبط احمد فتحي لاعب عنده خبره. الفرقه برده لازم حد في النص يكون عنده خبره، اكتر واحد هيكون عنده خبره في كل مجموعه. يعني بص اللي ورا دول ما عدا معلول هتلاقي كل دولت ما فيش الخبره، برده مش موجوده الخبره الافريقيه، الخبره الدوليه مش موجوده، موجوده في احمد فتحي. فعشان كده ممكن يلعب القياده. القياده كمان القياده طبعا يعني. لكن رامي هيبقى اصعب يمكن احمد فتحي. ممكن احمد فتحي بصفته انه عنده خبره واخد بالك يقدر يلعب قد كده وبقاله فتره يمكن غايب عن الملعب اكتر من شهر او شهرين. لكن رامي بعيد قوي، فطبعا الراجل صعب جدا. لكن هو الراجل بيقعد معاهم بيحفزهم وبيديهم الثقه وبيقول لهم ان انا ممكن احتكم من خلال 90 دقيقه. لازم تبقى اللعيبه كمان عندها اعداد نفسي جاهز انك انت لما يطلب منك انك انت تبدا تشارك بشكل جيد. والميزه كمان يا اسلام ان لعيبه النادي الاهلي قاعده بره، منها لعيب ومنها كوتش يا كابتن فتحي، عينه على الملعب. انا مثلا رامي عيني على المكان اللي بلعب فيه، شايف راس الحربه طويل سريع محطه، لو طلب مني ان انا انزل اقدر اتعامل معاه باسرع وقت. ودي ميزه من ضمن الميزات اللي احنا بدانا نكتسبها على الدكه. كل اللعيبه دلوقتي لما بتطلب منها تقوم بالدور انه يبدا يشارك من بره لجوه بيحصل التغيير بشكل واضح في اداء النادي الاهلي، للمكسب بيبقى في اكتر الاوقات. لكن عايز اقول لك ان احنا في الثوره الجزائري لعبنا 4-3-3 ويمكن. فانت مش عايز النقطة دي. أنا مش عايز النقطة دي. وفي ملعب ترتان. واخد بالك؟ وأكيد نصرتي استفاد من الخطأ ده أو استفاد من اللي حصل في المباراة ديت، وهيبدأ النهاردة نفس الظروف، ملعب ترتان وفرقة عندها دوافع وعايزة تكسب و و و فالنهاردة نصرتي هيبقى مركز بشكل كبير جدا إن هو التوازن اللي موجود عنده. إحنا بنقول لما بندافع كل الفرقة بترجع نص ملعبها والثلاث خطوط بيبقوا قريبين مع بعض في 35 يارد، وبنحاول ان احنا نمنع خالص اي حاجه تروح على مرمى الشناوي. كابتن فتحي كمان اشار لنقطه، واحنا بندافع ما ينفعش اسلام يبقى فيه فاولات جانبيه، ما ينفعش يبقى فيه كورنر كتير لانها بتمثل مباشره الحاجات اللي هم عايزينها، اللي هم بيتفوقوا فيها، اللي هم بيلجاوا فيها. الحاجه الثانيه ان هم عندهم سرعات، السرعات دي مش هتبقى موجوده في المباراه دي، لان احنا هنرجع واحنا بندافع هنقفل بشكل جيد، مش هتبان السرعات بالنسبه لهم. لكن هيبان لعبهم الافريقي اللي احنا بنخاف منه، اللي هو الالتحام اللي في الهواء، الكرات العكسيه، الكرات الكورنر، الفاولات الجانبيه، كل دي حاجات بتسبب لنا مشاكل بشكل كبير جدا في المباراه بهذا الشكل. لكن عايز اقول لك ان في نفس الوقت كمان احنا عندنا نقله هجوميه نقدر نستفاد بيها، الخبرات اللي موجوده اللي فيها سرعات معلول والشحات ومحمد هاني ورمضان واجاييه ومروان محسن، كل دي حاجات نقدر نستفاد منها ورا خط ظهر فيتا كلاب، لان هو اوريدي هيبدا يهاجم عليك، فهيبقى عنده مساحات في ظهره بتمثل خطوره وبتمثل عبء عليه بشكل كبير. نقدر نستغلها بقى في الكونتر اتاك، نقدر نستغلها في الحاجات اللي فيها الدبل باس، الحاجات اللي فيها واحد ضد واحد، الحاجات اللي نقدر ناخد فيها فاولات. يعني يبقى في عندنا من الحنكه ومن المهاره ان احنا نقدر كمان نجيب جول، ومهم جدا يا اسلام ان احنا نجيب جول خارج ملعبنا، هيأثر عليهم بشكل كبير قوي. تمام، اذا اخيرا يا كابتن فتحي لو حضرتك عايز تقول كلمه للاعبين، لو حضرتك قدامهم دلوقتي تقول لهم ايه؟ لا يعني قبل ما يقول بس نضيف كلمه بالنسبه لهم،
هو طبعا حتى رامي اخر واحد يعني، او هيبقى من الاثنين هو، اما احمد فتحي ما يبقاش اخر واحد، هيبقى في ناس وراه حد يغطي يعني. غلطته برضه هو، وهو لسه يعني واحد يقول لك ايه طب ما الاثنين مصابين والاثنين لسه جايين، وش معنى قلت احمد فتحي؟ لان احمد فتحي في ظهره حد ممكن يغطيه برضه، لكن ما يكونش اخر واحد. وبعدين بحس بالنسبه للطريقه زي ما كابتن ماهر بيقول ان بدل 4 3 3 4 2 3 1 يمكن دي برضو لها ميزه، انك بتعمل اربع خطوط 4 2 3 1 في اربع خطوط في الملعب، اذا بفرد الملعب شويه، اما 4 3 3 فعند ثلاث خطوط، فالثلاث خطوط دي بتقفل يعني ما بتدينيش مساحه هجوميه، ما بتدينيش عمق هجومي. كل الفرقه ما كان عندها عمق هجومي وعمق دفاعي بيبقى احسن الفرق اللي عندها هذا الوضع، العمق الهجومي يبقى بنقل الهجمه بسرعه، العمق الدفاعي ان انا بامن الهجمه بسرعه. تمام. اللي اقدر اقوله ربنا فقال الالتزام الخططي زي ما المدرب بيقول لاي 11 ربنا هيوفقه ان هو يختارهم، وان شاء الله باذن الله حتى البدلاء هيكون نفس المستوى. كابتن عادل، نقطتين بسرعه كده، هو قاعد مع راني، احتمال جدا انت باذن الله تعالى جيب جول او جولين، في فترة من الفترات هيبتدوا كور طويلة، ففي فترة ممكن تالت. جدا ينزلوا تالت ويبقى بيلعب بسرد باكين ووراهم ليبرو عشان الكور العالية. دي نقطة. النقطة الثانية، الراجل ما بيلعبش بثلاثة في وسط الملعب. هو السولية بيجيب جوال ازاي؟ هو كريم بيجيب جوال ازاي؟ ما بيلعبش بثلاثة. هو كان بيلعب بهشام وبيدي حرية حركة وكمل في الهجمات لكريم. كريم بتلاقيه جوه 18. بتلاقيه جوه 6 ياردة، وكذلك عمرو السولية، فما بيلعبش بثلاثة. هو في مدرب بيروح حاطط ثلاثة ومثبتهم، بيبقوا خلاص هم دول لا بيتقدموا ولا بيتأخروا وواقفين في وسط الملعب، وده طبعا مش في كرة القدم. أنت ليك واجبات دفاعية وليك واجبات هجومية، فالراجل ما بيلعبش كده عشان ما نظلموش، الراجل بيلعب، كان بيلعب بهشام محمد وكريم وعمرو السولية، وبكرة لو هيلعب بأحمد فتحي وجنبه كريم والسولية برضه هيلعب بكده، لأن كريم وعمر بمجرد الهجمه ما بتنتهي بيبقوا اول ناس بيأدوا الواجب الدفاعي بتاعهم، وبيعملوا عمليه الضغط من البدايه، وكل الامور دي بيأدوها اداء 10 على 10 باذن الله تعالى. وبعدين الراجل بيعمل حريه حركه ما بين الاطراف، سواء رمضان او حسين او اجاييه وجيرالدو، احنا شفنا جيرالدو لما ادى الباص لمروان واجاييه لما اداله ما كانش على الطرف، ده كان في العمق، في عمليه تبادل المراكز دي الراجل بيقوم بيها، عامل نوع من انواع الديناميكيه وانواع الانسجام، عمليه تبادل المراكز، بحيث ان لو عليك رقابه كاسلام الراجل اللي ماسكك والراجل المدير الفني انا حط فلان عشان يراقب اسلام مش هيلاقيك، لان كل شويه بيلاقيك في تمام. مكان في مكان معين تمام. وبالتالي الحتتين دول احتمال كبير تمام. ان رامي يبقى ورقه بديله في اخر ربع ساعه علشان الكرات العاليه. ونظر برضه كابتن ماهر، دعوات بقى 70 مليون اهلاوي للعبة النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي بكره 70 مليون 78 كام يا كابتن؟ بيقولوا 78 مش 70 ماشي يا كابتن 78 70 دعوات طبعا الاهلاويه يعني. والمصريين طبعا اللي كنا احنا 103 احنا 103 ان شاء الله بكره بالتوفيق يا اسلام. وانا يعني شخصيه النادي الاهلي وشخصيه اللعيبه المميزه اللي احنا يعني قدرنا من خلال ساعه او ساعه ونص ان احنا نتكلم عليهم، نتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق بكره، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ثلاث نقاط مهمين قوي بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله، وربنا يوفق النادي الاهلي بكره. شكرا جزيلا يا كابتن فتحي على وجود حضرتك معانا، شكرا جزيلا يا كابتن عادل على وجود حضرتك معانا، شكرا جزيلا يا كابتن ماهر على وجود حضرتك معانا، امتعتونا الحقيقه النهارده وقفلنا كل حاجه، نشوف بكره بقى ايه اللي هيحصل. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل فقرتنا الاخيره في هذه الحلقه الممتده من الساعه 9 وحتى الساعة الواحدة، شكلنا هنقعد بعد واحدة شوية كمان، فبالتالي هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هو مش فاصل الحقيقة، هو قالوا لي ان في لقاء مع كريم الحسن الملحق الدبلوماسي لسفارتنا في الكونغو، هنطلع نشوف هذا اللقاء، وبعد هذا اللقاء الناقد الرياضي في موقع يلا كورة كريم سعيد، هنتكلم معاه في اشياء كثيرة جدا تخص النادي الاهلي في يلا كورة وبعد هذا التقرير.
يعني ما فيش حد في الكونغو مثلا مش عارف ابو تريكا مثلا يعني. فهو طبعا النادي الاهلي يعني احسن سفير لمصر في افريقيا وفي حتت تانيه كتير، وان شاء الله بالتوفيق يكسب البطوله دي زي بقيه البطولات باذن الله. ان شاء الله السفاره مش هتسيب النادي او بعثه النادي الاهلي ولا دقيقه في في الاجتماعات، في التدريبات، في الماتش، كل حاجه هتمشي ان شاء الله كويس. ولحد دلوقتي الجانب الكونغولي الى حد كبير يعني منظم المواضيع معانا كويس، وكمان الكاف متابع الموضوع بشكل جيد، وان شاء الله الموضوع يمشي كده لحد اخر الماتش، لحد ما يخلص الماتش ويخلص بالفوز ان شاء الله. فيتا كلوب يعني فرقه مش سهله، طلعت تاني في الدوري هنا وعندهم كذا لعيب صعبين. هم يعني الحمد لله الاهلي كسب في القاهره، وان شاء الله هنا في الكونغو برغم طبعا وجماهيره كبيره وكلها هتحضر ان شاء الله، هنا الجاليه مش كتير، هنحاول على قد ما نقدر يبقى في ناس كتير، وباذن الله يعني ربنا يوفقنا. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيفي في الفقره الاخيره لهذه الحلقه، ممتده الحقيقه من الساعه 9 لغايه بقى هنشوف لغايه الساعه كام، لكن خلوني ارحب بضيفي استاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره. ازيك يا كيمو؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اسمح لي كده ان احنا لا طبعا يا كابتن احنا مفتوحه كده عشان الناس اكيد طول الوقت طبعا يعني متابعانا. مساء الخير طبعا جميع مشاهدي قناه الاهلي. اهلا بيك، اهلا بيك يا كريم. خليني ابدا معاك يا كريم، اولا انت شايف المباراه بكره ازاي؟ هل هي مباراه صعبه، مباراه سهله، مباراه فيها حاجات كتيره جدا ممكن انت كرئيس تحرير لموقع كبير زي موقع يلا كوره تكتب فيها؟ نعم طبعا انا شايف ماتش بكره ده عنق الزجاجه للنادي الاهلي في حاجات كتيره جدا. احنا بنتكلم ماتش بكره ماتش فيصل عشان النادي الاهلي ان شاء الله يضمن حاجتين، التاهل والصداره، مهم جدا جدا النادي الاهلي ان شاء الله يتاهل لدور الثمانيه وهو متصدر لمجموعته. مش حابين النادي الاهلي يعني ان شاء الله النادي الاهلي يتاهل، بس مش حابينه يتاهل على الوصافه عشان يبقى برضه دور الثمانيه الطريق لحد ما يبقى افضل من انك تتاهل كوصيف عشان ما تلعبش يعني متصدري المجموعات الاخرى. ماتش بكره يا كابتن اسلام مهم جدا جدا عندي عشان بصراحه تجربه لاسارت في ماتشات الاوي حابب ان شاء الله انها تبدا بانتصار. احنا تجربه لاسارت لغايه دلوقتي لسه في الماتشات الاوي في افريقيا في بعض الامور لسه بيدرسها، بعض الامور لسه. احنا ماتش سيمبا بصراحه كنا حاسين ان كان ماتش كان سهل جدا للنادي الاهلي، حتى ماتش شباب الثوره في الجزائر ماتش في وجهه نظري كان حد ما كان سهل، لكن في مبررات اكيد طبعا. الجهاز الفني لسه كان بيتلمس مشواره مع النادي الاهلي، بيتلمس اللعيبه، بيتلمس موضوع التدوير مع في للعيبه والموضوع ضغط المباريات المحليه. فماتش بكره أنا شايفه ممكن يكون عنوان لحاجات كتيرة جدا إن شاء الله إذا الفريق إن شاء الله تمكن وحقق الانتصار. هيبقى مش انتصار بس بالثلاث نقط، لا هيبقى انتصار على نقط كتيرة جدا زي ما قلت لك، وأهمها بالنسبة لي أنا نقطة تعامل لاسارتي مع المواجهات الخارجية لنادي الأهلي في أفريقيا، دي هتديله ثقة مع جمهور في المستقبل إن شاء الله. وهي مباراة صعبة جدا. أنت بتتكلم على فريق فيتا كلوب هيلعب ملعبه، طبعا الملعب ده كان عليه مشكله في شهر فبراير من احد فرقتين في الدوري المحلي، حصل احداث شغب كبيره جدا جدا. المسؤولين عن الملعب بعتوا لاتحاد الكونغو الديمقراطيه وقالوا له احنا مش الملعب مش هيستضيف مباريات ثانيه، وبالفعل حتى المباراه الاخيره الكلاسيكو بتاع الكونغو ما بين فيتا كلوب ومازيمبي اتاجل لاجل غير مسمى وما اتلعبش بسبب المشاكل اللي حصلت في الملعب، لكن فيتا كلوب طبعا ضيق الوقت
يعني طلب انه يستضيف النادي الاهلي على ملعب الشهداء، ملعب كبير، ملعب بنتكلم 80,000 متفرج اكيد، اعتقد هيبقى موجودين بكره 80,000 ويمكن اكتر. طبعا يعني الناس بتحب الكوره الافريقيه لو ممكن يبقوا على اليوتيوب يشوفوا الماتشات اللي اتلعبت ما بين فيتا كلوب وما بين مازيمبي، حتى كان في حادثه شهيره ما بين الفرقتين في 2014 كانت 80,000 متفرج، واعتقد ساعتها يعني مات حوالي 15 مشجع بسبب اعمال الشغب برده ساعتها. لكن احنا بنتكلم على ملعب صعب جدا، ملعب ارضيته صعبه، ولكن في امور كتيره اعتقد النادي الاهلي ممكن يستغلها، خصوصا فيتا كلوب مختلف شويه عن فيتا كلوب بتاع الكونفدراليه السنه اللي فاتت اللي شفناه يعني قدام النادي المصري واللي شفناه قدام الرجاء في الفاينل، كان فريق قوي لكن هو باع اثنين من عناصره الاساسيه، والسنه دي لحد ما عنده مشاكل كتيره يا كابتن اسلام. اعتقد النادي الاهلي ممكن بكره يستغلها باذن الله، خصوصا ان الملعب ربما بعيد عن نجيله لكن مساحته ممكن تسمح انها تفيد النادي الاهلي اكتر من فيتا كلوب اللي شفنا ان هو بيتعامل في الملعب، وحتى شباب الثوره قدر ان هو كان مغلوب 2-0 ان هو يرجع في مباراه في ال10 دقائق الاخيره. تمام، هل تفتكر ان شباب الثوره لما رجع في ال10 دقائق الاخيره ده رجع عشان الملعب نجيله صناعي؟ لا خالص، انا بتكلم على اسلوب لعب فيتا كلوب. يعني النجيله طبعا اي فريق بيحب النجيله الطبيعي، يعني اكتر من النجيله الصناعي، النجيله الصناعي بتبقى لحد ما سخيفه مع عضلات اللعيبه، لكن اعتقد فيتا كلوب عنده ازمه يا كابتن لو ممكن، يعني اعتقد في موضوع الدفاع بتاعهم، احنا معانا ممكن الصوره من ماتش سيمبا، ماتش سيمبا 5-0، فيتا كلوب عنده ايه الازمه عند دفاع فيتا كلوب؟ ان فيتا كلوب دايما بيلعب الدفاع بتاعه نارو او بيلعب دفاع ضيق، يعني اثنين الباكات بتوعه بيضموا جوه. نشوف مثلا دي كانت هجمه في اول 5 دقائق في ماتش سيمبا 5-0، دايما نشوف ان الفريق المنافس فيتا كلوب الجناح ده ضمن شويه جوه، احنا بنتكلم على الناحيه اليمين عند الاعلان، هنشوف الباك اليمين مكمل، وبالتالي المساحه دي فارغه تماما، الكره دي انتهت ب انفراد لسيمبا، بس الانفراد لم يتم احرازه، لكن دايما فيتا كلوب عنده ازمه ان الاثنين الباكات بتوعه بيضموا للداخل بشكل زايد على اللزوم، هم ما عندهمش خبره ازاي النهارده اقدر اقفل الثغره مع المساك واحافظ على الجاب اللي ما بيني وبين الخط عشان ما اسيبش المساحه للمهاجم. حضرتك بتنصح الجهاز الفني للنادي الاهلي ان هو يلعب دائما على الاطراف ده، ولازم تعمل عشان كده كانت النهارده انا اسف ان انا قطعتك، عشان كده النهارده كان ختام التدريبه الاساسيه بعض الاوفرات من على الاطراف. اكيد يا كابتن، دي مهمه جدا يا كابتن، النادي الاهلي لازم بكره يفتح الملعب لغايه الخط، واعتقد ماتش بكره اهم اثنين لعيبه في النادي الاهلي هيبقوا ان شاء الله اذا محمد هاني بقى هو الباك اليمين وعلي معلول بقى هو الباك الشمال، ودي الباكين ولا الاجنحه؟ الباكين. ليه؟ الاجنحه هيبقى دورهم زي الدور بالظبط مهاجم، هو اللي هياخد نظر، هو اللي ياخد نظر المدافعين ان هو ياخدهم لجوه الملعب، انما الباك طالما ان هو بيطير، ودي مهمه جدا جدا، نتمنى ان لاسارتي يعني يتخلى شويه عن التحفظ اللي احنا شفناه في الجزائر وشفناه في امام سيمبا. بالك انا لو كمدير فني ولما ابدا نعم لازم زي ما انت قلت اتحسس الاول اشوف الدنيا فيها ايه، فانا صحيح. عشان اتحسس بيني وبينك لازم ابدا مدافع في مباراه، بس اعتقد يا كابتن مش دي نعم. عامه انا بتكلم عامه، احنا ما بقاليش اسبوع 10 ايام لسه جاي نعمل ايه؟ ما هقفل الملعب على قد ما اقدر والعب على هجمات المرتده، واحنا قبلنا هذا الامر واعتقد النادي الاهلي لغايه النهارده حتى ماتش بتروجيت النادي الاهلي الاداء بتاعه فيه يعني النسق بتاعه مرتفع بشكل كبير، ولكن ماتش بتروجيت انا عمري ما هاخده قائمة قياس، لان فعلا فريق بتروجيت برافو عليك، بس انت عارف انا اللي اخده مقياس ايه؟ النص ساعه الاخيره بتاعت برضه نعم. هناك فارق في الامكانيات وفي حتى الفنيه نعم. ما بين فيتا والجونه، بس انا بتكلم على شخصيه النادي الاهلي نعم. على روح النادي الاهلي نعم. على طبعا الحاجات دي بتفرق، انا عارف ان في ناس ما بتصدقش الكلام نعم. ده وبتحط الكلام نعم. ده ان هو ما بيفرقش كتير، لكن الكلام ده صدقني بيفرق كتير جدا. لا انا اعتقد لما احنا نسمع كابتن اسلام الشاطر واحد من افضل باكات اليمين في تاريخ الكره المصريه اكيد كلنا هنسمع واكيد كلنا لا انا اقصد ان في ناس ما اللي ما بتشجعش الاهلي يعني نعم. ما بيصدقوش الكلام ده فعلا، لكن الحاجات دي بتفرق كتير جدا جوه الملعب. اكيد طبعا يا كابتن فعلا. لا اكيد طبعا، فعشان كده انا بقول لك النص ساعه الاخرانيه بتاعت ماتش الجونه بالنسبه لي وبعدها ارتفع النسق في بتروجيت في بتروجيت بشكل واضح جدا نعم. فانت بتقول ان احنا او النادي الاهلي لازم يلعب على الاطراف بدون شكل، لازم النادي الاهلي بكره يفتح الملعب لاقصى درجه على الخط. ليه؟ واضح جدا جدا، لان لعيبه فيتا كلوب سواء في ماتشاتهم في الدوري اللي احنا حتى معانا ملخص بتاع ماتش ايلوي ليبوبو اللي لعبوه يوم 24 فبراير، هم كسبوا 2-1 كان ماتش قوي ليهم خارج الارض، معانا ملخص بتاعه هنشوف برضو ان الهدف جيب نفس الطريقه يلا هتقولنا يا يعني طبعا ده دي بدايه المباراه، بنشوف قوه دايما فيتا كلوب يا كابتن اسلام بيبقى من الاطراف، دايما فيتا كلوب بيستخدم الاطراف بتاعه بشكل جيد وبيلعب على الضربات الثابته، الضربات الثابته عندهم بصراحه مشكله
مشكله كبيره. هم بيعتمدوا على ماكوسو. ده مش نفس الملعب. نعم. لا 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 ده ملعب مختلف. دايما فيتا كلوب اهدافه بيجيبها من ضربات الركنيه. عندهم يا كابتن مهمه جدا جدا, وعندهم اثنين مهمين جدا لازم نتابعهم. بوتول ده المساك بتاعهم رقم 15, وماكوسو رقم 10. طبعا ده هداف الفريق, وبنشوف دايما ازاي هو بيتحرك ما بين الخطوط بشكل جيد. لكن طبعا بعد في الشوط الثاني هم جابوا هدف التقدم في الشوط الاول. في الشوط الثاني ايلوي لبوبو هيقدر يتعادل بهدف بالكربون بنفس الكوره اللي كانت لسيمبا بالظبط بالكربون. ليه؟ لان فيتا كلوب زي ما شرحنا عنده مشكله في باكين, عنده بالذات الباك الشمال بتاعهم عنده. بص يا كابتن, دي ده الجون. بص هنا الجناح بتاع فيتا كلوب وقف. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان دايما المساحه اتكشفت. اول ما المساحه بتتكشف صعب جدا جدا على المساكين ان هم يقدروا يلحقوا السرعه بالظبط. فدي النقطه اللي انا بتكلم فيها, ازاي النادي الاهلي يبدا يعني يشوف. اتمنى طبعا من الجهاز الفني اكيد السكاوتنج عنده كبير, والسكاوتنج عنده مهتم بان هو يشوف فرق منافسه. اكيد نقطه ضعف فيتا كلوب دي شفناها في ماتش شباب الثوره, وشفناها في الدوري المحلي, شفناها امام سيمبا, وشفناها حتى هنا في ماتش القاهره. رغم ان احنا طبعا كان ساعتها هم بيلعبوا ناقصين قدامنا لما اضطرب منهم اللعيب في اول 10 دقايق في الشوط الثاني. بس مهم ان احنا الملعب ما نخافش. طبعا يا كابتن انت يعني احسن عارفين ايام مستر مانويل كنا بنروح ملعب يعني اعتقد انيمبا في نيجيريا كان واحد من اصعب من اصعب واسف ايامها. نعم. كان طبعا قوي جدا. ماتش سيمي فاينل قبل النهائي. طب بالظبط. فاحنا بنشوف ان الملاعب دي احنا كنا ليه بنروح, كنا كويسين فيها ان احنا بنروح الملعب ده واحنا مش خايفين. فانا اتمنى بكره اكيد طبعا في جمهور كبير حاضر, ان الاهلي فيه لعيبه صغيره لسه ما عندهاش خبره, لكن اتمنى اللعيبه الخبره تعرفهم ان احنا نلعب على اي ملعب. محتاجين احنا من الدقيقه الاولى ننزل نهاجم, مش عايزين ندي مساحه. المهم جدا كابتن اسلام, انا بشوف ان الماتشات الاوليه للنادي الاهلي بدانا بنخسر اللياقه بتاعتنا في الاخر. يعني ماتش سيمبا الشوط الثاني كره حسين لو كانت جت هدف في بدايه الشوط الثاني كانت وفرت, ولكن سيمبا خد الثقه. مشكلتي مع الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي وبتقدر تحافظ على التعادل لاطول فتره ممكنه ان هم بقى عندهم الثقه ان هم يحرزوا فيك هدف ويتقدموا. وانس جابوا الهدف زي ما شفنا في شباب الثوره, كان ماتش سهل, لكن احنا ادينا فرصه ان شاء الله السيناريو ده ما يتكررش بكره, ونحتفل باذن الله بفوز النادي الاهلي. طيب برضو على الجانب الاخر. نعم. مباراه طبعا مهمه وصعبه, والكلام اللي احنا بنقوله والترتان وحر وطقس نعم. كل الكلام ده برضو يا جماعه عشان تبقوا حضراتكم فاهمين, احنا لو نيجي نتكلم في هذا الكلام وكل شويه اكرر هذا الموضوع, لانه ده مش كلام تبرير لاي شيء ولكنه كلام حقيقي, كلام واقعي. احنا لما كنا بنروح نلعب في افريقيا كناش ساعات في اوقات ما كناش بنعرف ناخد نفس. صحيح صحيح, ده حقيقي وطبيعي جدا, لكن ده غير مبرر. خلينا بقى نروح ل بالنسبه لفيتا كلاب بس قبل ما انتقل للصحف المصريه. فيتا كلاب عنده انت قلت نقط ضعفه في الاطراف بتاعته باكين. نعم. نقاط القوه, نقاط القوه عنده الكرات الثابته. الكرات الثابته يا كابتن اسلام خطره جدا ليه. هم بيعتمدوا على الاثنين المساكين بتوعهم, بنتكلم على بنجالا رقم 4 وباتول رقم 15. الاثنين دول بيتقدموا في الكرات الثابته, بيعملوا على العرض الاولاني بالظبط زي الجون بالظبط. وشفنا في ماتش سيمبا طبعا 5-0 جونين منهم كانوا من ضربات ركنيه. شفنا الفريق نفسه يعني حتى هنا في مصر لما لعبنا كان بيعتمد على الضربات الركنيه بشكل كبير, وبيحب ياخد ضربات ثابته. يعني دايما تلاقيهم بيوصلوا عند منطقه الجزاء ممكن حاجه من اثنين, لا يسدد الكوره لا ياخد فاول, ما بيخترقوش. ما تلاقيش فريق مثلا بيلعب تمريرات كتير او بيلعب على الاستحواذ, لا 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 خالص. الفريق ده بيعتمد على تسديدات او الكرات الثابته. فبالتالي احنا محتاجين نركز ما ندهمش ضربات ثابته كتير حوالين المنطقه. محتاجين احنا في الكورنر نبقى دايما واخدين بالنا جدا جدا من العرض القريبه, الشناوي مهم مهم جدا جدا. اي كوره في العرض القريبه في 6 ياردات لازم الشناوي بكل جراءه ياخد قراره ويطلع يمسك الكوره, ما يسيبش اي مساحه ان ممكن زمايله يساعدوه. لا, لازم الكرات دي انت تقتلها من البدايه. اعتقد لو احنا قدرنا نقفل النقطتين دول هيبقى عندنا مساحه ان احنا نهاجم فيتا كلوب. وهو فريق طبعا اكيد عنده نقط قوه زي ما قلنا, وعندهم لعيب كويس جدا نجوم رقم 8 ده اعتقد ده اكتر لاعب في الفريق. اكتر لاعب في الفريق يا كابتن بيلمس كوره, بنتكلم لمسته للكوره في المباراه الواحده تتخطى ال 150 مره. نظره اللعيبه كلها بتروح له, يعني اي لاعب في الملعب عارف كده ازاي. بوتريكا انت وانت معاك الكوره بتبص هو فين, فمين اكتر لاعب هم بيبصوا له عشان يسلموه الكوره؟ النجومه رقم 8 ده لعيب لحد ما البوكس بوكس بتاعهم. فبالتالي محتاجين برضو يبقى فيه رقابه ليه, ما يستلمش الكوره بسهوله, يبقى فيه دايما ضغط عليه. وان شاء الله انا اعتقد لاسارتي النهارده يبقى اداؤه اكيد ان شاء الله تطور عن ماتش شباب الثوره وعن ماتش سيمبا. طيب خلينا بقى نروح ل
الصحف المصريه. نعم. وماذا قالت الصحف المصريه عن هذه المباراه؟ نعم، هنبدا باليوم السابع. طبعا العنوان اكيد طبعا الاهلي يتحدى فيتا كلوب في رحله استعاده التوازن الافريقي بدوري الابطال. طبعا النادي الاهلي التوازن اكيد طبعا كلمه انا اتفق عليها تماما، عشان الخساره غير المنطقيه اللي كانت امام سيمبا، وان شاء الله بكره النادي الاهلي يعني يكسب التحدي ويقدر يحسم الصداره ويحسم التاهل. اخبار اليوم عندنا برضو عنوان الاهلي يسعى لحسم بطاقه التاهل دور الثمانيه امام فيتا كلوب. لاسارتي البطل لا يبحث سوى عن الفوز رغم الصعوبات، وده تصريح موفق جدا جدا من لاسارتي ان هو يتكلم بنفس اللغه اللي كنا معتادين من مستر مانويل، اللي هو بيستهدف اللعيبه. احنا بنلعب على المكسب، بنلعب جوه مصر، بنلعب بره مصر، ما يهمش المنافس، مش مهم، احنا الفريق قوي. انا عندي النهارده اسلحه، وبصراحه الروتيشن اللي هو عامله مخلي اي فريق يقلق من النادي الاهلي، ان هو بيعرف يستخدم الاوراق بشكل جيد. رمضان على الدكه او مش على الدكه، حسين شحات على الدكه او مش على الدكه، النادي الاهلي بيلعب بنفس المستوى في كل المباريات. المصري اليوم الاهلي يحشد قوته الضاربه للدفاع عن الصداره امام فيتا. الاحمر يبحث عن نقاط الثلاث لحسم التاهل دور الثمانيه بابطال افريقيا. واخيرا في الملاعب اليوم الاهلي ضيفا ثقيلا على فيتا كلوب في دوري ابطال افريقيا. لاسارتي يبحث عن حسم طاقه التاهل مبكرا، وبطل الكونغو يتسلح بالجماهير. ده فعلا هيبقى اهم سلاح عند فيتا كلوب يا كابتن اسلام اذا ملعب الشهداء. سلبي ولا ايجابي؟ نعم، سلبي ولا ايجابي؟ ما هو على حسب الجماهير بقى، دي حاجه من الاثنين. يعني نعم، ما هتخليك تبقى 500% صح، او هتخليك بس كبدايه المباراه انت بتاخد حماس. يعني بدايه المباراه 10 دقايق، بدايه المباراه انت بتشوف 80,000 جايين يصندوك، فده اكيد طبعا حاجه ايجابيه جدا لاصحاب الارض. لكن يقدر النادي الاهلي يقلب بالزبط السلاح ده اول ما انت تبدا تاخد الاستحواذ. اهم حاجه كابتن اسلام في الماتش القوي انك تعرف الفريق اللي قدامك ان انت اعلى منه مهاريا. بالظبط، انا النهارده الكره معايا اكتر وقت ممكن، وانا النهارده بهدد مرماك باكبر وقت ممكن، وبالتالي انا باخد منك الثقه. لكن لو احنا في اي حال في حرص، طبعا الحرص موجود جدا مهم ولازم يكون موجود، لكن في الكره حاليا لو الحرص زاد عن اللزوم ده ممكن ياخرك. خليني يا كابتن اديك مثال بسيط جدا. الاتحاد الدولي دلوقتي بيفكر في ايه؟ بيفكر ان هو يلغي الهدف خارج الارض بهدفين. ده النهارده يعني سامعين اقاويل كتيره، الهدف خارج الارض هيتم الغاء القاعده بتاع احتسابه هدفين. ليه؟ لان القاعده اتغيرت. النهارده ما بقتش فارقه انت بتلعب جوه ارضك او بره ارضك. الفريق البطل لازم يتعامل مع كل المباريات بنفس الاسلوب، الا يعني اللهم فعلا الا لو انت تعرضت لظلم تحكيمي بين جدا، ده بيبقى حاجه صعبه جدا عليك. لكن المفروض الفريق البطل لما يروح يلعب خارج الارض بالذات يبقى اداؤه افضل من الاداء جوه الارض، ودي نقطه بتحدد شخصيه الفريق. وافتكر 2006 لما النادي الاهلي راح للصفاقسي ومستر مانويل كان مقسم المباراه على ثلاث اجزاء، بنتكلم لغايه الدقيقه 40 اكوتي يطلع عشان عماد متعب ينزل، في الشوط الثاني كابتن اسلام بينزل ووائل الرياض لا اقصده فكره تقسيم مباريات خارج الارض دي، وبان انت بتحسمها قصه بيديك قصه فعلا. نعم، بيديك شخصيه وبيديك صوره مختلفه، حتى بعد كده ممكن فرق كبيره تهابك تهابك وترسم لك صوره اكبر جدا جدا من اللي انت تستحقها بسبب الماتشات الخارجيه اكتر من الماتشات اللي داخل مصر. وبالتالي انا بشوف لاسارتي محتاج ان هو يراجع في الحته دي بكره. في 80,000 متفرج ممكن فعلا نلعب قدامهم، لكن مهم جدا انا من الاول اخد الاستحواذ، ان انا اسيطر على الكوره كويس. عدد التمريرات الخاطئه عندي لازم تقل بنسبه فوق ال 50%. احنا ماتش سيمبا كنا لحد ما كل خمس تمريرات بنخسر الكوره بسرعه جدا، لا لازم زمن الهجمه بتاعتي تطول، تبقى مش اقل من نص دقيقه، او مش حتى توصل ممكن في وقت الاوقات دقيقه كامله الكره معايا. ده بيفقد الفريق المنافس حتى لو بشكل يعني. نعم، اللي هو في وسط الملعب يعني. بالظبط بالظبط بالظبط. وابقى انا النهارده فاهم بقى التكتيك بتاع معلم اللعيبه بتاعتي، يا جماعه احنا محتاجين ندور الكوره زي كره اليد كده لغايه لما نوصل، لغايه لما نفتح الثغره بتاعتنا عند الطرف، ونعتمد طبعا بكل تاكيد على المستوى الرائع اللي فيه محمد هاني سواء دفاعيا او هجوميا. وطبعا يعني معلم معلول بيقدم واحده من اجمل مواسم مع النادي الاهلي، وان شاء الله ده نشوفه مترجم بكره في الملعب. طيب من وجهه نظرك كيف هيبدا لاسارتي هذه المباراه؟ دايما بقى ايه الاشكاليه بتاعت ماتش القوي، هنلعب بثلاثه في خط الوسط وهنلعب بالاثنين وبلاي ميكر. انا في وجهه نظري بكره اعتقد لاسارتي محتاج يلعب بالطريقه بتاعته الاعتياديه جدا، اثنين في خط الوسط ومعاهم لعيب بلاي ميكر واضح. انا عارف ان لاسارتي ممكن لحد ما شفناه في الجزائر وشفناه في تنزانيا لحد ما ممكن يتخلى عن اللاعب البلاي ميكر عشان يحط لعيب خط وسط ثالث ويامن وسط الملعب. لكن انا مش عايز، بص يا كابتن اسلام انا ما احبش ادي الفريق، مش عايز اديله انطباع ان ايوه خايف منه يعمل حاجه. انت ممكن النهارده لو اديت الفريق اللي قدامك
يعني ايه درجه اكتر من هو يستحقها، هو فعلا ممكن يعني يستغلها ويقول لك انت اديتني الوقت ده. وهدي مثال بسيط جدا، ساعات انت بتبقى عايز في الماتش ان انت عايز تكسب، ففي مثلا مقوله تقول لك لا انت حاول انت تبدا المباراه بشكل متوازن بعد كده استغل ايه الشوط الثاني. طب ما اضيع وقتي ليه؟ لا انا محتاج ان بكره ماتش بكره انا شايف النادي الاهلي محتاج ان هو ان شاء الله على الاقل تقدير ان هو ما يتغلبش نطلع بتعادل. حضرتك هتبقى مدارس يعني انا ازاي ابدا كده ولا ابدا كده، ابدا بده بالدفاع ولا ابدا بالهجوم، ابدا بالهجوم ولا ابدا بالدفاع. خلي بالك هي مدارس. انا اشوف والله كابتن اسلام من التعامل في الجزائر في ماتش شباب الثوره وفي حتى التعامل في تنزانيا قدام سيمبا، انا شايف فيتا كلوب مش هو بتاع السنه اللي فاتت، لا النادي الاهلي السنه دي افضل بكتير. الانسجام اللي حاصل ما بين لعيبه النادي الاهلي في المباريات الاخيره في الدوري لازم استغلها في افريقيا. انا اشوف ان لاسارت لازم يبدا بالتشكيل بتاعه عادي جدا ويبقى هو واخد المبادره، وان انا احسب المباراه وانا في قمه لياقتي البدنيه. انا برضو خلينا نتكلم بصراحه، واحنا بنلعب في الكونغو اكيد لياقتنا في الدقائق الاولى مش هتبقى زي الاخر. احنا لحد ما في الوقت الحالي النادي الاهلي لسه ما وصلش ان هو بيلعب 90 دقيقه على نسق واحد بدنيا. لا انا مش عايز اضيع وقتي في بعض الامور التكتيكيه، لازم اعتقد ان محتاجين ان احنا نستفاد من خطوره مهاجمي النادي الاهلي هم في قمه لياقتهم البدنيه. واكيد طبعا دخول وليد ازارد واحده من اهم الاوراق النادي الاهلي كسبها، واكيد طبعا شفنا حتى في الماتش الاخير لما لاسارت اعتمد على مروان محسن هو الاسترايكر وودى اجاييه على الطرف، وحتى في بعض الاوقات كان بيلعبه بلاي ميكر وتحت المهاجم كان امر جيد جدا. فدي كلها اسلحه انا مش عايز اضيع وقت في ان انا استخدمها، لا محتاج ان انا استخدمها عشان احسم مباراه وان شاء الله احسم بطاقه التاهل. من وجهه نظرك الحكام هتفرق بكره ولا لا؟ والله النهارده احنا بنشوف طبعا الحكام في افريقيا لحد ما في يعني جوميز واحد من افضل اكيد طبعا الحكام اللي أكيد موجودين في تحسن. واعتقد اي حكم افريقي دلوقتي عارف ان الماتشات دي يعني ناس كتيره بتشوفها وعليها متابعه، واكيد ده بيأثر في الرانكينج بتاعه ان هو يبقى حكم دولي او ان بعد كده الاتحاد الدولي يبص له وياخده في بطولات قاريه او بطولات عالميه. فبالتالي انا بشوف يعني ان شاء الله الحكم بكره ما يتأثرش بالجمهور. في بعض الاحيان في حكام عارف يا كابتن بيبقوا يعني موالين شويه لاصحاب الارض، بس نتمنى ان هي تقف بس عند حد الفاولات والاخطاء ما توصلش ليه. بالعكس ده الاخطاء مش فاولات واخطاء، خلي بالك لانه بعيد عن منطقه الجزاء. بعيد عن منطقه الجزاء لو في نص الملعب مش مشكله. نعم الفريق كرة الثابته عنده خطير، يتميز بكرات الثابته. نعم والنادي الاهلي القصه بالنسبه له ان هو يعني ايمن اشرف برضه ده مش مكانه مهما كان، اكيد مهما كنا بنقول. نعم صحيح صحيح، لكن ده مش مكانه بدليل انه حتى لما بيروح للبطوله لمنتخب مصر بيروح يلعب ناحيه الشمال. صحيح. ف انا شايف ان احنا لازم تبقى في زي ما انت قلت كده مان تو مان، باسلام هيمسك كريم. نعم. كريم هيمسك محمد، محمد تبقى مان تو مان عشان نقدر نقفل الموضوع. اهم لاعب يا كابتن نجومه رقم 8 ده فعلا لازم يتلعب عليه مان تو مان. يعني كنت اتمنى يكون حسام عاشور موجود في المباراه دي. حسام عاشور انت عارف لما بيلعب لعبه المان تو مان خلاص الساعه عدت 12 عنده 33 سنه عنده طيب 10 سنين لما بيلعب مان تو مان مع حد بيقدر فعلا. بس ان شاء الله طبعا البركه في السولية والبركه في نيدفيد والبركه في كل بيت اللعيبه. احنا شفنا النادي الاهلي في الوقت الحالي ما بيتاثرش بغياب لعيبه زي ما كنا بنحس السنه اللي فاتت لحد ما، خصوصا مع وليد سليمان. لكن السنه دي الحمد لله البدائل كتيره والجميع على بنشوف شايفين شكل فريق، شايفين شكل تيم معتمد على اللعب الجماعي اكتر ما هو معتمد على مهارات لاعب بعينه. فان شاء الله بكره النادي الاهلي يتعامل مع فيتا كلوب التعامل الامثل، نبعدهم عن منطقه جزائنا، ما ندهمش كرات ثابته كتير، نمسك البلاي ميكر اللي عندهم اكتر واحد بيمسك كوره نجوم رقم 8، نقدر احنا كمان نخترق مع اطراف وان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحسم مباراه النهارده. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كريم على المقابله ويعني نتمنى دايما وجودك معانا ان شاء الله، ونبارك النادي الاهلي بكره باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. اخيرا قبل بس ما اشكر حضراتكم الحقيقه واجب تعزيه مهم جدا لكابتن خالد لطيف عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، اخويا العزيز الحقيقه في والدته امبارح توفاها الله، البقاء الدوام لله دائما وابدا. ايضا كابتن عمرو بركات وكابتن ايهاب جلال وفاه بنت الكابتن عمرو بركات، البقاء الدوام لله لان زي ما حضراتكم عارفين الكابتن عمرو بركات متزوج من ابنه الكابتن ايهاب جلال، وعزاء واجب ايضا للكابتن ايهاب جلال في وفاه حفيدته بنت بنته، بقاء الدوام دائما لله.
بشكرك يا كريم مره ثانيه. انا بشكر حضراتكم الحقيقه النهارده كنا معاكم منذ الساعه 9 وحتى الان قلنا لحضراتكم اشياء كثيره جدا. ارقام قياسيه حصلت للنادي الاهلي والنادي الاهلي عملها، بما ان الناس بتتكلم في حاجات ثانيه احنا قلنا لحضراتكم ايه هي الارقام القياسيه اللي اتعملت. اتكلمنا عن طاقم التحكيم مع كابتن سمير، اتكلمنا عن النواحي الفنيه مع كباتننا الكبار كابتن فتحي نصير وكابتن ماهر همام وكابتن عادل طعيمه، واخيرا رئيس تحرير موقع يلا كوره كريم سعيد كان معانا وقفل لنا بقى الموضوع بشكل جميل وبشكل صحفي جميل. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وانتظرونا غدا في تمام الساعه 4 وكواليس ما قبل مباراه النادي الاهلي ونادي فيتا كلوب في واحده من المباريات المهمه جدا في دوري ابطال افريقيا، دوري في دوري المجموعات. انتظرونا غدا وحلقه جديده في تمام الساعه 4 من ملعب الاهلي.